في الفقرة الحوارية الأخيرة مع واحد من المدافعين المرة دي المتميزين، وزي ما قلنا واحد من نجوم الجيل الذهبي اللي كان مع مانويل جوزيه، اللي كان كل يوم زي ما بنقول كده بياخد بطولة. كمان زي ما كان لاعب مميز هو مدرب مميز أيضا، ونجح في وقت قليل جدا أنه يعمل طفرة كبيرة في أداء المقاولين العرب مع الكابتن عماد النحاس المدير الفني، والفريق كمان يمكن هيشارك في بطولة أفريقيا الموسم اللي جاي. أنا برحب بيه، منورنا ومشرفنا النهاردة كابتن رامي عادل نجم الأهلي ومدرب فريق المقاولين العرب حاليا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. نورنا. اهلا بكابتن هاني، وسعيد جدا انا معاكم طبعا. حبيب. جدا يعني حبيبي يا رامي، منورنا. حبيبي يا كابتن، حبيبي بجد. وزي ما قالت سام، من المدافعين المميزين جدا جدا، وان شاء الله مشروع باذن الله مدرب كبير ان شاء الله نشوفه في المستقبل. ده شرف ليا يا كابتن، مشاهده كبيره يعني من حضرتك، من واحد مدافع كبير انه يقول عليا مدافع. لا لا، دي حقيقه، دي حقيقه. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. هنتكلم كتير، عندنا ملفات كتير. طب وانت كنت متابع يعني بشكل كبير جدا للتقرير اللي بيتكلم عنك، تقول افتكرت ايه واحنا بنعرض التقرير ده؟ اقول لك انا افتكر ايه؟ لا افتكرت اللعب، اللعب لا، والجول اللي جبته في الاهلي. الجول اللي جبته في الاهلي. لا لا لا، اللعب طبعا حاجه تانية خالص يعني. لعيب الكوره ده طول ما هو في الملعب ده قصه تانية خالص يعني. لما بتسيب الملعب لا، الموضوع بيبقى اصعب حاجه في الدنيا على الواحد بصراحه يعني. ما تتفرج على نفسك دلوقتي وتشوف الايام دي وتفتكر الايام دي، بقى الموضوع لا صعب جدا على الواحد بصراحه يعني. احلى ايام. بس يعني هي دي سنه الحياه. لا انت هتخش لسه في التدريب وهتلاقي ايام حلوه كمان ان شاء الله. احساس احساس ده مختلف. حلو يعني، بحاجه مختلفه بقى، بطريقه مختلفه. بتكمل احساس بس بطريقه مختلفه بشكل تاني. انت بقى مسؤول عن مسؤول عن اللعيبه، مسؤول عن حاجات كتير جدا، وانت لعيب كنت مسؤول بس عن نفسك. وبالذات يا كابتن لما كمان يبقى ليك انت دور في شغل، وتشوف الشغل بتاعك ده بيبان تاثيره ايه ونجاحه، فده احساس بقى ده مختلف خالص يعني. طب تحب نبدا بالاهلي ولا نبدا بالمقاولين؟ اي حاجه انا معاك في اي حاجه. طب انا هبدا بالاهلي. ماشي. انا عايزه اتكلم عن مباراه امبارح، المباراه النهائيه في مشوار الموسم ده، الاهلي وطلائع الجيش. موسم يعني، او عايزه اتكلم على الامسيه الكرويه بتاعه امبارح تحديدا. مش بس امسيه كرويه رياضيه، ولكن انسانيه كمان طبعا. وشفنا فيها لقطات انسانيه حلوه جدا، افتكر ان هي ما اتكررتش قبل كده. شفتها ازاي من الخلفيه دي؟ هو الماتش مبدئيا بس نمره واحد فنيا انا ما شفتوش. انا برضو احنا كان عندنا مباراه امبارح خلصناها. أيوة، ماتش بيراميدز. خلص الماتش يا دوبك وانا مروح برضو اتفرجت على شويه يعني، سمعت شويه في الراديو. شفت الاهداف وشفت شويه حاجات كده، لقطات من المباراه. يعني اداء الاهلي ما اعرفش كان كتوتال الماتش كان عامل ازاي يعني، الماتش كله مش عارف. بس هو كان استمرار للاداء. يمكن انت اتفرجت على الوداد واتفرجت على ماتش الوداد، هو استمرار لنفس الاداء. اكيد. وكنت بسمع حضرتك من شويه برضو بتتكلم على القصه بتاعت الولاد الصغيرين اللي شاركوا في المباراه. ظهروا بشكل كويس، وانا كنت يمكن شفت اتنين في تقريبا، واحد هو معلق الاسم معاه شويه العربي بدر تقريبا، وفي ولد صغير نزل في ماتش، هو ولد صغير قوي كده، شادي ده. انا ده شفت له لمسه تقريبا او لمستين، بس ما اعرفش هو لعب تاني ولا لا. حاجه جميله يعني ما شاء الله يعني. وحتى كانوا قاعدين يقولوا تصريحات كده ان في مفاجآت يمكن في الماتش بتاع الوداد، بس تقريبا ما شفناش مفاجآت يعني. كنا يعني كان تقريبا قايلين حد هيدخل السكور او ممكن يلعب او حاجه زي كده. بس طبعا دي حاجه كويسه ان هو الراجل يشرك عدد كبير في من الناشئين في النادي الاهلي. طبعا الحته الانسانيه بقى اللي احنا شفناها امبارح دي طبعا قد قصه ثانيه خالص يعني. موضوع بصراحه بكى الواحد يعني. طبعا موضوع مؤمن ده موضوع صعب جدا 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 على الواحد. يمكن الموضوع كان محدش سمع عنه حاجه خالص، كان متغطي بنسبه كبيره. يمكن لما لحد ما ظهر مؤمن في السوشيال ميديا شويه والحفله اللي راحها او زي المسرحيه تاني حاجه زي كده، الموضوع اتفتح طبعا بشكل كبير جدا. وده يعني ده حاجه مش غريبه عن النادي الاهلي، ان يقف جنب ولاده طبعا ويساعد ولاده ويكرم الناس اللي تعبت جوه النادي الاهلي واشتغلت جوه النادي الاهلي. والواحد بصراحه يعني حتى الموقف بتاع زوجته الواحد يعني كان موقف كويس قوي امبارح بصراحه. الناس حتى اتكلمت وشكرت فيها جامد، ان ست بصراحه يعني تستاهل الشكر ان هي واقفه جنب زوجها طبعا في وقت زي دوت، في وقت شده زي دوت، تساعده في كل حاجه، بتقويه طبعا وبتدعمه. الوقت ده هو محتاج كل حاجه نفسيه تبقى حواليه. انا كلمته يمكن في الاول في بدايه الموضوع ده شويه، كان هو يمكن زعلان شويه بصراحه يعني، انا بتكلم بكل صراحه يعني. كان زعلان شويه ان في يمكن ناس هو كان فاكر ان هي تسال عليه وتتابعه بشكل كبير، الموضوع لا ما كانش زي ما هو متخيل.
يمكن بعد فترة الدنيا اتحسنت شوية وبدأ لأ الأمور تتحسن معاه شوية، والناس بدأت تسأل عليه بشكل كبير والناس اهتمت بيه أحسن من الأول بكتير. فلأ يعني نفسيا طبعا وفرقت معاه كمان الموضوع ده كل حاجة نفسيا فرقت معاه على المستوى النفسي، وشفنا ربنا يتمم شفاه يعني. شفنا خلال الأسبوعين اللي فاتوا صورة وهو في الجيم يعني، حتى كان داخل ماشي لوحده شوية يعني الحالة المعنوية بتفرق جدا جدا طبعاً. وزي ما أنت عارف برضو، ولو اتكلمنا على الحالة المعنوية ازاي بتفرق حتى في لعيب الكرة وهو بيلعب، اكيد هو كمان الموقف صعب واللي يحس بيه كمان لعيب الكرة اكتر يعني. يعني احنا وانت تحس بموقف، طبعا ربنا يبعد المرض عن كل حد، لكن خاصة انت بتحس وهو قاعد في الملعب بيفكر كان نفسي ابقى موجود، كان نفسي يعني الموضوع دوت كان مؤثر. لكن انت بتتكلم في نقطة ايجابية ازاي يعني حرمه طبعا الكريمه كانت موجوده وهو كان معتمد عليها طبعا يعني نزله بيه، كانت لقطه حلوه جدا جدا يعني جدا بصراحه. دي لقطه انا في اعتقادي من يعني لقطه الاحتفاليه نفسها طبعا يعني. طبعا لا، وزي ما حضرتك قلت هي الحته النفسيه طبعا دي اهم حاجه عن اي حاجه يعني. ما تقوليش بقى هقف جنبه ماديا، هقف جنبه لا حقيقة. معنويا لازم حتة ان اللعيبة اصحابه يبقوا على طول بيتابعوه وعلى طول بيسألوا عليه، المجلس الادارة، اللعيبة الكبيرة، اي حد من جوه المجال بيسأل عليه حتى لو ما لعب معاه ما لعبش معاه، بس بسمع التليفون دقيقة واحدة بس اخبارك يا مؤمن عامل ايه طمنا عليك، خلاص الموضوع بالنسبة له. وده اللي انا حسيت ان كل اللعيبة بتعمله، وشفت يعني حسيت ان كل اللعيبة بتعمله من خلال كهربا يعني. انا في دخلة مؤمن جون كهربا جه والمشهد حتى كان في احتفال بروتوكولي صحيح، بس هو انساني، ودول كلهم كانوا جيل واحد. واللقطه بتاعت يمكن ما حدش خد باله منها لما شال ابن مؤمن وبيرفعه وبعدين رايح للدرع، اللقطه اللي حصل عليها دلوقتي جدا يعني مشكله من لا مشكله كانت ممكن تعدي طبعا. فانا حسيت ان اللعيبه وبالذات كهربا لا يعني هم جدا قريبين من مؤمن، هم فعلا حابينه، مش بس بيستندوه عشان التلفزيونات والاعلام والتصوير، لا هو كهربا يعني بيتعامل بقلبه قوي. حسيت ده. لا اكيد طبعا احنا عارفين القصه دي، واللعيبه دي قريبه جدا من بعض يعني. الواحد يمكن مش جيله بس برضو الواحد يعني عاشرهم شويه وعارف عشت الاجواء ديت يعني. عشت طبعا يا كابتن، عشت مع الاجيال كلها الحمد لله يعني ما شاء الله عليك. انا استمت في الملاعب شويه. لا كملت دوست كويس. أيوة ما شاء الله، الحمد لله يكرمك. لا صحيح عصرتها يعني. لا وانت كمان كنت في جيل يعني جيل مميز جدا، وجيل وانت مدافع كبير، وحته مدافع كبير هتاخدني لحته كمان ان النادي الاهلي بيحقق انجازات كبيره على المستوى الكلين شيت وعلى مستوى الاداء الدفاعي بشكل كبير. انا كابتن بس يعني هقول لحضرتك حاجه قبل ما اجاوب على السؤال دوت. انا بس كانت حاجه يعني عايز اقولها، انا كانت امنيه من امنيات حياتي ان انا العب معاكم يعني. انا تقريبا اتمرنت مع بعد الكابتن جوهري تقريبا كابتن محسن صالح صح، اشتغلت مع كابتن محسن صالح، اشتغلت مع معظم مدربين منتخب اللي جم بعد الكابتن جوهري. انا كان ليا واقع يمكن كده، كان المنتخب بيتجمع وبيجي يتمرن في الملعب الفرعي، كنت بتفرج عليكم على طول. كان ساعتها ابراهيم سعيد جيلي وكان معاكم في الوقت ده، وكنت انا ساعتها في منتخب الشباب وبلعب في المنتخب الاولمبي وفي الفريق الاول في النادي. فكان عندنا تقريبا نهائي كاس مصر، قبليه بيومين كان كابتن ابو العز كلم حد من عندنا في الجهاز وقال له احنا متابعين رامي، وكابتن اسمه كابتن محمد عبد الحميد جه كلمني قال لي رامي خلي بالك الناس عينيها عليك وكده. نزلنا الماتش بتاع التدريب بتاع الماتش كاس مصر النهائي دوت، بشوط ضربات جزاء بنتمرن على ارض الجزاء بتلعب نهائي، فبشوط بحط بطن رجلي في الكوره لقيت العضله الضمه ترقعت. قعدت في القصه دي حوالي 6 شهور تقريبا فبعدت خالص عن المنتخب خالص. فسبحان الله يعني انا كانت امنيه من امنيات حياتي ان انا العب مع الجيل بتاعكم، لان انا كنت كمان بيتي كان قدام الاستاد فبتتفرج عليه. وبعدين انا عندي ورق فضلت ادور عليه عشان اجيبه لك مش لاقيه عندي. كنا زمان بقى ما فيش اللي هو التليفونات والقصه دي والكاميرا، كان في اوتوجراف، كنا بنجيب كده ورق وقلم ونقعد. كنتوا تتمرنوا قبل ما تروحوا كاس العالم سنه 89 في الاستاد. كنت انا بقى كتبت الكابتن هاني اوتوجراف، هو اللي كتب لي طبعا اوتوجراف. الفرقه كلها احنا كنا صغيرين وبنعدي. أيوة. ندخل الاستاد وهما بيتمرنوا قبل كاس العالم 90. لا انا عندي والله اللعيبه كلها كابتن يعني كل اللعيبه. انا حتى متلخبط، انا عندي 2 كابتن ابراهيم وواحد كابتن يعني، عندي 3 منهم. انا رحت لابراهيم حسن، رحت لكابتن ابراهيم مرتين ورا بعض. اوكي وبعد كده رحت لكابتن حسام، لقيت ابراهيم فرحت لكابتن جوهري ماضي. ف
فلا انا يعني انا يعني مجنون بالجيل بتاعكم ده اصلا جدا جدا يعني. ربنا يخليك يا رامي. وانت لسه كنت لعيب مميز، يمكن زي ما انت قلت اول مره اسمع دي، ان كان يعني هو طبعا كل حاجه بتاعت ربنا ان كان ممكن تكون موجود في المنتخب. كابتن رامي عادل، رامي كنت قبل التقرير بكلمك وانت مدافع كبير وعلى مستوى عالي جدا وعاصرت اجيال ومانويل جوزيه، كان الموضوع كمان بالنسبه لك ما كانش سهل قوي، لكن رغم الاصابات ورغم خاصه في السردباكين بتوعنا في الموسم دوت، والاهلي بيحقق ريكورد كبير جدا بكلين شيت ب 28 مباراه بلا اهداف، تقييمك ايه لاداء، خلينا نتكلم في جزء السردباكين والجزئين دول، تقيم الموسم ازاي بالنسبه لك؟ والله يا كابتن لا يعني التقييم صعب شويه ليهم بالذات، لان المجموعه دي تقريبا انت كل ماتش تلاقي الموضوع مختلف، يعني انت بتجيب شويه محمد هاني يلعب، تفكر في احمد فتحي، ايمن اشرف يدخل، ياسر ابراهيم، كان ياسر محمود متولي، يعني الاصابات والقصه دي، لا فانت عشان تقيم حد فيهم، لا التقييم صعب جدا ان انت تقيم احد فيهم الموسم ده بالذات. يمكن الموسم اللي قبليه لا اقول لك ان كان فيه ايمن كان كويس، فلان كان كويس، رامي كان ماشي شويه، رامي تقريبا رامي ربيعه برضو بيخش ويخرج اصابات، وسعد سمير برضو ما كانش السنه دي، لا السنه دي انا مش شايف اصلا حد خالص ثابت في مكان يعني، فلا الموضوع ما بالرغم عن كده زي ما بقول لك عاملين ريكورد كويس يعني، حتى انت طبعًا. عارف انت مركز السردباكين محتاج دايما تكلموا بعض بشكل، دخل فينا 8 اهداف بس لازم تتفاهموا مع بعض كويس، تكلموا بعض كويس، بالرغم عن ان هو تقريبا كل 3 4 ماتشات اتنين الجداد بيلعبوا جنب بعض، لكن مش يا كابتن هي دي شخصيه برضو النادي الاهلي وشخصيه الفريق الكبير طبعا، يعني ده طبيعي شويه، اي حد ممكن يتحط في اي مكان بيشتغل، يعني احمد فتحي لو دخل هيأدي في المكان دوت، محمد هاني انا عاجبني محمد هاني جدا كمان يعني، انا بحب لعب محمد هاني قوي في الباك رايت، ولما بيلعب مساك برضو مش وحش يعني، الولاد بيأدي بصراحه يعني. ف بس يا كابتن خلينا برضو نقول، انا يعني هقول حاجه مش عايزها تزعل حد، بس برضو هو النادي الاهلي طبعا كويس جدا السنه دي وعامل ريكورد كبير، بس برضو يا كابتن منافس، انا شايف المنافس مش احسن حاجه يعني، احنا يمكن الجيل بتاعنا كان جيل قوي جدا، بس كان تحس ان في منافسه شرسه مثلا في اربع خمس فرق مثلا، في فرق قويه كتير قوي، لكن انت هتفرج السنه دي مثلا انت بتتكلم في فرق كبير جدا على المركز الثاني، كبير قوي على المركز الثالث، اللي هو اصلا نادي برضه صارف كميه مصاريف يعني، صارف فلوس كتير جدا، وفي الاخر انت فارق عنه بحاجه و20 نقطه، فاللي هو برضه طب المنافسه فين؟ بس طبعا انت كنادي اهلي انت مالكش دعوه بالكلام ده خالص، انت شغال السيستم بتاعك هو واحد، مالكش دعوه بحاجه. ده اللي مش عاجبك في الدوري يا كابتن، انه مفيش منافسه حقيقيه. مفيش منافسه بصراحه، لا خالص خالص، انا مش حاسس باي منافسه يعني، الدوري اتحسن من بدري جدا، انا النقطه اللي مضايقاني قوي القصه بتاعت بيراميدز، يعني انت نادي صارف فلوس كتير قوي يعني، ميزانيه ضخمه جدا، وفي الاخر انت واخد ثالث وفارق كبير قوي عن المركز الاول، حاجه و20 نقطه تقريبا. فيعني هي دي مضايقاني شويه في القصه بتاعت المنافسه، بس انا برضو بقول لك ان الاهلي هو ملوش علاقه بالقصه دي، هو مش بيتاثر، هو الاهلي بيلعب ماتش سهل صعب، هو ملوش دعوه لحد اخر لحظه، هو بيكسب حقيقي، عايز يكسب، عايز يعمل حاجه لنفسه، انا ما بخسرش، ما ينفعش اخلص ماتش متعادل او خسران، فدي قصه في الشخصيه بتاعت النادي الاهلي بصراحه من زمان حتى احنا على ايامنا مثلا لما كان خلاص الدوري مثلا بيتحسم قبليها ماتشين ثلاثه، كان مستر مانويل خلاص بياخد اجازته بيسافر، كان كابتن حسام اللي بيكمل، لعيبه كتير جديده بتلعب، بس برضو الموضوع انت مش نازل تخسر ولا نازل تسيب ماتش لحد، لو فرقه حتى بتلعب فرقه مثلا ممكن فيها هبوط مثلا، انت مالكش دعوه بالكلام ده خالص، فدي هي شخصيه النادي الاهلي، ما بيتاثرش باي حاجات محيطه. وشفنا ده حتى في مباراه طلع الجيش امبارح، رغم ان انت حاسم انت بتكسب اول، بتكسب 3-0 وشكلك كويس واللعيبه بتجري ومتحمسه يعني، ده اللي شفناه كمان تاييدا يعني الكلام يا كرم. بالظبط. طب النهارده المقوله اللي بتقول انه موسيماني بالرغم من ان هو افريقي لكن يتمتع بعقليه اوروبيه، بتتفق ولا بتختلف في الاول مع المقوله دي؟ لا بتفق، لان احنا كلنا اتفرجنا عليه لما كان ماسك الفرقه بتاعت جنوب افريقيا. ايوه لا احنا شفنا فرقه بتلعب كوره يعني ممتعه، حلو، فرقه بتمتع يعني الناس، فلا الواحد بصراحه اول ما فكروا في الراجل دوت انا اتبسطت يعني، انا قلت لا انا، لان الواحد انت النادي الاهلي ما ينفعش يبقى انت كابتن هاني، هبقى فاهم في القصه دي شويه، ما ينفعش ان انت
انا احب الفرقه الكبيره اللي تبدا بالكره من تحت، مش عايز لعب طويل. تبني انت فرقه كبيره طبعا. وبعدين انت هتلعب، انت النادي الاهلي في مصر، فطبيعي ان انت لازم تبقى قوي جدا، لازم يبقى ليك شكل هجومي وشكل منظم. فانا اتبسطت بصراحه ان الراجل ده موجود. اي حد تاني موجود ممكن يعمل كل حاجه، ممكن يجيب بطولات وكل حاجه، بس لو مالكش شكل طب وبعدين انا استفدت ايه؟ يعني برضو انا ما استمتعتش، وانا النادي الاهلي اقوى من اي حد بيلعبني، وعندي احسن لعيبه في مصر، فلازم يبقى برضو ليا شكل اداء كويس. بالظبط ده اللي بيعمله موسيماني. بالظبط ده كمان كان شويه قلق من الناس، رغم النادي الاهلي كان بيكسب مع الاجزاء الاخيره من مباراه فايلر كان موجود، بس الاهلي بيكسب بس بالزبط. بس الاداء لا، هو ده يعني انت كده. بتتكلم على الجزء، هو ده اللي انا قصدي عليه بالفعل. يعني هو ده اللي انا قصدي عليه جدا، يعني ان انت يعني بص يا كابتن، خلينا نتفق ان النادي الاهلي باي حد جاب بطولات. الحقيقة. اي حد الحقيقة. مدرب مصري، مدرب اجنبي، اي حد، اسم كبير اسم صغير، هو جاب بطولات. فحته البطوله في النادي الاهلي دي مش حاجه مستحيله، بس انا عايز بقى كمان اجيب بطوله واعمل اداء كويس. يعني احنا ايام مستر مانويل اللعيبه طبعا كان مجموعه كبيره جدا، كبيره ونجوم، بس برضه انت كان في اداء. يعني النادي الاهلي كنت اتفرج عليه في شكل كبير، في شكل حلو قوي، كان لما حد بيتعادل معاك ده يعني بيروح يعمل فرح. يعني عشان تتعادل مع النادي الاهلي في الوقت دوت كان يعني حاجه مش طبيعيه ان انت تعمل كده. فانا اللي بطمع فيه في النادي الاهلي، انت كمدرب اشتغلت مع فرقه زي دي، لازم يبقى ليك شكل، لازم ما تخافش وتبدا من تحت ويبقى ليك شكل كويس جدا في الملعب عشان تمتع بقى الناس كمان. ما يبقاش انت بتكسب اخر ثانيه ولا اخر حاجه وخلاص، ما انت هتكسب، انت النادي الاهلي هتكسب، بس الشكل مهم كمان. ده حقيقي، وده الشكل اللي شفناه خلال الاربع خمس فتره الاخيره. يعني توقع، يعني خلينا نتكلم بقى انت كرامي، توقعت الاسم الموسيماني مع النادي الاهلي في التوقيت، انا اعتقد توقيت اكتر من رائع ان مجلس الاداره يعني فكر في الوقت ده بالذات. ما جاش على بالك هيبقى الموضوع صعب لان يعني ما قلقتش شويه على النادي الاهلي؟ لا 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 خالص يا كابتن، هو الاسم موسيماني مش اسمه صغير في افريقيا، راجل عنده خبرات في افريقيا كبيره جدا. زي ما قلت حضرتك، هو احنا شفنا الفرقه سان داون كانت عامله ازاي، الفرقه شكلها حلو قوي، بتلعب كره كويسه، خدت بطولات معاه في افريقيا، فلا الواحد ما قلقش بصراحه. يعني هو اتاقلم كمان، يمكن هو الموضوع بس كان غريب عشان احنا يمكن المنظر بس شكله غريب علينا، والناس كانت منتظره مدرب اجنبي فاكره عايز حد ابيضاني وبتاع ومش عارف شعر مسبسب والكلام ده. الموضوع بس شويه غريب على الناس كشكل المدرب، لكن غير كده لا، هو الموضوع مش كده. انت ممكن تجيب واحد مصري عنده فكر كويس جدا، وطبعا يا كابتن بيفرق في النادي الاهلي جامد جدا 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 شخصيه المدرب جدا طبعاً. لان انت لازم تسيطر على النجوم، انت معاك نجوم، معاك احسن لعيبه في مصر، فحته السيطره على اللعيبه دي تعرف تظبط الدنيا، تعرف ما تخلقش مشاكل جوه الفرقه، لان في لعيبه كبيره بتبقى قاعده احتياطي. حضرتك عارف اللعيب الكبير ده الاسم، لما بيقعد احتياطي لو عمل لك مشاكل جوه الفرقه خلاص الدنيا باظت عندك. فانت ان انت تعرف تسيطر على المجموعه كلها، ده طبعا نجاح لاي مدرب في النادي. يعني نجاح لاي مدرب اكيد، وانت بتتكلم اكيد يعني ما بين قوسين مانويل جوزيه، لان انت الجزئيه اللي بتتكلم فيها ديت انه التعامل مع شفتها في فايلر يا كابتن، وفايلر شويه في الأول. بس في الاول ولا امتى شفتها؟ في اي لا فتره شفتها من فترات فايلر. كتير، بس برضو هي النتائج بتفرق. مش عارف حضرتك عايز تقول النقطه دي ولا لا؟ مش عايز اقول النقطه، عايز اقول نقطه ثانيه. انك في فرق انك بتعمل كنترول على النجوم والنجوم دي راضيه ومقتنعه بكلامك، وفرق انك بتعمل كنترول على النجوم والنجوم ديت ما بتدكش نفس الإيحاء. ان انا لا يعني بيبقى في نوع من القلق شويه، في نوع من يعني فاهم، يعني انا اللي اعرفه ان مانويل جوزيه بيعمل كنترول على النجوم والنجوم بتحبه او مقتنعه وبتدوس على نفسها طبعاً، ويبقى طبعاً. بيبقى الموضوع عندهم حافز اكتر اكيد يا يعني كابتن. مع بايلر شويه انا بحترمه جدا، لكن كنت بحس ان في شويه مسافه ما بينه وعلاقاته مع اللعيبه فيها مسافه شويه، وده طبيعه على فكره السويسريين. يعني خلينا نتكلم على طبيعه مدربين، يعني اجريسيف شويه يمكن في التعامل شويه. لكن لا، مستر مانويل انا شايفه كان حكيم قوي، يعني هو راجل ذكي، ذكي جدا جدا جدا. يعني لا يعني الواحد بصراحه اتعلم منه كتير وتاثر بيه جدا جدا في الفتره انا قعدت فيها النادي الاهلي. لا الراجل ده الواحد اتعلم منه حاجه كتيره جدا في الشخصيه والتعامل مع اللعيبه. لا حاجه مختلفه خالص عن مدربين كتير جدا بصراحه الواحد اتعامل معاهم. يعني ايه الفرق بين موسيماني ومانويل جوزيه؟ لا انا موسيماني لسه برضو ما نقدرش نقارن، ما نقدرش نعمل مقارنه دلوقتي في فتره صغيره. بس اللي انا شايفه كويس في موسيماني، انا شايف ان اللعيبه تقريبا اللي ظاهر قدامنا، احنا مش عارفين ايه اللي جوه الكواليس يعني، بس اللي ظاهر قدامنا ان الناس شكلها بتحبه، يعني اللعيبه حباه.
واضح قدامنا في الاحتفال بتاع الدوري، اللعيبه كلها بتحبه. ايوه انا كان قصدي كده، انه مش بس في طريقه اللعب، مش قصدي تقيمه لي فنيا، تقيمه لي حتى الشخصيه اللي انت اكتشفته او استمدته من موسيماني، وحاسس ان هو شويه قريب من 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 مانويل جوزيه. لا يعني انا ما اعرفش الشخصيه قويه ولا يعني الى حد ما. انا اصلا جابوا له فيديو من قريب، فيديو يعني تريقه كده يعني كوميك كده، ان اتفرجوا على مدرب الاهلي طيب جدا، فجايبينه في جنوب افريقيا، مذيعه بتعمل معاه لقاء، وهو انفعل بطريقه رهيبه وزعيق زعيق زعيق. لا لو شفته يعني ضحك ضحك مش طبيعي. فهو الراجل ما تعرفيش بقى لسه، الواحد مش عارف برضه شخصيته اذا كانت شخصيه قويه، شخصيه هادي مش هادي، لسه ما بانش برضه عليه كاركتر لسه مع الوقت لسه هياخد وقته ويبان الكاركتر يعني. اكيد اكيد. طيب احنا عندنا فاصل سريع جدا في البيت الكبير، ونرجع مع حضراتكم نكمل باقي حلقة. يا جماهير النادي الاهلي العظيم في كل مكان، اهلا بيكم. مساء السعاده، مساء البطولات والانتصارات والتتويج المستمر على يعني على كل عشاق القلعه الحمراء. النهارده عشنا يمكن يوم تاريخي بكل المقاييس، يوم التتويج والاحتفال ببطوله الدوري الممتاز ال 42 في تاريخ النادي الاهلي. الحقيقه امبارح الاهلي وجه رساله قويه جدا، انه الكبير كبير وكبير في كل حاجه، بطولاته، انتصاراته، باحتفالاته، وبمبادئه، بمبادئه اللي عمرها ما بتتجزأ ابدا. الاهلي فعلا مصدر سعادتنا وفخرنا، وبنشكر كل الحقيقه كل اللي قدموا الدعم لاستئناف عوده الدوري مره تانيه، القياده السياسيه والقرار الحكيم اللي جه في وقته انه استئناف الدوري يكون موجود. ده الحقيقه، وكمان تتوفر الحقيقه كل يعني مقومات الدعم لاستئناف هذا الموسم الصعب جدا بكل تفاصيله. فشكرا جزيلا. قبل ما ادخل في اي تفاصيل في الحلقه، برحب بزميلي كابتن هاني رمزي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك طبعا. مبروك علينا. مبروك علينا طبعا. الحمد لله على نعمه الاهلي، دي طبعا لله. من الجمله الشهيره لجماهير النادي الاهلي، وانا واحد بنقول الحمد لله على نعمه الاهلي. طبعا مساء الخير عليكم وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اكيد لسه مستمرين في فرحتنا في كواليس النجمه ال 42 في طبعا تاريخ النادي الاهلي، نجاحات مستمره على جميع المستويات. ان شاء الله توج كمان هذه المجهودات اللعيبه والجهاز الفني والجماهير ومجلس الاداره ان شاء الله بيه كمان النجمه التاسعه للنادي الاهلي ان شاء الله. هقول لحضراتكم فقراتنا النهارده باذن الله. الفقره الاولى طبعا معانا الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمد القوسي. طبعا دي فقره ان شاء الله حواريه، هنتكلم على النادي الاهلي ونتكلم على بعض الكواليس اللي في احتفاليه النادي الاهلي امبارح. الفقره الثانيه معانا احمد حسن الدروجبه لاعب النادي الاهلي السابق، والفقره الثالثه واحد من نجوم طبعا الاهلي في جيل مانويل جوزيه الكابتن رامي عادل، ده طبعا لاعب النادي الاهلي والمدرب الحالي لفريق المقاولين. ان شاء الله تكون حلقه مميزه باذن الله. ان شاء الله، واكيد برضو هنستمتع معهم وهنتكلم معهم في مشوار الاهلي الطويل في هذه البطوله. أكيد. قبل وبعد كمان يعني جائحه كورونا. برحب بكم مره ثانيه، وحلقه اول الاسبوع بنتمنى انها تنال اعجاب حضراتكم. امبارح زي ما قلنا كان في احتفاليه تاريخية، رياضية، إنسانية بكل المقاييس، كانت على ملعب الأهلي، استاد الأهلي والسلام. كان في أكثر من لقطة الحقيقة يعني بتبين قد إيه الأهلي نعمة كبيرة، زي ما كابتن هاني قال نعمة كبيرة، قد إيه الواحد بيتشرف إنه منتمي لهذه القلعة الشامخة العملاقة. عايز أتكلم على أول نقطة، نقطة التفاف وحب الجميع حوالين مؤمن. كان امبارح أنا كنت حاضرة أول ما دخل مؤمن، أول جول دخل، مش أول جول يعني الكهرباء، بتكلم على جول كهرباء في لقطة دخول مؤمن زكريا يا جماعة. ودي الحقيقة الجول ده فيه برضو رسالة مهمة جدا للي حصل امبارح. أي لغط امبارح حصل أو أي كلام أو أي حديث يعكر صفو النهاردة الاحتفالية دي مش عايزين نتطرق لي. مؤمن امبارح كان نجم الفريق، ربنا يرجعه لنا بسلامة. كانت بصحبته طبعا سند وظهره زوجته ريهام اللي أثبتت مقولة إن فعلا وراء كل رجل عظيم امرأة قد تكون كمان يعني أعظم منه.
في بعض الأحيان. بصراحة اللي شفناه امبارح من حب ودعم المؤمن زكريا عدى وفاء كل الحدود، إن شاء الله هو يرجع لنا بالسلامة زي يعني نجم تامر حسني ما قال له النهاردة، مؤمن محتاج دعم ومؤازرة كبيرة جدا من الجميع. إن شاء الله ربنا يجبر بخاطرنا كلنا ويرجعه بألف سلامة. نقطة كمان مهمة جدا أو لقطة مهمة جدا كانت امبارح، ولما نزل على السلم وكان مسنود على كتف مراته، كتف ريهام، دي قد ايه رساله قويه جدا، قد ايه بتدل على ان هي زي ما قلت 6 مليون راجل، بنت جدعه، بنت بلد، ان هي ليها دور كبير قوي مع مؤمن في فترته الحاليه الحرجه دي. فانا بحييها جدا تحيه خاصه من النادي، من قناه النادي الاهلي ومن برنامج البيت الكبير، تحيه ليك يا ريهام. انا امبارح كنت بتكلم معاها وقد ايه كانت ابتسامتها العريضه ما بتفارقهاش طول الوقت، قد ايه حب التفاف الناس والجمهور حواليه. كابتن هاني هو كمان كنت حاسه من جواه قد ايه مبسوط، وعلى لسانه كلمه واحده يعني جمله الحمد لله. الحمد لله يعني كل ما اقول له كلمه يقول لي الحمد لله الحمد لله. يعني ربنا طبعا يقوم مؤمن بالسلامه. بس عايز اعقب كمان على يعني زوجته الكريمه، خلينا نتكلم طبعا زي ما انت قلتي، هي السند وهي الداعم الاول لمؤمن في رحلته العلاجيه وفي رحلته في الحياه. لكن خلينا كمان نتكلم ان هو تحس انها يعني ما شاء الله عليها، بتقول لمؤمن اسند عليا زي ما انت عايز. ما شاء الله عليها، ما بتلتفتش كمان للكاميرا يعني، ولا بتبص يمين ولا شمال، لا ولا حتى لا. الكاميرات لما بتيجي عليها يعني تحس انها فعلا عندها مسؤوليه كبيره جدا. اولا أكبر. شايله مؤمن بشكل كبير، شايله المسؤوليه. وانت زي ما بتقولي ده كمان جزء كبير جدا جدا، الدعم الاسري دوت دعم كبير جدا لمؤمن. واحنا ان شاء الله واحنا شايفين الحمد لله كمان مؤمن بيتعافى الحمد لله. الاسبوعين اللي فاتوا كان موجود في الجيم، طبعا لقطه كلنا مش هننساها طبعا، مؤمن ودرع الدوري باسم مؤمن زكريا. فخليني اقول اللي هو مؤمن الف سلامه، وان شاء الله يعني كل الناس بتحبك والجماهير كلها وراك واحنا كلنا وراك، وان شاء الله باذن الله يعني تمر هذه الازمه على خير، واحنا بندعمك ويعني بنقول لك الدوري ده ليك يا مؤمن، وان شاء الله السنه الجايه انت كمان تكون من الناس اللي شايله درع الدوري بيلف بيه الاستاد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. دايما بنقول انه دي منحه يا كابتن هاني. طبعا دي منحه من ربنا كبيره، لان النهارده انت مش جمهور النادي الاهلي بس اللي حواليه، النهارده جمهور النادي الزمالك، الاسماعيلي، الاتحاد، كل الناس النهارده بصراحة. افتكر هو حتى كمان ما جاش في مخيلته، افتكر قبل كده ان كل الناس تلتف حواليه، وكل الناس النهارده بتدعمه في المنحه. المنحة الكبيرة ديت من ربنا، أي حاجة بتمر على البني آدم وحشة تحديدا، أو إحنا بنفكرها كده في اعتقادنا، لا بعدين بنعرف قيمتها كويس قوي. ودي صورة بتعبر بشكل كبير جدا، صورة النهاية بقى، يعني نهاية دي صورة جميلة. وزي يعني السوشيال ميديا بتكتب يعني الصورة دي ما تلاقيهاش غير في النادي الأهلي. صح. دي صورة دي تتكرر للمرة 42 في تاريخ النادي الأهلي. وغير كده في أرقام قياسية كبيرة جدا حققها النادي الأهلي، يعني طبعا استمرار لسلسلة الأرقام القياسية اللي بيحققها النادي الأهلي يعني مرة ورا مرة، ودايما النادي الأهلي بيكسر الأرقام القياسية. الأهلي نجح في حسم بطولة الدوري الصعب جدا السنة دي قبل نهايته زي ما احنا عارفين ب7 جولات. أول الأرقام القياسية اللي حققها النادي الأهلي طبعا بفوزه على طالع الجيش كمان هو الوصول لنقطة رقم 89. 89 ده حطم الرقم القياسي المسجل كمان باسم النادي الأهلي في موسم 2017 و2018 بتحقيق 88 نقطة. مش بس كده، ده كمان عادل الرقم القياسي في عدد الانتصارات خلال الموسم الواحد بالدوري. الرقم 28 هو كمان نفس عدد الفوز في الموسم الاستثنائي كمان للنادي الأهلي 2017 و2018، انفراد النادي الأهلي بالرقم القياسي الخاص كمان بالكلين شيت الشباك النظيفة، وأصبح أول نادي عبر تاريخ الدوري المصري بيحقق 28 كلين شيت. طبعا كان يمكن الرقم القياسي باسم نادي الاسماعيلي كان 27 مباراه كلين شيت، ده طبعا ايام يعني من 90 91. وكمان الفريق بيسجل يعني كان، واحنا اتكلمنا مع دكتور طارق الادور لو تفتكروا، ان النادي الاهلي لو احرز 4 اهداف كان هيكسر رقم قياسي، لكن هو كان فاضل رقم واحد او جول واحد بس كمان
يسجلوا في طلائع الجيش عشان كمان يحقق رقم قياسي في معدل اهداف او معدل التهديفي في موسم واحد ب 75 هدف، ده كان في 2017 2018. موسم تاريخي اكيد مش هيتنسى عبر تاريخ النادي الاهلي، واكيد الاجيال كلها هتتكلم عنه لانه فعلا كان في عراقيل كتيره جدا. والحقيقه احنا دايما متعودين على انه الاهلي بيقدر يتحدى هذه الصعاب وبيتغلب عليها وبيوصل في النهايه للي هو عايزه، لكن النجاح ده يمكن انتوا تابعتوا كلام كبير كتير قوي الايام اللي فاتت، النجاح ده لا كان عمره هيتحقق ولا الفرحة دي ولا البسمة دي حتى كانت هتترسم على شفاء أي أهلاوي من الكبير للصغير لولا طبعا توفيق من ربنا أول حاجة، ثانيا الدعم والمجهود الجبار اللي بيبذله حاليا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتننا محمود الخطيب. ما كناش الحقيقة فرحنا بالشكل ده، وإن شاء الله فرحتنا الكبيرة تكون فرحتنا الأفريقية يوم 27 نوفمبر في نهائي دوري أبطال أفريقيا. عايزة كمان أحيي مجلس إدارة النادي الأهلي بكامله، النهاردة أنت بتتحمل صعاب كبيرة جدا علشان يفضل نسر الأهلي عالي زي ما بنقول، علشان يفضل الفريق في حالة انتصارات دائمة وتتويج بشكل مستمر. والحقيقة أن هذه الانتصارات مش بس في كرة القدم، يمكن في كل الألعاب. إحنا يمكن شفنا هنا فريق السلة بتاعنا عمل إيه، طايرة كل الحقيقه الالعاب. يمكن هيثم سعيد سبقنا وبيتكلم دايما عن هذه الانتصارات بشكل مفصل اكتر، لكن اللي عاجبني بقى هنا اكتر انه الجماهير ما شاء الله عندنا هنا وعي كبير جدا واخده بالها من اللي بيعمله مجلس الاداره او حتى كمان اجهزتنا السياسيه. انا لسه بقول يا كابتن هاني ان لولا قرار الدوله الحكيم ووقفتها بجانب الرياضة المصرية والكرة المصرية وإن هي تقدم هذا الدعم والمساندة في هذا التوقيت، ما كناش لا كملنا الموسم بالشكل ده ولا كان ولا كنا استمرنا. حتى احنا دايما نقول انه ده استثمار، ان ده عمل. وخلي بالك ما كانش على النادي الاهلي بس، يعني المنظومه دي النادي الاهلي استفاد، نادي الزمالك استفاد، نادي بيراميدز استفاد، كل انديه الدوري استفادت من عوده الدوري، وكمان على مستوى المنتخب. ونتكلم على مستوى المنتخب الاولمبي، انا بس بايدك كمان في نقطه، التحديات الكتيره اللي مر بيها مجلس اداره النادي الاهلي طبعا. واحنا كنا هنا في البيت الكبير دايما عندنا مقوله، الاهلي في حته تانية خالص ومجلس اداره النادي الاهلي في حته تانية خالص، من خلال التعامل مع التحديات، من خلال التعامل مع المشاكل، من خلال القرارات وتوقيت القرارات اللي طالعه. فكل التحيه لمجلس اداره النادي الاهلي، اعتقد بيقوم بمجهود كبير جدا، وكل ده كمان بتجني ثمار هذه النجاحات الكابتن. صحيح، وكل ده وراه كمان حائط صد كبير جدا اسمه جماهير النادي الاهلي ودعم جماهير النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون كل سنه كده النادي الاهلي بيحقق وبيكسر ارقام قياسيه، وان شاء الله باذن الله كل تفكيرنا دلوقتي وكل املنا ان شاء الله على البطوله الافريقيه. وان شاء الله انا يعني متفائل جدا بالروح اللي شفتها امبارح، بحماسه لعيبه النادي الاهلي، بالجهاز الفني، بوجود مجلس اداره النادي الاهلي، بجماهير النادي الاهلي. كل ده ان شاء الله بيدينا تفاؤل، وباذن الله النادي الاهلي قادر ولعيبته قادره ان شاء الله ان احنا نحصل على الافريقيه التاسعه باذن الله. عايز زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه كابتن هاني، انه ده شيء يدعو للفخر، انك تكون في حالة من الفخر والرضا النفسي طول الوقت. هو ده النادي الأهلي الحقيقة، سابق كل الأندية، بيكون أول حاجة في كل حاجة. يمكن النهاردة يعني أنا مش عايزة طبعا، إحنا طبعا فرحتنا بالبطولة الأفريقية يمكن هي هتكمل سعادتنا في النهاية، ولكن لاعبتنا برضو لازم يستحقوا الدعم ولازم يستحقوا الشكر. إحنا بنخلص يعني بطولة عن جدارة وبفوز مستحق زي ما بيقولوا. فأنا عايزة أشكر كل لاعبتنا، عايزة أشكر كل اللي سجلوا أهداف امبارح. وليد كهربا التالت كمين، التالت كمين فكرني مين اللي دخل، مين طب قبل ما نجيب التالت معانا كمان واحد لازم نشكره، واحد لازم كابتن سامي قمصان. كابتن سامي مساء الخير، أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك يا كابتن هاني، وأهلا بيك يا سلام، وطبعا مبروك عليكم ومبروك على النادي الأهلي ومجلس الأهلي ومجلس الإدارة كل المنظومه الحمد لله، وربنا ان شاء الله يديمها ان شاء الله دايما علينا. الف مبروك. الف مبروك. كنا بنتابع امبارح طبعا الاحتفاليه الكبيره وكل ده كابتن سامي، طبعا كل ده
يعني انت بتنسى كل التعب وكل المجهود الكبير اللي اتعمل، لكن احنا كمان عايزين نعرف احساسك ايه في الملعب امبارح وانت جنب درع الرقم 42 للنادي الاهلي، وكمان تشرح لنا الموسم الطويل الصعب اللي كان فيه تحديات كبيرة جدا على المستوى الفني وعلى المستوى اللاعبين وعلى مستوى السوشيال ميديا، ازاي ان انتوا في الاخر بتحققوا هذا الرقم القياسي والفوز ببطولة غالية جدا، هي مش غريبة علينا اتعودنا عليها، لكن هي بطولة الدوري رقم 42. زي ما حضرتك قلت يا كابتن، هي مش غريبة على النادي الاهلي طبعا، لكن هي بطولة طبعا محببة لينا ولجمهورنا طبعا، هذا بالفخر الحمد لله. اللي انت بتشوف برضه تركيز الناس، مجلس الاداره وتفكير جمهور النادي الاهلي، اللي انت بتعمل بتنمي دوري ده، دوري سليمان، قد ايه النادي الاهلي ده كبير وقد ايه النادي الاهلي ده عظيم، وقد ايه بتفكر دايما في اللعيبه وتفكر في الجمهور وتفكر في كل المنظومه اللي بتنتمي للنادي الاهلي. زي ما حضرتك قلت، موسم من اطول المواسم في الكره المصريه. حضرتك داخلين في السنه الثانيه ليه، يعني تحديات كبيره جدا في السنتين اللي فاتوا كده. اعتقد ان اصعب دورين مروا في تاريخ النادي الاهلي اعتقد 41 و42، تحديات صعبه جدا، ضغوطات كبيره جدا، وناس حاولت تعرف مسيره النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي الحمد لله يبقى كبير ويبقى رقم واحد في الوطن العربي وفي افريقيا على مستوى العالم كمان دلوقتي يا كابتن، كمان على مستوى العالمي بيحطم ارقام قياسيه على المستوى العالمي كمان من خلال عدد البطولات، وده شيء يعني رائع وشيء يدعو للفخر يعني. طبعا كابتن سامي، انا عايز اسال حضرتك عن التاجيل. النهارده خلاص يوم المباراه النهائيه يوم 27 الشهر، عايزه يعني اتكلم معاك واطمن كمان جمهور النادي الاهلي الكبير، ازاي النادي الاهلي هيستغل فتره التاجيل الطويله دي؟ احنا عارفين طبعا ان قد يكون التأجيل مش في صالحنا، مش هقول كده، بس طبعا لو كنا كملنا على طول المشوار ولعبنا يوم 6 كان ده اكيد هيفرق كتير قوي مع فريقنا، بس ازاي نستغل الفتره دي في اعداد الفريق مره تانية ونكون حتى اقوى من المباراه اللي احنا اديناها هنا مع الوداد المغربي في الشوط الثاني؟ هو طبعا زي ما يعني كل تأخيرة طبعا اكيد ربنا كاتب فيها خير، ويمكن في عالم الواحد دايما بيأمل في ربنا كل خير. احنا كنا مستعدين الحمد لله، كنا وصلنا لحاله فنيه كويسه وكنا مستعدين كويس، ويمكن احنا كان كل تصورنا حتى قبل المباراه الاخيره بتاعت الفيش ان احنا ريحنا عدد اللعيبه برضه عشان يكونوا جاهزين للمباراه النهائيه. لا الحمد لله احنا مقدرين كده ومقدرين الظروف اللي بتحصل، عندنا فتره بقى حوالي 27 يوم نقدر نستعد كويس، لكن عندنا طبعا لعيبه راح تنتخب، لعيبه برضه محتاجه اللي هي تاخد راحه، لعبت كثافه ماتشات كبيره جدا، في لعيبه بقى لها فتره كبيره جدا ما سافرتش، مثلا زي اليو ديانجي واليو باتس جونيور، المهم برضه ان هم ياخدوا راحه. في لعيبه عندنا برضه هتروح ان شاء الله المنتخب، في عندنا زي لعيبه المنتخب مصر، في علي معلول طبعا، في جيرارد برضه، فاعتقد يعني ان شاء الله نتجمع على ان شاء الله 16 او 17 ونبدا ان شاء الله الاعداد، لكن احنا عندنا برضه اتجاه ثاني للعيبه اللي هي دلوقتي واللعيبه الناشئين، وازاي نعمل اعداد خاص بيهم، وان شاء الله لحد ما نكتمل تاني ونستعد ان شاء الله للبطوله اللي كل جمهور النادي الاهلي بيتمناها واحنا بنتمناها، وزي ما وعدناكم اللي احنا هنقاتل لحد اخر نفس فيها ان شاء الله عشان نحقق الحلم ده لينا ولجمهور النادي الاهلي. اللعيبه الشباب بدون قطع كلامك، اللعيبه الشباب امبارح او البدلاء اللي اعتمد عليهم موسيماني امبارح كمان عايزين نحييهم تحيه خاصه طبعاً. ونقول ان ده يعني دول مستقبل النادي الاهلي ومستقبل الكوره في مصر يا كابتن سامي. طبعاً. انا عايزه احيي فخري برضو كان معانا النهارده في السادسه الولاد كلهم اللي لعبوا ما شاء الله الشباب، تحيه خاصه وتحيه لموسيماني وليك طبعا والكابتن سيد عبد الحفيظ، لان امبارح برضو ظهروا يعني بشكل لائق بشكل النادي الاهلي. بص والله اسلام، طبعا انت قلت حاجه مهمه جدا، ويمكن ده تفكير المجلس وتفكير الكابتن وتفكير لجنه التخطيط ومع مستر موسيماني برضو، ان احنا عندنا مواهب كبيره لازم نستغلها، ويمكن الراجل شغال في الاتجاه دوت، عندنا لعيبه مميزه جدا، عندها امكانيات جباره، عندها امكانيات كويسه جدا، فخري ما شاء الله عامل اداء كويس، يمكن هي الحته كمان دي مش بتاعته، لكن هو اداء كويس جدا العربي كده، عربي بدر طبعا فادي برضو ما شاء الله قبل كده شوير عامل برضو اداء كويس، عندنا شكري لسه ان شاء الله برضه في الطريق ان شاء الله، عندنا ميدو، وعندنا لعيبه ان شاء الله عادل، وعندنا لعيبه كثيره ان شاء الله نقدر خلال الفتره ديت الراجل يتفرج عليها بشكل كويس ويقدر ان شاء الله يكون لهم دور، لان في الاول والاخر انت لما بتطلع حد من الناشئين بيبقى عارف قيمه النادي الاهلي ومتعود على البطولات ومتعود يلعب تحت ضغوط، فاعتقد دي من الحاجات الايجابيه برضه اللي احنا ماشيين في اتجاه الصح فيها ان شاء الله،
ان شاء الله ربنا يكملها لنا على خير، وهم ان شاء الله ياخدوا الثقه ويكسروا ان شاء الله يكسروا الدنيا. وباين يا كابتن سامي كمان من اداء الاولاد الصغيرين ان هم يعني عندهم ثقه في نفسهم، وده مهم جدا. اكيد انتوا برضو عندكم دور كبير جدا مع الاولاد الصغيرين من كلامكم من قبل المباراه بعد المباراه. كمان عايز اتكلم معاك على ان شاء الله فتره الاداء بتتكلم عليها ومباريات كاس مصر. اعتقد برضو لو اللجنه الخماسيه قالت استئناف بطوله الكاس في الفتره ديت اكيد برضو هتكون يعني حاجه جيده جدا للنادي الاهلي، وكمان حاجه اعتقد كويسه كمان للولاد اللي طالعين صغيرين ان هم هيكون عندهم فرصه كبيره جدا للاشتراك في مباراه الكاس. وزي ما بقول لك وجماهير الاهلي كمان اعتقد بتقول احنا املنا كمان في الثلاثيه، عنا على البطوله الافريقيه، لكن انت عارف انتوا لما بتخشوا النادي الاهلي لما بيخش على اي بطوله بيكون الهدف الاول هو احراز البطوله. طبعا يا كابتن والله حضرتك قلت يمكن نقطه مهمه جدا، ان الراجل جاي بيقول انا ان شاء الله احنا نحقق كل الالقاب اللي احنا بنقول فيها ان شاء الله قدام، ان شاء الله بالدوري الحمد لله، عندنا كاس مصر، عندنا بطوله افريقيا، عندنا ان شاء الله كاس سوبر ان شاء الله افريقيا، عندنا كاس سوبر مصر ان شاء الله، ربنا يا رب يفضلك يكملنا ونقدر ان شاء الله نحافظ على الثلاثيه بس الخماسيه يا كابتن ان شاء الله. النقطه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت فيها عن سبب كاس مصر، اعتقد يا كابتن احنا يمكن الراجل اتكلم واحنا كنا عندنا برضه اجتماع قبل الماتش مع كابتن سيد والكابتن موسيماني وجهاز، ان احنا كان عندنا التصور يعني هل هيبقى في ماتشات كاس مصر ولا لا، فاعتقد يعني هتبقى صعبه يعني، لان انت عارف حضرتك عندنا اجنده دوليه، المنتخب عنده مباراتين مهمين جدا، واعتقد هيبقى صعب ان احنا نقدر يبقى فيها لها ماتشات يعني، لكن احنا ان شاء الله الراجل بيشتغل على الجزء الثاني يعني اللي هو ايه زي ما حضرتك عارف يعني، ممكن يعمل يعني طبعا اعداد مصغر من خلال برضه معسكر، ممكن من خلال ماتشات وديه يشوف فيها اللعيبه ويجهز اللعيبه اللي كانت بعيده، فاعتقد ان ده الاتجاه الاقرب يعني، لكن احنا كنا نامل طبعا ان في ماتشات كاس مصر كانت هتبقى مهمه بالنسبه لنا، ان احنا هنقعد دلوقتي حوالي 27 ما كانت من غير اي مباريات يعني، وبعد كده صعبه جدا طبعا يعني. طبعا طبعا يعني صعبه، لكن انت عارف حضرتك يا كابتن قدر النادي الاهلي دايما قدر لعيبته، انت لازم تلعب يعني إن شاء الله. كنت عايز تلعب المباراه النهائيه يوم 6، كنت لسه بتكلم يمكن من ايام ما كانش لسه كان في جدل على تحديد الموعد النهائي، وكنت بقول يعني من وجهه نظري الشخصيه ان كان الافضل على المستوى اللي انا كنت شايفه النادي الاهلي على المستوى المعنوي والمستوى النفسي ومستوى الاداء احنا كنا مستعدين بشكل كبير. كنت تتمنى المباراه تتلعب يوم 6 يا كابتن؟ طبعا طبعا حضرتك طبعا نجم كبير، وعارف ان اللعيب لما بيوصل لحاله فنيه وبدنيه وخلفيه وذهنيه عاليه اعتقد بيبقى عنده فرص كبيره يعني، لكن ده قدر ربنا زي ما قلنا كابتن، وهي عالي بس ربنا مأخر برضه. صحيح صحيح، احنا دايما بنستعد بشكل كويس يعني، كل تاخيرا يعني خير الحمد لله، خير احنا متعودين ان النادي الاهلي بيستعد دايما بشكل كويس لاي اي ظروف، وزي ما قال كابتن سامي في دايما بلان اي وبلان بي وبلان سي طبعا. كل دوت يعني تخطيط على اعلى مستوى، وعارف انت متغيرات الكوره. صحيح صحيح طبعا طبعا، وهم اكيد لاعبتنا يا كابتن سامي على قد المسؤوليه وقد ايه شايفين ولامسين جماهير النادي الاهلي ازاي يعني متعطشه للبطوله دي اكيد يعني. والله 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 فاهم، اللعيبه كلها ومجلس اداره وما طبعا والجهاز الفني كلها عارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي، ومفيش حد عمره ما يعني مش هيقلل من جهد اي حد فينا او اي حد يقدر يطلع اي جهد او اي تعب عشان فرح النادي الاهلي والمنظومه دي، فاللي احنا بنواجهه اللي احنا هنقاطب كل اللعيبه يا رب كل المنظومه نفسها ان احنا ان شاء الله عشان نفرح جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي ده هو اللي بيستاهل كل فرحه يعني وكل بطوله وكل حاجه ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يكتبها لنا ونفرح كلنا زي فرحه امبارح كده ان شاء الله. مبروك شاء الله. مبروك يا كابتن سامي وبالتوفيق في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وباذن الله كلنا ثقه فيكم في اللعيبه في الجهاز الفني، تحاولنا ان شاء الله نتائج جيده على المستوى الافريقي باذن الله ان شاء الله. شكرا كابتن سامي، شكرا على مجهودك الكبير انت وكابتن سيد عبد الحفيظ وموسيماني، وتحياتنا ليه. شكرا ليك. خلصت اخبارنا، بعد الفاصل نستقبل اولى فقراتنا الحواريه مع الاستاذ محمد القوسي، استاذ جمال الزهيري والكابتن هاني رمزي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ومعنا دلوقتي اثنين من النقاد الرياضيين الكبار، الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير. استاذ جمال برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن. استاذ طبعا محمد القوسي الناقد الكبير، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن، منورنا في البيت الكبير. ربنا يخليك. تابعتوا ازاي امبارح واحتفالات امبارح والاجواء امبارح، واهم اللقطات اللي انتوا طلعتوا بيها بقى بعيون مختلفه، شفتوا الاحتفاليه ازاي؟ طبعا الاحتفاليه هي امر طبيعي كنا بنتوقعه، نتيجه لان النادي الاهلي حسم
البطولة، لكن الحقيقة يعني حدوث الشيء هو اللي بيأكد. يعني تخيل رغم أنت متأكد طوال الأسابيع اللي فاتت أن الأهلي هو بطل الدوري، إنما اللحظة نفسها لحظة مهمة جدا حتى على مستوى اللعيبة. يعني تحس أنه هم نفسهم عارفين أن هم الأبطال، ولكن مع اللحظات امبارح لا، الموقف مختلف. اللعيبة بتحتفل كما لو كان هم لسه حاسمين اللقب امبارح. صحيح. وده برضو شيء جيد. ليه؟ يعني رغم ان هم عارفين وهم الابطال ومتاكدين من البطوله، انما لحظه التتويج والاعلان الرسمي ان الدوري انتهى، هي دي اللحظه الحقيقيه المهمه جدا. وده برضو بيدينا انطباع انه لعيبه النادي الاهلي مش بتلعب على ان انا كسبت خلاص، فلا، لغايه اخر لحظه. صح، مظبوط. بالظبط. ويمكن انا يعني هيبقى ليا ملاحظات بس فيما بعد، بعد ما الاستاذ قوسي يقول مقدمته الجميله عن في ثلاث نجوم او ثلاث لقطات مضيئه في هذه المباراه، بالنسبه لمؤمن زكريا، بالنسبه لاحمد فتحي، بالنسبه للكابتن محمود الخطيب في اتاحه المجال للعيبه ان هم يحتفلوا وخروجه من المشهد بسرعه بعد ما الدنيا ترتبت ورجوعه مره اخرى. نتكلم في الاحتفاليه وبعض اللقطات المضيئه فيها. يعني استاذ محمد، تابعت ازاي الاحتفاليه؟ ومش هتكلم على الجانب الفني والمباراه نفسها، لكن الشكل العام بعد انطلاق صفاره النهايه والاعلان الرسمي واحتفاليه النادي الاهلي بالدرع رقم 42. يعني دي لحظه جني الثمار، لحظة يعني اللي أنا بزرع على مدار سنة كاملة، أكتر من 13 شهر. المسابقة بدأت في سبتمبر 19 بتنتهي في نوفمبر 20. جهد كبير جدا بيتم يعني تتويج الفريق في هذه اللحظة، في هذه اللقطة الجميلة المضيئة اللي اعتاد عليها النادي الأهلي على مدار 42 مرة. لقطة أصبحت إدمان بالنسبة للنادي الأهلي، إدمان بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. تشعر كده ان النادي الاهلي لا يشبع من الدوري على الاطلاق. يعني دايما اللي بيبقى معاه اكله وبياكل فيها ممكن يجي في لحظه كده ويعني يميل لهذه الاكله، لكن الاهلي لا يميل للدوري، الاهلي لا يبتعد عن الدوري، الاهلي دايما ممسك في الدوري ايا كان، ودايما بيؤكد ان الدوري ده هو بطوله الفريق الكبير، بطوله الفريق الثقيل، بطوله النفس الطويل. المشهد ده لاول مره بنشوف المشهد ده عندنا في مصر. لم يسبق ان تم تسليم درع الدوري في مصر تقريبا غير هذا الموسم، واحنا كنا بنطالب بده من زمان. يعني الكاس معروف بيتسلم في الملعب، لكن الدوري كانت الفرقه بتطلع وتحتفل وتخلص القصه، وبعد كده الدرع كانوا بيبعتوه على النادي الاهلي. القيمه انك كده تديني الدرع كده، ويا حبذا لو كان وسط جمهوري، كان اللقطه كانت تنقصها. صحيح. الجماهير العظيمه، جماهير الاهلي العاشقه لهذا الكيان، كان لو كانت موجوده كانت اللقطه هتبقى مبهجه بشكل غير عادي. يعني فلاول مره اتحاد الكوره يعمل هذا الشكل. طبعا شكرا لاتحاد الكوره ان هو عمل، او اللجنه الخماسيه ان عمل المشهد ده علشان تبين البطل. التتويج زي ما بيحصل في كل انديه العالم او في كل دوريات العالم، ان التتويج بيكون في اخر لحظه في اخر مباراه. وطبعا كل الشكر لنادي طلائع الجيش اللي وافق ان النادي الاهلي يعمل هذا المنظر في ملعب نقل المباراه. طبعا دي كانت لقطه محترمه جدا. هو هي دي الروح الرياضيه، هي دي القيمه، ان وافق على نقل المباراه لملعب النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يحتفل على ملعبه وفي ارضه وفي مكانه وفي مدرجاته اللي بيكسوها اللون الاحمر. فدي كانت لقطه جميله ولقطه مضيئه. يا رب دايما بالتوفيق للنادي الاهلي، وننتظر البطوله 43. زي ما قال استاذ جمال، رغم حسم الدوري قبليه بسبع اسابيع، لكن فرحه اللعيبه داخل الملعب جنب الدرع ولحظه استلام الدرع نفسه دي لحظه اللي يعني هو كل لعيب بيتمناها، حتى لو هو واخد الدوري من فتره، لكن الفرحه اللي شفناها والصور واللقطات الكتيره. واستاذ جمال، انت قلت لي في لقطات معينه وقفت عندها. يعني هو طبعا مساله الفرحه ليه مختلفه امبارح؟ لانه ده اللحظه اللي هي هيحتفظ بيها كل لاعب. يعني اللقطات دي والصور والفيديو والكلام ده كله هو تسجيل لتاريخ. يعني مثلا هتلاقي في لعيبه امبارح حسبت لنفسها، يعني الاهلي حاسب 42 بطوله، بطوله دوري، وكام بطوله عموما على مستوى الاكثر 128 بطوله على مستوى الاكثر تتويجا. صحيح. يعني لكن كل لعيب النهارده بيقعد يحسب لنفسه هو
فين من البطولات دي، من ال 42 بطولة؟ يعني مثلا فلان خد 6 وفلان خد بطولة، يعني طبعا دي في حد ذاتها. عشان كده انا بقول لحضرتك لحظة اللي هي توثيق الحدث، اللي هو توثيق الحدث ده في شكل كل لعيب بقى بيقول انا حسابي بقى فيه كذا، يعني حسابه نفسه الشخصي بقى فيه مبالغ معينة او بطولات معينة. عارف قبل ما اقطع برضو كلام حضرتك نقطة مهمة جدا، وبرضو ديت يمكن ناس كتير مش واخدة بالها. اعتقادي تسليم الدرع في ارض ارض الملعب مع وجود 7 أو 8 لاعبين صغيرين، اللعيبة دي بتشوف وبتحس بقيمة المجهود الكبير اللي عمله معظم اللعيبة الكبيرة، وبيبقى بالنسبة لهم يعني انا لما احط مكان نفسي مكان مثلا العربي بدر، والعربي بدر لسه يعني مواليد 2001 يعني عنده 19 سنة وتسجل باسمه بطولة الدوري لانه اشترك في مباراة رسمية، بس خلاص هو دخل في كادر البطولات، الكادر يعني. واللي شافه من خلال النجوم الكبار زي وليد سليمان، نجوم النادي الاهلي الكبار، ايمن اشرف، الشناوي، صحيح. ده كمان الصورة دي بتقعد في الذاكرة عند الولاد الصغيرين انه هو بالظبط ده هو ده المطلوب منك السنين اللي جاية، يبقى الدور على عربي والدور على فخري والدور على الولاد اللي طالعين. فدي على اول طريق البطولة، صحيح. هو بيشوف البطولات وبيحسها، وبالتالي ده بينمي جواه، مظبوط. وده على فكرة المكسب برضو المهم قوي، انه انت بتورث الاحساس بالبطولة اكيد للعيبة الصاعدة. اما بقى بالنسبة للقطات اللي قلنا عليها، هي يمكن لقطة طبعا مؤمن زكريا دي مهمة جدا، وحرص النادي الاهلي على وجود مؤمن في الاستاد وفي التكريم، وان هو ينزل ويبقى في مقدمة اللعيبة وهي بتتكرم مع الدرع، مع درع الدوري، ومقابلة طبعا الكابتن الخطيب ونزوله معاه وتوصيله إلى مكان الحدث هو وزوجته وبنته. دي لقطة إنسانية أنا بقول إن هي خطفت الأنظار أو شكلت مشهد موازي كده، يعني الى جانب الاحتفاليه لقطه البطوله، لقطه البطوله، صحيح. وحتى الدرع نفسه الكل بيقول انا الدرع ده بتاع مؤمن زكريا، او صحيح. باسم مؤمن زكريا اللي احنا بندعي له طبعا بالشفاء العاجل. عندك لقطه احمد فتحي برضو، بعد يعني عاده الجمهور والاداره بتزعل من اللاعب ان هو ماشي لاي سبب من الاسباب لما يكون هو اللي واخد القرار انه ماشي. ده ما حصلش مع احمد فتحي، لان الجمهور حس قد ايه احمد فتحي لغايه اخر لحظه هو حر في قراره بقى بعد كده، عاوز كان عاوز يستمر في الاهلي او عاوز يكمل مشواره في حته تانية. انما اعتقد انه الاخلاص اللي الناس شافته من احمد فتحي مع الفريق رغم تعاقده مع بيراميدز وخلاص احنا كل الناس عارفه انه هيمشي، انما وجود احمد فتحي بنفس القوه وبنفس العزيمه وبنفس الرجوله في الاداء ده يغفر لي يعني بعض الحزن من يعني اذا كانت ناس زعلانه منه شويه بتقلل. اللقطه المهمه جدا برضو انه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، هي دي اللقطه ديت اللي هو يمكن ساعه تغيير احمد فتحي وخروجه اعتقد في نهايه المباراه، وطبعا تحيه والناس كلها وقفت له بصراحه، اللعيبه كلها، وبدا ياخد التحيه من اللعيبه، واعتقد لو الجمهور شفتها زي استاذ محمود. لا يعني ده مشهد بيعبر على الاحترافيه يا كابتن، الاحترافيه سواء من اللاعب او سواء من النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي اتعامل باحترافيه مطلقه وما اتعاملش بغضب، والبعض كان ممكن يقول لك ايه اللي النادي خلاص يركنه ويسيبه، كان زمانه مرمي دلوقتي بقى له 3 شهور وحاجات زي كده، او احمد فتحي انا خلاص انا كده كده ماشي من النادي. لا خالص، الاثنين اتعاملوا مع بعض بنفس المنطق وبنفس الطريقه، لذلك الاثنين طلعوا كسبانين من المشهد. الاهلي بقيمته وقدره ومبادئه وبيتعامل مع اللاعب المخلص ايا كان قرار هذا اللاعب، واللاعب ده اللي طالع لغايه اخر لحظه ويمكن يقول يا ليتني استمر في النادي الاهلي.
واخد بالك؟ فطبعا مشهد جميل ومشهد محترم، ودي القيمه من الرياضه برضه يا كابتن. يعني المفروض يعني احنا نتعامل كده، يعني انا ممكن ابقى بلعب معاك واتعاقد مع نادي تاني، بس ادي معاك انت تحترمني وانا افضل ادي بدوري وادي جهدي وادي واجبي معاك لغايه ما انتهي عقد، لان كده كده أيوة بحصل على مقابل يعني مادي. يعني تمام الشروط ديت، لكن ما يعني مش عايز اخش في تفاصيل تانية، لكن ما اضحكش عليك واقول لك انا معاك وبعدين بعديها بيومين الاقيك مع حته تانية. يعني دي ده جزء لا الحكايه الضحك دي حاجه دي يعني خارج لا لا ده غير دي. انا بحترم يعني بحترم رايك جدا على المستوى الاحترافي، احنا شفنا صوره احترافيه بشكل كبير جدا، لكن تاني برضو علشان الناس ما تربطش، لا احنا من يحترم النادي الاهلي الاهلي بيحترمه طبعا. واحمد فتحي ادى الكثير في فروقات كتيره جدا. احمد فتحي 14 15 سنه موجود او 11 سنه موجود في النادي الاهلي، 13 سنه بيبذل مجهود غير طبيعي، روح واداء وبي الفرق يمكن. فهو الناس برضو عشان لا ما هو الفرق اللي تقصده يا كابتن هاني، يعني ده قعد على طاوله المفاوضات مع النادي الاهلي واتكلموا واحد زائد واحد زائد اثنين. لا طبعا انا مش هقدر اكمل، انا مكمل معاكم لغايه الموسم، مش هقدر اكمل مكمل لغايه الموسم، لكن ان انا اقعد واديك وعد واتفق معاك على كل حاجه وانا اروح اخلص لك كل حاجه واظبط لك كل الامور وبعد كده ابيع كل حاجه من تحت الترابيزه، ده يعني امر انا حبيت اوضح بس النقطه دي، لان لا طبعًا الناس تقول لك يعني انا بتكلم فيه فروقات كبيره جدا طبعا، ده اكيد لا طبعا، وده اللي انا بقصده يعني، او انا والاستاذ اوسي بنقصده من حته انه الاحتراف احتراف. لو انت محترف هتبقى محترم في تعاملاتك مع ناديك، ما هو دي ما هو الاحتراف طبعا هو التزام واحترام للمواثيق والعقود، لكن ما تودينيش في سكه وتروح انت في سكه تانية. ده حقيقي، ويمكن ده اللي خلى يعني انا عجبني قوي احمد فتحي وعبد الله السعيد ان هما ما اتكلموش، يعني خلي بالك دول ما اتكلموش، يعني انت عارف موقفك طبيعي، انت عارف عايز ايه تعمل ايه وخطوتك القادمه ايه، لكن بالبلدي ما تلعبش عليا جيم، وده احترم النادي الاهلي واحنا كلنا يعني وجماهير النادي الاهلي احترمت اخر لحظه يعني. والنادي الاهلي اداله شرط الكابتنه من اول دقيقه لاخر دقيقه، فده شيء يحترم لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره. اللقطه الثانيه برضه عايز اناقشكم فيها، اللي لفتت برضه الانظار صوره طبعا الزوجة الكريمة لمؤمن زكريا وتواجدها، والصورة قد ايه كانت معبرة عن، خلينا نتكلم على الست المصرية بشكل عام طبعا. هي طبعا نموذج للست المصرية، يعني يمكن انت لخصتها في الجملة يعني الصغيرة دي، ان هي اي ست مصرية لازم يبقى ده دورها الطبيعي، وده يعني هي قدمت بس صورة جديدة، واخد بالك، صورة جديدة اكدت بيها على ان الست المصريه بتقف جنب جوزها في اصعب المحن حقيقي وفي اصعب المواقف. عشان كده كل الناس برضو بيعتبروا اللقطات اللي شافوها زوجة مؤمن لقطات مهمه جدا وانسانيه جدا. يعني انا بعتقد انه التتويج هذه المره يمكن عشان للمره الاولى كمان، لكن ظهر في جوانب إنسانية إيجابية وإنسانية طبيعي، ودي حاجة محترمة يعني طبيعي. لا يمكن طبعا يعني المشهد بتاع زوجة الكابتن مؤمن مشهد لفت الأنظار بشكل كبير، يعني إذا كان مؤمن بالنسبة له بيحظى باهتمام كبير جدا حواليه، فاللقطة دي اللقطة دي لهذه السيدة المصرية العظيمة المحترمة بتثبت أن الزوجة هي السند، وانها تكون يعني واقفه جنب زوجها في اصعب فترات حياته بمنتهى القوه وبمنتهى التحدي وبمنتهى الاقتناع، وده مهم جدا، يعني تشعر ان هي يعني مؤمن بيتعكز عليها بيتسند عليها وهو يعني نازل وهي قاعده جنبه يعني ماسك في ايديها انت السند. والجزء الثاني اللي انا لاحظته كمان انها مش شوينج، يعني مش هي لا خالص، هي يعني ما شاء الله عليها ربنا يعني يكرمها، مش مهتمه بقى حد بيتصور، هي قاعده جنب جوزها عشان باحترام وبادب ويعني ما شاء الله عليها، ويعني بتكلم حتى ما لفتش نظر انها مثلا عايزه تصور او بتبص الكاميرا او لا خالص. فهي ما شاء الله يعني ربنا يكرمه بيها. في ناس يا كابتن هاني مش له ما لهمش في الكوره خالص، ما انا عشان كده بقول ان التتويج ده، انا شفت ناس كتيره ما لهاش في الكوره لما شافت اللقطات وشافت ال 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 المشاهد الموازيه جوه الحدث،
في ناس كتيرة تأثروا بالكلام ده حقيقي، واخد بالك، وهي حقيقي. مش يعني مش رايحه في دماغها انها تطلع على الشاشه خالص خالص، هي رايحه مع هي سند لجوزها طبعا، بتعطي مثال ونموذج للست وقفتها مع جوزها بالظبط، مثال يعني صوره الحقيقه، صوره لابد ان نبروزها. وجميل ان حضرتك فتحت الموضوع ده يا كابتن هاني، لان ده النموذج اللي المفروض نبقى موجودين فيه كلنا. صحيح. ان ان دايما لما يكون في حد في ظهرك بهذا الشكل يبقى دي حاجه، يعني هي الست المصريه، هي القيمه، هي بنت البلد الاصيله المحترمه اللي بتقف جنب جوزها، اللي تبقى معاه في السراء وفي الضراء، اللي تبقى معاه لما يكون هو في النجم الكبير. اه طبعا نجم، ولو قدر الله لو حصل له حاجه مظبوط، هي بتبقى دايما واقفه في ظهره واقفه معاه. ده رزق بقى يا استاذ اوس، طبعا يعني اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل الحلقه انا وانت كده، ان ده رزق برضو. اه طبعا الزوجه الصالحه رزق للراجل طبعا، يعني انها تبقى موجوده في حياته فبتدعمه وبتؤذي وتسلم. ليها كل التحية وكل التقدير. طيب خلينا انا كمان اخد رايكم في، يمكن انا لقطه شفتها يمكن ما اعتقدش ناس كتير شافتها برضو، ان مش ملاحظ ان موسيماني ما ظهرش كتير وسط الناس، ما ظهرش كتير وسط درع الدوري وسط الفرحه. انا متهيألي ده جزء ايجابي جدا بيقول فيه يعني انا كنت جزء من البطوله لكن البطوله دي مش بتاعتي، يعني اتصور صورتين ثلاثه هو والجهاز الفني، ما تلاقوش كتير ما بين اللعيبه، ما تلاقوش كتير بين الصور. فانا لفت نظري الجزئيه دي، ان موسيماني وجهازه الفني ناس في اعلى مستوى من الاحترافيه والاحترام. هو بيدي رساله، انا جاي كملت الباقي، لان احنا كنا تقريبا خدنا الدوري البطوله لكن في مدربين تانيين هتلاقيه في وسط الهيصه وبتاع. فانا ايه رايكم يعني، انا لاحظت طبعا ده. لقطه مهمه جدا، وعلى فكره كنت منتظرك وانت بتقول انه لقطه ما حدش كتير يمكن خد باله، فعلا ممكن يكون ما حدش خد باله. انا بكلمك بمنتهى الامان، يعني كل الكلام على التتويج واللعيبه والاحتفال والدرع والكلام دوت، لكن فعلا هو موسيماني ما ظهرش خالص، وكانه بيقول يا جماعه دي مش بطولتي، انا جاي البطوله. بس يعني ده يخليك انت يعني تقول ايه، لا تقول له لا دي بطولتك برضو، لانه هو يعني هو شريك ولا حتى شريك بجزء صغير. لا هو قدرا جه في توقيت معين، واخد بالك، بعد ما البطوله حسمت او النادي الاهلي متاكد ان هو حسمها، لكن انا بقول انه برضو العروض اللي قدمها النادي الاهلي اثناء رغم تاكده من الحصول على الدرع انما او ضمان اللقب، انما العروض اللي قدمها مع موسيماني النادي الاهلي العروض ممتازه يعني رائعه، لازم نحترمها جدا طبعا، ونحترم اداء الراجل. فاحنا بنوجه له برضو التحيه طبعا يعني. طبعا بنوجه له التحيه طبعا. ووجه له التحيه انا كمان بالذات على الجزئيه ديت، انه ساب افراحه انتوا لعيبه الفرح فرحكم انتوا يعني اصحاب المشهد. وهو كمان بعد يعني بعد اللقاء كان بيقول ان هو طبعا جاي، عارف ان هو جاي بيكمل جزء من اللي قدمه فايلر، لكن هو جاي في مهمه اكبر يعني اكبر قيمه ان شاء الله هي البطوله الافريقيه. يمكن حتى كلامه بعد الماتش كان بيتسق مع المشهد اللي انت حضرتك بتتكلم عليه، وهو الخاص بتوجيه رساله شكر لمجلس اداره النادي الاهلي ان اتاح له الفرصه انه يبقى موجود. صحيح. بجانب ان هو فخور ان هو موجود مع النادي الاهلي في هذه اللحظه. فده فعلا بيعبر عن قيمه هذا الرجل، وان الرجل ده عنده قيم ومبادئ وعنده اخلاقيات ساميه كده واخلاقيات نبيله يعني. هو يدرك جيدا ان البطوله دي مش بتاعته، انه لم يحققها يعني على الاطلاق، ولكن لان في مدرب تاني كان قبله اللي لعب الدور الاكبر فيها، مستر فايلر لعب الدور الاكبر في البطوله باداء الفرقه طبعا اللي حسمت تقريبا منذ الدور الاول بشكل كبير جدا يعني. لكن هو جه وكمل وحافظ حتى على فرق النقاط اللي تركه في المباريات الاخيره، وزي برضه ما الاستاذ جمال قال ان هو قدر يقدم لنا الاهلي بشكل برضه جديد وشكل مختلف وشخصيه ولمسين شخصيه المدرب يعني. صحيح. انا اقول يعني بص يعني انا في فترات كتيره جدا يا كابتن هاني ما كنتش بامن بشخصيه المدرب وقدرته على التاثير على شكل ومستوى اداء اللعب في الملعب. زيك والله. لكن والله بجد يعني موسيماني وكان وفايلر، الحقيقه فايلر قبله الفتره اللي ادى فيها مستر فايلر الاول 17 18 مباراه كانت شخصية فايلر موجودة بشكل كبير جدا على الفرقة. موسيماني نفس القصة بس بشكل مختلف، الكرة اللي على الأرض والتسليم والتسلم والتحركات والأداء الهجوم والحاجات دي كلها، تشعر إن فعلا المدرب له تأثير كبير جدا. طبعا حضرتك طبعا دلوقتي يعني مدرب وعشت كل الحاجات دي، اكيد تأثيره كبير. عامل زي عندنا في الصحافة كده يا أستاذ جمال، زي أسلوب الكتابة مثلا، كل واحد ليه طريقة، كل واحد ليه بصمته يعني. لما تلاقي مثلا يعني كان الاستاذ انيس منصور ليه طريقه في الكتابه. صحيح. حاجات سهله جدا لكن ممتعه.
تلاقي محدش يعرف يكتبها غيره, محدش يعرف يكتبها غيره, يعني تحاول تقلد السهل الممتنع. اه أيوة. تلاقي الاستاذ هيكل ليه حاجه مختلفه, اللي هو الاسلوب الستايل, يعني تلاقي الكتاب عدد كبير جدا, كل كاتب مثلا عندنا في الصحافه ليه ستايل بتاعته. فعلا المدربين ليهم ستايل. اذا المدرب له تاثير طاغي على شكل الفرقه وادائها وانضباطها, انضباطها جوه الملعب وانضباطها التكتيكي والالتزام والتمرير وشكل اللعب والامتاع اللي بيقدمه لك. في شخصيه ورا شغاله بشكل كبير جدا. مش اي بقى مدرب يعني. انا بس ايه بقف معاك, ما انا ما هو ما يقدرش المدرب المميز, المدرب الجيد اللي له بصمه وله اسلوب, ده اللي انت بتستمتع بيه بالزبط. ده اللي بيخليك تقول لا والله ده الفرقه دي ادائها اتغير مع فلان. انما في مدربين كتير بيجوا ما حصلش تغيير, بص ماشي حالك وخلاص, والفرقه لو حلوه هتكسب, لو وحشه مش هتكسب. انما فعلا انا بتفق مع الاستاذ اوسي في الموضوع, انه هو وفايلر يعني موسيماني, فايلر اول ما جه برضو يمكن كان في اعتراضات عليه من ناس كتير, انما هو قدر يفرض على الناس مظبوط انه هو لا مدرب كويس. حتى لما اختارته لجنه التخطيط بقياده الكابتن دكتور طه اسماعيل, ايامها قالوا انه من ضمن عوامل او المقومات بتاع الاختيار انه مدرب عنده طموح وعنده فكر. فانا بيني وبينك ايام قعدت افكر انا كمان, يعني ما انا ازاي اختار مدرب عنده فكر وطموح بس, ما هو لازم عاده ان انت بتختار سي في وخلاص. فبرضه كانت رؤيه, يعني فيما بعد ثبت ان هذه الرؤيه رؤيه سليمه جدا, لولا بقى اللي جراله بقى بعد الكورونا احنا مش عارفين ايه اللي حصل. لا هو طبعا كل احترام فايلر, يعني احنا لغايه ما مش هو مدرب, ومدرب محترم وعمل شكل النادي الاهلي في الدور الاولاني, يعني بنقول له الف مبروك, وهي فعلا جزء كبير من هذه البطوله ليه. لكن طالما جينا للبطوله والدرع برضو نتكلم بره الصندوق شويه, مش بقى يعني آن الاوان ان احنا نغير هذا الدرع؟ احنا من كام سنه الدرع ده الخشابي ده, انا مش مصدق يعني. انا متصور بيه يعني نفس الدرع, بنفس الدرع دوت ونفس الشكل, مش كان في تصميم اتعمل يعني. وانا بصراحه يعني لغايه امتى احنا بقى لنا, يعني انا بتكلم انا الكلام دوت من اكتر من 25 سنه 30 سنه واللي قبليه واللي قبليه, فتلاقي الدرع دوت. طب يعني مع احترامي كمان للناس اللي بتنظم المسابقه وبتاع, لكن لازم الدرع ده بيبقى شكل مميز. شايفين البريمير ليج عامل ازاي؟ انت تشوف الكاس من بعيد تقول ده البريمير ليج. احنا عايزين كمان حاجه جديده, يعني انا متهيالي اللعيبه مش يعني ده عايز 2 3 4 يشيلوه عشان يمشوا بيه يعني كده يا كابتن. يعني طبعا التغيير ده مطلوب, وتغيير يكون فيه نوع من الفرحه ونوع من القيمه ونوع من الحمود. طبعا يبقى في حاجه كده, حاجه عظيمه كده تشوف, تحس ان ده جايزه قيمه, لا سيما وان الجايزه دي اللي هو الدوري, ما هي القيمه الماليه للدوري المصري؟ يعني انا فزت بالدوري المصري النهارده, خدت الدرع, اخدت ايه؟ دي على فكره انا مش لاقي اجابه. خدت الدرع يقعد عندك لغايه السنه الجايه, قبلها ب 15 يوم هترجعها يعني. لا يعني 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 انت بتتكلم في قيمه طبعا, القيمه الماليه اللي بتوازي ده يعني لازم يترجم. لازم يترجم. على فكره انا سالت ناس حتى في اتحاد الكوره في الموضوع ده, قالوا هو ما فيش, وهنحاول نعمل مليون جنيه. قلت له مليون جنيه يا كابتن اللي تعملها ده, مليون جنيه دي اصلا ما تجيش ولا حاجه. انت بتتكلم في ده في حاجه, ده انت عندك لعيبه بالكوره ولا 50 و100 مليون جنيه بتلعب في البطوله يعني. لا يعني يعني هل قيمه الدوري المصري متوقفه على عوائد البث والرعايه والحاجات دي كلها, مع ان الرعايه بتختلف من نادي لنادي؟ بس انا بتكلم ما هو لازم تعمل تروفي, يعني مش لازم يكون درع, ممكن تروفي, ممكن كاس شكله حلو. اه يتعمل كاس واسمه بطوله الدوري بالظبط. لكن القيمه الماليه يا كابتن, يعني مثلا الدوري الالماني الدوري الانجليزي, مش لما انا بفوز بالدرع ده ليا قدر مالي بحصل عليه؟ اكيد. طب ايه اللي انا يعني النادي الاهلي خد البطوله السنه ده, بالعكس ده يعني طبعا حاجه عظيمه جدا الاهلي يوصل انتصارات, والاهلي عمال ياخد في البطوله, بس دي بتجيب على الاهلي تكاليف ماليه كبيره جدا, لان في مكافئات لا تقل مثلا عن 200,000 جنيه لكل لاعب اللي حسب الماتشات. ما بتفيدوش ماديا, كان حتى تجيب مكافئات للعيبه. مكافئات للعيبه, انت بتتكلم على جزء تسويقي مهم, لكن انا كمان عايز اخش على الجزء الفني. هو امتى هيكون عندنا مان اوف ذا سيزون, مين رجل لهذا السنه, مين عندنا هيبقى تيم اوف ذا سيزون, ال 11 لعيب اللي بيطلعوا على مستوى. مش صعبه يعني انها تتعمل, اصل ده كمان ده جزء صعبة. فني اتحاد الكوره كمان اعتقد انه دور زي ما بنشوف البريمير ليج كده, يقول لك صلاح هو رجل لهذا الموسم, احسن لاعب في الموسم مين, احسن 11 في الموسم مين, احسن حكم مين, احسن مدرب مين, في سؤال أسوأ يعني حاجات دي بتبقى حلوه. من حوالي سنتين او حاجه كان تم الاعلان انه في تصميم لشكل الدرع مختلف,
ما ظهرش لغايه دلوقتي. لا لا هم دهنوه اسود، الاسود ده الخشب ده كان بني، انا والله عارف البني الخشب ده كان بني فدقن اسود. انا متأكد، انا ممكن اعملها من غير اي متأكد، انا ممكن اعملها من غير امكانيات يعني، عايزين شكل افضل يعني، نتمنى انه يكون شكل افضل. تمام، خلينا نتكلم في الجزئيه اللي السؤال اللي طرحه كابتن هاني دلوقتي، متى نرى الافضل في الدوري المصري؟ دي ده شيء يا كابتن هاني شيء كارثي بالنسبه لنا في مصر، وشيء كارثي. انا بقول كلمه كارثي ليه؟ لان بيطلع اكتر من حد يعملوا استفتاءات على لعيبه بدون اي مقاييس او معايير فنيه علشان نختاره، واحيانا مش احيانا غالبا ان بيكون فيها مجاملات، مجاملات بشكل كبير جدا. طب مين اللي يمنع بالظبط؟ مين اللي يمنع المجاملات؟ احنا دلوقتي لما بنطلع احسن لاعب في الدوري الانجليزي كلنا عارفين، احسن لاعب في الدوري الالماني معروف، احسن لاعب في الدوري المصري مين؟ كل واحد واجتهاده. حتى انا لو انا قلت وانا دلوقتي وانا قاعد دلوقتي محمد الشناوي، عبد الله السعيد، السوليه، معتقد كل واحد بيشجع مين كمان، وكل يعني واحد بيشجع مين مرتبطه بيه. لكن انا لكن كمان انا لو عايز انا كاستفتاء انت منظمه، انت كشخص او كمجله او كهيئه، انت ممكن تطلع الاستفتاء ده زي ما انت عايز. خلينا صراحه يعني، بيبقى فيه قدر كبير جدا من التوجيه. طيب الشيء الفني اللي يعتمد اللي هو ايه؟ الدوري ده ملك مين؟ مفروض اتحاد الكوره والانديه. صح؟ يبقى المفروض اللي يطلع الاستفتاء الرسمي هو اتحاد الكوره. وده هو ده اللي يطلع لك مين افضل لاعب في الموسم. أيوة، مين التشكيل؟ ما هو استاذ برضو خلينا نتكلم بكل امانه، ان ما انت لازم برضو تدخل على سبيل المديرين الفنيين لل 18. ايوه طبعا بيتبعت. اللاعبين بيكون ليهم دور، حتى اللعيبه. احنا لما كنا في المانيا ممكن بيتبعت لي انا اسئله، انت شايف مين احسن لعيب في البوندسليغا؟ وانا كنت بلعب في البوندسليغا. على مستوى اللعيبه يحطوا يقول لك مين انت بتختار مين كاحسن لاعب. على مستوى المديرين الفنيين لكل نادي، وده بيحصل. وبعد كده على مستوى الجماهير نفسها. فانت ممكن تعمل السيرش ده وتعمل وتطلع حاجه محترمه. هو لازم ده يبقى مطروح على اتحاد الكره، سواء الحالي طبعا خلاص. انا بتكلم على اتحاد الكره القادم، يجب ان يكون هذا الامر اساسي، لانه انت عندك كمان زي سلعه انت مش عارف تستثمرها. بقول لحضرتك، انا لو عندي جورنان يا استاذ اوسي ونظمت استفتاء، يعني انا اقول لك حاجه، احنا اخبار الرياضه 2013 في عز بقى الدنيا ما كانت ضايعه خالص، يعني ما فيش استقرار، نظمنا استفتاء كان الاهلي هو حتى سميناه شخصيه 2013 اللي هو النادي الاهلي. طلع النادي الاهلي فعلا لانه هو كان البطل وكان كذا وكذا وكذا، واخدنا، انا بقولها لك بمنتهى الصراحه، اخدنا فرقه النادي الاهلي بالكامل وعملنا لهم حفله في احد الفنادق بالقرب يعني هناك كده بعيد شويه عشان ايام الانفلات الامني والكلام ده، ومش هكذب عليك جبنا عليه اعلانات. ما هو ده، وانا بشكر جدا يعني النادي الاهلي ان هو، ما هو ده ماركتنج، سمح لنا ان احنا نعمل ده. ده تسويق هتكسب، انت هتكسب، اتحاد الكره هيكسب، يعني يجيب سبونسر ويقول لك سبونسر اللي هيقول لك احنا كسبنا منها. طبعا، فما بالك بقى اتحاد الكوره ونظامها. اتحاد الكوره يعمل لها رعاه ويعمل حفله ويجيب الحاجات دي، لكن على اتحاد الكوره انه يحدد المعايير اللي بيختار بيها. هل هي معايير محدده بالمديرين الفنيين واللعيبه والجمهور؟ دي واحده. ام تبقى معايير على الموسم كله ان كل مباراه ليها تقديرات وليها درجات، ومين من زمان اوف ذا ماتش في المباراه دي. ممكن تلاقي واحد مثلا في ال 34 واخد 25 رجل المباراه، وبالتالي ده ممكن يوصل ان ده افضل لاعب. وبص، ما حدش يقدر يتكلم، وتطلع لي ارقامه، بتحركاته، بالكيلومترز اللي جراه في الملعب، بتسديداته، بتمريراته، باهدافه، بصناعته للاهداف. يعني لازم تبقى طالع حاجه. لما اقول مثلا عمرو السوليه يبقى انا مقنع، لما اقول طارق حامد يبقى انا مقنع. اي كان يعني بتبقى مقارنات بالارقام وعلى المستوى المديرين الفنيين بيقيموا هم. لكن انا يعني، وده لما يطلع يبقى فعلا طلع ده احسن لاعب في مصر، احسن جون في مصر، احسن باك رايت في مصر. في حاجه هتفتكرها يا اوسي، مثال برضو زمان كان ايام الكابتن عبد المجيد نعمان لما كان رئيس تحرير مجله الاهلي، كنا بنعمل استفتاء شهري. طبعا، اللي هو كل شهر عندك الفريق المثالي كان بيطلع فيه لعيبه احيانا من الزمالك ومن كذا ومن كذا، كله الاسماعيلي وياخد كل حته، يعني اللي هو احسن 11 لاعب تمام في الاسبوع، ومعين منهم بتاخد الاحسن لاعب في الشهر، احسن 11 لاعب في الشهر.
تيجي تجمعهم على بعض خلصت القصه هتطلع لوحدها. وانا فاكر ده كان الناس كلها بتنتظره يعني. ده بينتظر. واحنا كمان كنا لعيبه مثلا يعني في الدوري الالماني الكيكر او السبورت بيل ديت من الصحف الكبيره قوي. انت يعني كل اسبوع كده احنا عارفين احنا مثلا نلعب السبت الجريده بتطلع الحد تلاقي الجريده جايه بتروح تشوف بقى كله الفرق كلها طبعا بتشوف مثلا انت رقمك كام واللي بيقيموك دول ناس فنيين يعني انا هيني واخد مثلا 6 من 10 7 من 10. الموضوع ده يعني كمان على مستوى الاعلام اعتقد ممكن يشجع ويعمل فاليو. انا كل ده بنتكلم ان انت تعلي قيمه الدوري المصري انك تعمل فاليو تعمل ماركتنج على 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 مستويات كتيره مش لازم بس التسويق عندنا على مستوى اللعيبه يروح لنادي او مش نادي. هو ده عموما يعني اقتراح او يعني اقتراح كان المفروض يتطبق من قبل كده بس احنا بنجدده برضو من خلال البيت الكبير انه الشركه الراعيه هتستفيد جدا يعني طبعاً. هيحصل استفاده ماليه كبيره جدا من هذا الامر. فبندعوهم الى ان هم بالتعاون مع اتحاد الكره و الإدارة الفنية اللي هو المدير الفني للاتحاد سواء كان الدكتور محمود سعد أو لجنة فنية يتم تشكيلها لعمل مقاييس وقواعد لهذا الاستفتاء اللي هو هيبقى فعلا زي ما حضراتكم بتقولوا حاسم للكثير من الجدل. ما يجيش واحد يطلع كده من دماغه يقولك ده أحسن لعيب فلان لا ده أحسن لعيب بالأرقام بالإنجاز بالأداء تمام. وعلى فكرة كابتن يعني برضو علشان نبقى منصفين اتحاد الكرة واللجنة الخماسية الحالية أعلنت عن نيتها ورغبتها واستعدادها لعمل هذا الاستفتاء وأن تخرج هنا بالأفضل. أعلنوا عن ده منذ حوالي 3-4 شهور وتشغلوا ولكن هل هم نسيوا هذا الامر ولم يعد موجودا؟ ملفات كتيره كانت مهمه عندهم الله يكون في عونهم وعلى اللائحه والحاجات يعني كلها امور مش لا يعني هل هيلحقوا يعملوه لان هم داخلين ال 30 يوم اللي جايه دي 30 يوم مصيريه وحاسمه ده حقيقي ده حقيقي كلها صعبه جدا. محمد ده هو ده المفروض انه ما يتم يعني زي ما اعلنوا من 4 شهور او من 5 شهور ده المفروض كان يتم زي ما بقول لحضرتك اسبوعيا انت بتقيم وبتطلع نتائج فالناس بتتابعك طب راعوا انتوا بقى الكلام دوت خدوه كده كيعني مهمه بالنسبه لكم على مهمة. على المجال الاعلامي كلكم اعلاميين كبار يعني. جدا وعلى مستوى النقاد ونعمل حاجه حتى على مستوى النقاد الرياضيين وارائهم في لعيبه الدوري يعني ان شاء الله. لو هم ما عملوش هنعملوا احنا. بشكركم شكرا جزيلا. استاذ محمد القصي بشكرك شكرا جزيلا. استاذ جمال الزوير بشكرك شكرا جزيلا. ان شاء الله اكيد هنشوفكم تاني في البيت الكبير ان شاء الله. نورتونا. فاصل وبعد الفاصل النجم الكبير احمد حسن دروجبا. برحب بحضراتكم من جديد. معانا النهارده في الفقره الحواريه دي واحد من نجوم النادي الاهلي كان مهاجم متميز جدا بيعرف طريق الشباك جيدا. بعد الاعتزال اتجه لمجال التدريب مع اكتر من فريق الحقيقه هو دلوقتي في اكاديميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد بيتولى مسؤوليه تدريب فريق 2007. معانا ومعاكم في البيت الكبير النهارده كابتن احمد حسن دروجبا. اهلا بيك حضرتك. نورنا في البيت الكبير ربنا والف فيك. مبروك علينا كلنا الله يبارك فيك. وطبعا انا برحب بيكم شرف كبير ليا طبعا يا كابتن هاني ان انا اكون معاكم النهارده. لا منور طبعا في البيت الكبير وانت جزء من البيت الكبير. انت كنت لاعب كبير زي ما قالت سهام وهداف من الطراز الكبير جدا. هنتكلم على كذا محور يا احمد ان شاء الله النهارده بس اكيد ناخد الاحداث الجديده الفرحه اللي احنا عايشينها. بس عايز اساله يا كابتن الاول اهو مختفي بقاله فتره فانا الحقيقه كنت عايز اعرف يعني سر اختفائه ده بعيدا عن ان انت بتدرب ومركز جدا في 2007 فريق 2007 ليه مختفي؟ ليه قليل الظهور؟ ليه يعني فينك يعني؟ بصراحه انا ما بحبش يعني اظهر كتير يعني كل ما الواحد بيطلع بيظهر كتير في التلفزيون بيبقى الكلام معظمه متكرر يعني. فانا حبيت ان انا يعني انا جالي الفتره اللي فاتت دي برضو في كذا مكان بس طبعا شغلي زائد ان انا مركز فعلا في مجال التدريب شويه فبس مش اكتر. انت بطبيعتك يا احمد انت بطبيعتك يعني مش انا عارف يعني قليل الظهور يعني مش منطوي لكن يعني دايما كده بس بتشوف شغلك يعني بالظبط مش اكتر يعني بس خلي بالك والسوشيال ميديا مهمه اليومين دول يعني طبعا مهمه جدا يعني ما بقولكش يعني تبقى داخل فيها لكن جزء مهم من حياتك انت كمدرب كمان تقدر تعمل
تعمل جزء كبير حتى من بناء مستقبلك من خلال العلاقات. فان شاء الله باذن الله وهنتكلم في دوت. انت حتى قبل الهوا بكلمك انت اشمعنى التدريب دخلت ليه. فيعني خلينا نبدا من فرحتنا من امبارح والاحتفاليه بتاعه النادي الاهلي واداء النادي الاهلي الكبير من خلال مشوار طويل. شفت احتفاليه النادي الاهلي ازاي والتتويج وليله التتويج امبارح في ملعب استاد الاهلي والسلام؟ طبعا انا ببارك لنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي. بطولة طبعا بطولة الدوري بطولة كبيرة ودايما النادي الاهلي بيبقى حريص ان هو يحقق لقب الدوري في كل موسم. طبعا كانت احتفالية مهمة جدا وكانت حاجة بصراحة كانت حاجة شكلها كويس جدا في قدام الناس كلها واضافة كبيرة كمان للنادي الاهلي بتدي ثقة كمان قبل النهائي افريقيا. اكيد. فدي يعني جت في وقتها زي ما بيقولوا. بس النهارده موسم يعني بنتكلم عن موسم صعب حتى مش على النادي الاهلي، صعب على المنظومه الكرويه بشكل عام. بس برضو بنقول في النهايه مين يقدر على التحدي ومين يقدر على التغلب على الصعاب دي غير النادي الاهلي؟ الفرق الكبيره يا كابتن طبعا زي ما انتم عارفين دايما بتلعب على البطولات. مهما حصل مهما حصل اي ظرف الفرق الكبيره دايما بتبقى حاطه عينيها على البطوله او المركز الاول او تحقق الهدف اللي هي عايزاه. النادي الاهلي مش نادي صغير، يعني النادي الاهلي بطل افريقيا واكبر نادي في مصر وفي افريقيا. فطبيعي ان هو لازم يتحدى كل النادي الاهلي، كل المنظومه، مجلس اداره بجماهير بلعيبه بعاملين. وانت عشت الكلام دوت جوه النادي وحاسه بشكل. وانا اخدت بطوله الدوري مع النادي الاهلي فعارف يعني ازاي اصرارك وازاي ان انت بتلعب كل ماتش لازم تكسب، مطلوب منك مكسب، التعادل بالنسبه لك خساره. ف حقيقه انت زي ما انت بتقول. وكمان عايز اكلمك في نقطه يعني برضو مهمه من خلال مشوارك مع النادي الاهلي. انت خدت بطوله لكن يعني البطوله دي كان فيها منحنى شويه، اصابات كتير، احنا كان عندنا فتره توقف طويله في كورونا. عايز اعرف كمان وانت بما انك انت ان شاء الله هتبقى مدرب كبير قريب تعمل لنا يعني مش مقارنه لكن النادي الاهلي مش من الانديه بتغير مدربين كتير لكن فايلر وموسيماني انت برضو شفت الاثنين برؤيه بقى احمد حسن دروجبا المدير الفني ان شاء الله في المستقبل، شفتهم هم الاثنين ازاي؟ والله يا كابتن بص هو يعني انا شايف ان الاثنين ادوا دورهم بشكل كويس جدا. بس فايلر زي ما تقول برضو يا كابتن جاء كان في الفتره اللي هي اصعب اللي هي فيها التحدي الاكبر. كل الانديه قاعده، كل الانديه ما حدش عارف في دوري او ما فيش. حتى اللعيبه حتى الناس ما كانتش بتتمرن. يعني انا عن نفسي انا قعدت 4 شهور في البيت طبيعي ما كناش بننزل. لما جينا ننزل بدانا يومين في الاسبوع. فالفتره بتاعته انا شايفها كانت صعبه. بس فتره التوقف دي كنت بتعمل ايه؟ يعني هل كنت مثلا دائم التواصل مع الفريق؟ كنت بتحاول ان انت تدربهم حتى لو عن طريق الاونلاين مثلا ولا لا؟ التوقف جه معاه توقف في كل حاجه. كان توقف في كل حاجه طبعا فعلا. ما كانش في اي اتصال خالص بيننا وبين اللعيبه او بين اي حد خالص. كل ما نيجي نكلم حد ما حدش عارف حاجه، ما حدش عارف في دوري، ما فيش دوري، الموسم هيكمل مش هيكمل. فكان الدنيا برضو كانت الامور صعبه يعني. لولا فصل الصيف دخل برضو ديت خلت الدنيا تمشي شويه. بالظبط يا احمد. بس خلي بالك برضو جزئيه مهمه جدا ان يعني احنا كان معانا بعض اللعيبه هنا وكان معانا الناس اتكلمت ان هو كان جزء مهم جدا من اداره فايلر للموضوع ده ان كان في اهتمام واضح جدا منه ومن المساعدين بتاعه ان لا ان في تدريب اونلاين والناس بتنزل تتمرن على قد ما تقدر بشكل طبعا ولو ساعه سيفتي يعني في الموضوع. وده خلينا نتكلم ان مش هقول لك ظهر في اول مثلا اسبوعين ثلاثه بعد عوده الدوري لكن ظهر بشكل كبير جدا في الاسابيع الاخيره من الدوري وفي في مباراتين الوداد ان الشكل الجيد اللي ظهر بيه النادي الاهلي على المستوى البدني كان رائع يعني. طبعا يا كابتن بس برضو مهما كان انت بتتمرن كام تمرين في الاسبوع وفي فتره كورونا بتتمرن كام؟ لا انا بتكلم يعني على الاقل كان في شويه حركه لكن انت بتتكلم ان بايلر كان عنده المهمه الاصعب ان
اهل اللعيبه في فتره هو فترة جاي أصعب. على بطوله يا كابتن، هو جاي نادي كبير، مش يعني في انديه اصلا ما كانتش بتنزل تمرين. يعني في انديه كانت قاعده خالص، حتى مديرين فنيين مصريين ما كانوش بيشتغلوا خالص. ده صحيح. ده واحد جاي برضو اجنبي وجاي عايز ياخد بطوله وعارف ان النادي الاهلي نادي كبير، مش رايح نادي وخلاص. صحيح. فمطلوب منه مهمه لازم يأديها. وعامه يا كابتن حضرتك انت برضو عشت في اوروبا كتير، الناس ديت اكيد ما بتهزرش، يعني ما عندهاش حاجه اسمها راحه، الشغل شغل ووقت الراحه بيبقى راحه. ده حقيقي. انت من اللعيبه اللي اتدربت تحت قياده الاسطوره مانويل جوزيه، وعايز اتكلم هنا عن موسيماني، هل يقدر يكرر نفس تجربه احتكار البطولات؟ موسيماني يقدر يعمل ده؟ موسيماني مدرب كويس جدا وكلنا عارفينه. بس مستر مانويل كابتن هاني كان عنده ادوات، اللعيبه اللي موجوده حاليا لعيبه كويسه جدا. بس استحاله تبقى نفس الجيل اللي كان مع مستر مانويل جوزيه. ده انا كنت لسه هقول لك مين اللي كان بيفكرك بجيلكو، يعني مين بيفكرك بابو تريكا، مين اللي بيفكرك بوائل، يعني على مش بتكلم عن مهاراته، بتكلم عن طريقه لعبه حتى. كنت لسه هسالك السؤال ده. كل فتره بيحصل، لازم طبيعي بيحصل فيه تغيير في كل الانديه. صحيح. حتى برشلونه دلوقتي كل حتى الاجيال بتتعاقب يعني. صحيح. بالظبط. لكن فتره مستر مانويل جوزيه انا شايفها كانت افضل فتره في يعني في تاريخ النادي الاهلي، من افضل الفترات. انا يعني انا معاك، لان في فترات كتير واحنا وكنا صغيرين وفي ناس عظام مروا على كابتن. يعني من افضل، اكيد من افضل فترات النادي الاهلي فتره مانويل جوزيه بكميه اللعيبه وكميه الامكانيات اللي كانت موجوده على المستوى الفني تقصد يعني. طبعا من بالزبط. خلال وده كان بيمثل تقريبا 90% من منتخب مصر، يعني تفتكر 2006 و2008 و2010 كان اكتر من 9 لعيبه في المنتخب، واساسيين كمان. صحيح. يعني مش في التشكيل وخلاص، لكن احنا بنتكلم على المستقبل. يعني سام بتقول لك على المستقبل، احنا عندنا اولاد صغيرين، عندنا متوسط الاعمار بدا ينزل يعني متوسط الاعمار جيد جدا. انت بتتكلم متوسط اعمار ممكن يوصل ل 24 25 سنه، فبنتكلم على يعني على ان شاء الله بطولات خلال الخمس سنين اللي جايين، ان هم الارضيه موجوده، الامكانيات الفنيه موجوده، اذا كان على المستوى التدريبي او على مستوى اللاعبين نفسهم. يعني حضرتك كابتن لو خدت بالك على كل لعيبه الدوري، الميزه الوحيده حاليا ان اللعيبه كلها صغيره. ايوه، مفيش لعيبه كبيره، مفيش لعيب فوق ال 30 سنه الا نادرا. ده حقيقي. مظبوط. واحد او اتنين في كل فرقه. قبل من 2010 ونازل مثلا لحد 2005 و6 ولحد 10 و11 كان في اعمار كبيره بتعدي 33 و34 سنه. فديت على كل الانديه ودي حاجه كويسه طبعا، بس الاهم من ده كله يبقى في هدف للاعب. احنا بطلنا يا كابتن وحضرتك بطلت، احنا بنتمنى الفتره دي ترجع، ان احنا نرجع نلعب تاني. أحسن حاجات كتيره عمر. فاتتنا. مزبوط. حاجات كتير. موسيماني يعمل ده. طبعا يعمل ده مع الفريق الحالي لكره القدم السنه دي. هو جزء والجزء الاهم اللاعب. صح. اللاعب ما بيحسش بقيمه نفسه غير بعد ما بيبطل كوره. يعني وانا لاعب ممكن حاجات كتيره بتهون فيها تفوتك، لكن بعد كده بقول يا ريتني كنت سمعت كلام مثلا مستر مانويل جوزيه في كذا، او يا ريتني كنت عملت كذا. يا ريتني، لان احنا برضو الفتره يعني كانت الفتره كانت صعبه جدا، ان انت تبقى متواجد في 18 في السكور. تعبت برضو يا احمد انك تخش الفرقه برضو. طبعًا. يعني اشرح لنا برضو الجزئيه دي عشان الناس برضو تحس ان الموضوع مش سهل، يعني انك تلعب في النادي الاهلي انك تكون متواجد. يعني انا كابتن، انا عن نفسي انا بحسد اي لاعب بياخد فرصه في النادي الاهلي وما بيمسكش فيها، يعني بحسده وبلومه، لان انا كان نفسي اخد الفرصه دي. صحيح. انا كنت معايا يعني كان فلافيو متعب، اسامه حسني كان برضو لسه في احمد بلال كان برضو جايبين هاني العجيزي لسه كان شاب صغير. بتتكلم اربع خمس كنا بنموت بعض في التمرين في مركز واحد كلكم راس، كلنا كنا بنلف حوالين فلافيو على اللي يدخل معاه السكور، فالموضوع كان صعب. دلوقتي في ناس الفرصه جات لك وقدامك مره واثنين وعشره. بيتهاونوا ليه يا كابتن احمد زي ما انت وصفته؟ مفيش منافس. احنا كنا خمسه في روده. الخمسه كنا كل واحد كل واحد تقيل. 2007 كابتن احنا الخمسه كنا في منتخب مصر، يعني انا كنت لسه في غزل المحله، هاني العجيزي كان في بلديه المحله. مظبوط. كان متعب كان في اهل جده ورجع، كان اسامه حسني وبلال كانوا مكسرين الدنيا برضو، فاحنا كلنا كنا ما شاء الله لعيبه كويسه، وكنا لعيبه
تقيله في الفرق اللي احنا كنا فيها، كنا بننافس على على هدافين الدوري. انت طب انت كده بتاخدنا في نقطه تانية وحته تانية، ان انت شايف ان مركز الراس حربه في مصر ما فيهوش مش هقول المواهب بس ما فيهوش عدد المواهب اللي كان موجود قبل كده في السنين اللي فاتت. المواهب يا كابتن قلة في مصر في كل المراكز، يعني خلينا في راس الحرب مش في المهاجم، مش في المهاجم بس. في النادي الاهلي كم مهاجم حاليا؟ عندنا طبعا مروان وعندنا بدر. طيب احنا كنا خمسه والخمسه يلعبوا في اي حته وفي اي وقت في اي نادي، برضو الباك رايت الباك ليفت في عندنا كلها في الاماكن دي. مظبوط. تحت الفرود عندنا ناس كتيره قوي، لكن بعد كده في نقص في كتير جدا حتى في الموهبه يا كابتن. الدور بقى يعني شد حيلك بقى شويه. انت قصدك ان الموهبه قلت يا كابتن دروب؟ الموهبه هي اللي قلت ولا احنا ما عندناش يعني خبراء الا من رحم ربي هم اللي بيبصوا على المواهب دي؟ كابتن على فكره انا اشتغلت في المقاولين، اشتغلت سنتين ولعبت كل الانديه، يعني كنا بنلعب بطوله جمهوريه فكل بنلعب دوري ممتاز. مواليد كام كنت ماسك؟ 2003. 2003 يعني لا 17 18 سنه دلوقتي الولد. في مواهب كتيره جدا بس المشكله يا كابتن ما بيكملوش، ما حدش بيحتوي ال ال اللاعب الناشئين. في حتى في 2006 و5 و3 و4 و2008 و9 في لعيبه كويسه جدا بس ما عندناش اللي بيهتم بيهم. ما هو ده يا احمد، ما هو ده يا احمد هيجرني كمان من خلال كلامي معاك ان ده دور الناس اللي يعني الكباتن اللي زيك. ان أيوه. لسه بتقول لي انت دلوقتي انت كمان الربط انك في الاكاديميه لكن مش منفصل كمان عن قطاع الناشئين، بالعكس انت قلت لي كان عندك اولاد وراحوا القطاع نفسه. احنا عندنا يا كابتن اي لعيب كويس في الفرقه أكاديمي. احنا عندنا مجموعه مميزه اللي هم المميزين قوي كل الاعمار السنيه تمام، دول بيتمرنوا مع بعض. افضل ناس فيهم بروح مثلا لكابتن امير المسؤول كابتن امير عبد الحميد، كابتن انا عندي ولد كلم مثلا كابتن خالد بيبو خليه يبص عليه او يبعت حد يشوفه الولد ده كويس. بنبدا كابتن امير بيبدا يكتب الناس ديت او يبدا طبعا هو كده بيبقى معانا في الملعب وبيبدا يكلم برضو الناس في قطاع الناشئين. وبتيجي السنه اللي فاتت بصراحه جالنا مدربين تبص عليهم يعني تتفرج. في اهتمام كبير جدا على فكره وفي كذا لاعب راح القطاع السنه دي من اكاديميه. ايوه ما هو يعني الاكاديميات بيبقى جاي من الشارع الاكاديميه ده محور مهم جدا جدا هنتكلم فيه بس بعد ما يعني واحنا بنتكلم عن البطوله اللي احنا مستنيينها غايبه عننا بقالها شويه حلوين. عايزك توجه بقى نصيحه وانت بتقول ان انت يعني مع منول كانت اسعد فترات حياتك اكيد وانت لاعب واكيد فتره مش هتتعوض، ايه النصايح اللي انت دلوقتي توجهها للعيبه كابتن احمد وهم داخلين على البطوله المهمه دي خاصه وفتره التاجيل كمان يعني عايشينها دلوقتي؟ اي لاعب في العالم بيتمنى كابتن يحصل على بطوله لانها بتتكتب في تاريخك او بتتحسب لك. انا لما حد بيكلمني بقول انا اخذت بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، اخذت السوبر الافريقي، بتباهى بيها. فمش محتاجه نصيحه، ده انت بتعمل حاجه لنفسك بتصنع تاريخ لنفسك واكيد هم واصل لهم الكلام ده كله. المباراه هتبقى صعبه سواء مع الزمالك او الرجاء وهتبقى صعبه جدا ولو مع الزمالك هتبقى صعبه جدا وخاصة مع الزمالك عشان طبعا هو بالظبط هتبقى الكفة متعادلة. الفريقين اكبر ناديين في مصر، بطولة هتتلعب في مصر مش متعادلة، احنا طبعا احنا احسن شوية احنا في البطولات افضل لكن المباريات النهائية ديت غير متوقعة ما تتوقعش اليوم نفسه يعني. جميع السيناريوهات مطروحة لكن لو بطولة دوري النادي الاهلي معروف بالنفس الطويل، النادي الاهلي حسم الدوري ومش اول مره يعني قبل الدوري ما بيخلص بخمس ست اسابيع بتبقى واخد الدوري. صحيح. انا الموسم اللي انا اخدت فيه دوري كنت ناهي الموسم قبل الموسم ما يخلص بسبع اسابيع واخدين بطوله الدوري، لكن مباراه فاصله مباراه نهائيه ملهاش كبير. طبعا الظروف بتبقى مختلفه والحسابات بتبقى مختلفه ويبقى توفيق في نفس اليوم المباراه طبعا يعني لكن ما شاء الله بصراحه النادي الاهلي في المباراتين اللي لعبهم يستحق البطوله خلال البطوله كمان كلها. صحيح. انت كنت صحيح. مهاجم متميز، بتشوف النهارده تعامل موسيماني مع مروان محسن والثقه الكبيره اللي منحها له بتشوفها ازاي وتاثيرها على مروان تحديدا ازاي؟
مروان اكتر واحد كان محتاج للثقه ديت. مروان الناس كتيره كانت بتهاجمه كابتن، والفرود او المهاجم خاصه، او يعني انا بعتقد ان المدافع كابتن لو انا كلامي غلط لا او صح، انت تقصده اكتر اتنين بيتاثروا لو عليك ضغط، بتتاثر جدا. أيوه. لان غلطه المدافع كابتن بجون الفرويد لو ما كانش مركز او الثقه هربت منه، والله يا كابتن لو الجون فاضي مش هيطلعها بره لانه هيبقى خايف. فحته ان انت تديني الثقه دي حاجه كويسه جدا. فايلر اثر مع مروان طبعا في ايه؟ يعني بصي انا مش عايز احمله برده، لان برده مروان كان في حاجات جزء من التقصير، خلينا بالزبط. نقول طب جزء من التقصير انت بتحمله الفايلر؟ جزء بسيط. نسبه قد ايه؟ يعني 40 60 لمروان، لان انت 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 حاكم نفسك في الموضوع بالزبط. يعني بشكل او انت كلاعب ممكن تعمل كنترول على نفسك اكتر ما مستني حد يعمل، لكن انا عارف ان مروان كان بيشتغل على نفسه في الجزئيه دي. كويس يا كابتن. انت عمرك ما مريت بفتره زي دي يا احمد؟ اكيد انت يعني مشوارك طويل، في فترات كده بتمر بيها، مش بقول يعني ممكن تكون عدم توفيق، ممكن انت تكون مش مركز، ممكن تكون على فكره بتتمرن كويس او بتدي كل حاجه وفي حاجه اسمها الكره مش ماشيه، انك بتبقى مش موفق. انا مريت بيها مرتين يا كابتن، مريت بيها في غزل المحله الثاني اول موسم، قعدت الدور الثاني كله انا كنت الدور الاول 10 اهداف وكنت هداف الدوري. الدور الثاني كله سجلت هدفين. الدور الثاني كله بالظبط، ونهيت ثالث هداف الدوري في الجونه مع الكابتن انور سلامه، اداني ثقه كبيره جدا لدرجه ان انا في ماتش كنا بنلعب الاهلي وضيعت فرص كتيره جدا، الماتش ده خلص تعادل، وكان في كام ماتش برده ورا كده كان بعد الماتش كان يطلع لي مكافآت ان انا بحاول. يعني بيحاول ما يشيلنيش المباراه او الليله زي ما بنقول، بس ده تحفيز. يعني ده نوع من التحفيز. بالظبط. فانا مريت بيها، لكن لما الاقي مدرب بيديني الثقه ديت طبيعي بترجع لي. طب بموت نفسي علشان برضو خاطر المدرب، صحيح انه وقف معايا. كملي النقطه دي الخاصة بتقصير فايلر، يعني حتى ويتحمل الجزء الأصغر من وجهة نظرك، أثر معاه في إيه؟ إيه اللي المفروض كان يعمله مع مروان وما عملوش؟ لو أنا هو يعني مش عايز أقول طبيعي إن لما يكون لاعب مش كويس في مباراة بخرجه. أيوه. في وقت يا كابتن إمتى أخرجه وإمتى يخرج بس يبقى عامل حاجه كويسه، او مثلا على الاقل خروج بشكل كويس، عمل كوره كويسه، لعب على المرمى، طلعها بره مثلا بس بشكل كويس. وفي فرق ان انا مثلا يبقى وحش او يضيع فرصه وبعدها في نفس الوقت مثلا اطلعه بره، ما دي بتاثر كتير جدا. انت جوزيه كان بيأهلك ازاي نفسيا قبل ما تطلع المباريات بالذات المهمه؟ مستر مانويل اول ما يعني هو كان دايما يا كابتن لما اول ما دخلنا النادي الاهلي، اول ما اتعاملنا معاه وكده كان هو عارف، يعني بعد فتره الاعداد قعد مع كل لاعب فينا لوحده بالظبط. يعني انت رقم واحد، انت رقم اثنين، انت رقم ثلاثه، بيرتب اللعيبه بالبوزيشن، يعني انت راس حربه فيه اربعه، انت واحد اثنين ثلاثه اربعه. كلمني قال لي انت عشان تبقى عارف، انت بالنسبه لي انت رقم ثلاثه، لما يجي عليك الدور ادي وفرصتك هتاخدها. ففي وقت برضه بتاخد يعني بتتقبل وانت مبسوط. يعني هي الفكره ان انت بتقول ان انت على الاقل المدير الفني يوصل لك انت فين، انت واقف فين بالظبط. بالظبط. يعني ما يبقاش الدنيا عايمه انت مش عارف نفسك واحد ولا اتنين، وبعدين لما تلعب ممكن تغلط فتخرج، فبالنسبه لك الموضوع. بس انا ده ما بيجيلهاش نوع من انواع، ما لما يجي واحد يقول لي انت نمره ثلاثه، ما هو دوت برضه بيحط عليا نوع من انواع الضغوط وممكن يسيبك بالاحباط شويه ان انا لسه هبقى نمره ثلاثه وامتى هيجي دوري. مش شايف ان الجزئيه ديت برضه فيها ريسك شويه؟ والله يا كابتن حسب شخصيات كل واحد. لا حسب كمان ترتيب المهاجم، يعني انا كمهاجم مقتنع ان مثلا فلافيو ده رقم واحد خلاص، فطبيعي ان انا هقتنع بكلامه. لكن لو انا انت شايف بينك وبين إن نفسك. ايوه انت بينك وبين نفسك. لا بس خلي بالك انا بتكلم في نقطه، انا بتكلم في نقطه، انا يعني كنت بحس
معظم الناس اللي قاعده بره بتحس ان هو افضل من أفضل. موجود في الملعب يعني. ايوه انا قصدي كده يعني ده ما كانش بي 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 احنا يعني احنا كان عندنا الشعور ده مش بيجي لك. انا كان عندي قناعه وانا في النادي الاهلي ان فلافيو رقم واحد لان دي كانت حقيقه. تمام تمام كويس انك مقتنع بس ما تحاربش. لكن كنت بحارب بالظبط. انا كنت بزعل جدا لو انا مش موجود في الماتش او لو ما نزلتش او لو ما لعبتش. صح خاصه انت متعود ان انت بتلعب وانت نجم جاي من فرقه. انا كنت انا رحت منتخب مصر يا كابتن وانت في المحل انا واخد بطوله مع المنتخب بطوله عربيه ولعب 12 ماتش دولي ان شاء الله وجاي من غزل المحله وبنافس على هداف دوري فاروح اقعد ورقم ثلاثه فصعب تستحملها. لكن طبعًا. انا شايف لا في ناس كويسه برضو دي اساسا ده هو شرف لاي حد انه يبقى متواجد اصلا في النادي الاهلي وخاصه في مجموعه تبقى كويسه كمان. صحيح وخاصه ان كمان بيني وبينك برضو ان فلافيو قعد فترات طويله في اول ما جه النادي الاهلي كان عنده مشكله وكان عنده مشكله مع الجماهير. الثقه اللي اداها له وهو ده الفرق. اعتقد جوزيه اتعامل مع فلافيو بشكل يعني صبر عليه بصراحه يعني كتير جدا. نفسي اكتر صبر عليه كتير جدا. احنا لو مصر كابتن يعني. كان اي مدير فني كان يمشيه ثاني سنه أكيد. على طول اكيد استغنى عنه باقل سعر كمان حقيقي. العامل النفسي بيفرق كام في الميه مع اللعيب يضرب؟ 100% طبعا 100%. طبعا انا عن نفسي انا اوقات كنت بنزل اموت نفسي عشان خاطر المدير الفني بيعمل لي كل حاجه كويسه بيساعدني بيقف معايا في ظهري بيديني ثقه دي مش قليله على فكره. يعني لو في لعيبه فعلا بتحس الكلام ده اللعيبه تموت نفسها. طبعا وانا كنت حاسس على كابتن جاري كان في الميزه ديت انه بيشتغل على الشكل المعنوي بشكل كبير جدا وتحس ان اللعيبه ودايما يعني انا مع تجربتي بره وتجربتي هنا في مصر دايما اللعيب المصري ايموشن شويه لعيب من مشاعر عاطفيا ممكن تكسبه بشكل افضل غير الاجانب. الاجانب بيبقى ستريت شويه والموضوع بيبقى شغل الشغل جد الشغل جد بشكل كبير. طيب احمد عايز اخد رايك في بعض الخطوط في النادي الاهلي او نجوم الموسم بالنسبه للنادي الاهلي. كلهم طبعا نجوم لكن مين اللافت لنظرك قوي خلال الموسم ده من النادي الاهلي؟ الشناوي والسوليه. الشناوي وعمرو السوليه. قيم لنا قيم الشناوي كده يعني قول لي كده الشناوي شفت فيه ايه. سوليه الشناوي لما انا كنت في النادي الاهلي كان كان هو لسه كان طالع من الناشئين فكان متصعد مع المجموعه. انا ما اعرفش هو يفتكر ولا لا لكن انا قلت له انت هتبقى حارس مصر فعلا. ما شاء الله ستايل كويس جدا لان هو كان لسه صغير. انا لما جيت حسبتها بالسن يعني في كام اربع شفتها ازاي يعني وانت بتشوط عليه بيصد كويس يعني لا ما احنا معانا في التمرين. ايوه انا عارف انت شفت فيه الامكانيات لا ديت. هو انا شفت طبعا هو موهوب يا كابتن وحارس كويس جدا وما شاء الله بيتطور بقى حارس مصر الاول مش قليل. في ناس كتيره كابتن ما خدتش الفرصه ديت ما جالهاش ان هي تبقى رقم واحد في النادي الاهلي او تبقى رقم واحد مزبوط. في منتخب مصر بسهوله. ايام حضرتك كان كابتن نادر السيد بيلاقي كابتن عصام الحضري بيلاقي مش عارف مين كانت مجموعه. صحيح. لكن هو ما شاء الله فارق يعني تقصد فارق. فارق لا يعني فارق طبعا فارق. طيب السوليه كان بيكمل كمان. انا اللي بيعجبني في السوليه ان هو بيلعب السهل الممتنع. انا بحب لعيب الكوره اللي هو بيسهلها على نفسه ما بيفتيش زي ما بيقول. ما جبتش سيره مهاجمين وانت راس حربه يعني الخط الامامي فين طيب يا احمد؟ لا انا انا ما دول دول يعني مميزين جدا. انا ما بتكلمش على مراكز لكن انا بتكلم على طريقه لعب يعني مهارات. ما بتكلمش على مركزي انا بتكلم على ان انا شايف مين اللي عملوا يعني اتطوروا بشكل كبير ادائهم بشكل كبير. دوري نهائي افريقيا انت في الملعب هتلعب ازاي الماتش؟ هتقسم التقسيمه ازاي؟ لا تشكيل ما اقدرش احط تشكيل. ليه؟ ده من وجهه نظر احمد دروب يعني. لا ما اقدرش. ليه؟ ما اقدرش ليه ما تقدرش؟ ده انت لعيب كبير يعني ما شاء الله عليك. لا ما لا ما احنا دلوقتي في استوديو تحليلي. يعني رمزي دخلنا في استوديو تحليلي دلوقتي. انت هتقول لي التشكيله المتوقعه انت طريقه اللعب اللي بتفضلها تلعب. ما اقدرش اتكلم والله. ليه يا كابتن احمد مالك انت خلاص لا طب خلينا نتكلم على امبارح شفت مباراه طالع الجيش بلعيبه تحت السن. انا كنت طالع من التمرين وماشي في الراديو عمال اسمعها في العربيه. لكن كتمرين يعني ما حسيتش ان في فعلا احنا انا اللي انا سمعته يا كابتن معلش مقاطع كلامك ان النادي الاهلي ثلاث فرص ثلاث
تجوان. ده طلائع الجيش ضيع كتير. ما اعرفش بقى لا الموزيع. انا مش هسالك على الحته الفنيه خالص عشان انت ما شفتش الماتش، بس هقول لك اجماليا ان في عدد لا باس به من الاولاد الصغيرين مواليد 2001 اشتركوا في المباراه، وانت شايف ان دلوقتي فعلا لازم النادي الاهلي يفكر في الجزئيه دي، ان احنا خلاص بقى نزق اولادنا الصغيرين. دي اللي احنا يا كابتن ما شفناهاش بقى لنا فتره. دي حاجه ايجابيه طبعا صراحه، يعني الكابتن خالد ان هو يطلع ناس من الناشئين تبدا تدخل فريق اول، دي حاجه كويسه جدا. دول او زي ما بيقولوا اولاد النادي، عارفين كل حاجه، عارفين قيمه النادي، عارفين يعني ايه النادي الاهلي. اللاعب جعان يا كابتن فهيموت نفسه. دي نقطة مهمة جدا. لما يبقى لعيب 17 سنة أو 16 سنة أو 18 سنة، هو طبيعي عارف، وأكيد أهله في البيت معرفينه إن أنت فرصة عمرك، أنت لو مشيت من النادي الأهلي في ناس بتبطل كورة خالص. صحيح. بتتدمر نفسيا. فدي ميزة الكابتن خالد بيبو لما مسك القطاع، دي ميزة كويسة جدا، إن أنا أبدأ أزق لعيبة تبدأ تاخد الثقة، تبدأ تبقى موجودة في الفريق الأول حتى لو بتتمرن. دي كانت ناقصانا احنا من بعد حسام عاشور تقريبا ما طلعناش حد. محمد هاني ايوه، ما ده كان بيتاثر كمان، مش خلي بالك، وانا بايدك تمام في الجزئيه دي، لانك ما بتاثرش بس على الولد، انت كمان بتاثر على المدرب نفسه، ان المدرب نفسه بيجي في وقت الوقت يقول لك ما حد بلغه الكوره كده، اصل يا كابتن ما حدش بيبص لنا، يعني ما حدش بيبص تحت القطاع. دلوقتي بدانا نتحرك في الجزئيه دي بشكل افضل. القطاع كله هيقول كده، مش لاعب ولا مدرب. مزبوط. اللعيبه كلها تقول ده، احنا كده كده بنمشي في الاخر. انا بكمل 20 سنه وبمشي. لكن السنه دي لا، ما السنه دي في تغيير، في طفره على فكره. التغيير ده اللي هياخدني بقى لمحور مهم جدا، هو محور الاكاديميات، اكاديميات النادي الاهلي. مجلس الاداره مؤخرا، مجلس اداره النادي الاهلي اعلن عن خطه جديده لزياده عدد الاكاديميات في مصر. شايف الخطوه دي ازاي؟ هتخدم المواهب الصغيره ازاي؟ خطوه كويسه جدا. النادي الاهلي هيكسب منها كتير جدا. احنا لو كل اكاديميه طلعت لاعب او اتنين يروحوا القطاع، ده يبقى حاجه، ده مكسب كبير ده فل جدا. يعني لان اللعيبه اللي بتيجي من الاكاديميه ديت بتبقى مش عارفه اي حاجه في اي حاجه، يا دوب الموهبه بتاعته ان هو حابب الكوره وعنده موهبه، محتاج مدرب ينمي له الموهبه ديت، يبدا يدخله في جو ان انت في نادي كوره، في النادي الاهلي، ان انا احاول اوصلك للقطاع. تمام. فدي هتفرق كتير جدا. احنا عندنا كل سنه بنطلع 2 و3 للقطاع من فرع واحد. فعلا. فرع عندك زايد. فرع زايد. مع كابتن امير عبد الحميد هو المسؤول عن الفرع. طب ده هايل كمان عشان الناس تفهم اكتر. هو برضو نشرح لهم شويه، الاكاديميات ده جزء، قطاع الناشئين جزء، وبالتالي الجزء الاخير هو الفريق الاول. الربط ما بين الثلاث محاور دول ربط مهم جدا، ما كانش موجود بصراحه. بعض. يعني انا بتكلم على اللي كنت عارفه قبل كده، ان كان قطاع الاكاديميات دوت كان قطاع تجاري بمعنى اصح، ان هو الناس بتدفع فلوس والناس بتقضي وقت وبتلعب وتتمرن وخلاص. الجزئيه الجديده اللي عملها مجلس الاداره والاداره الفنيه، وطبعا بوجود مدرب كمان، مدرب اجنبي، انه خلاص ان الاكاديميات ديت، وانت كمان كمدرب لا، انت بتحس ان كمان انت ليك دور، انك بتبني ان شاء الله نجم من نجوم الاهلي في المستقبل. وبالتالي الطموح عالي عند الولاد اللعيبه الصغيره، ان هو ممكن جدا ان انا كويس فهبقى في قطاع الناشئين فهبقى في الفريق الاول. وانت كمان كمدرب انت كمان عندك طموح، لو اشتغلت كويس هتشتغل من الاكاديميات، هتطلع كمان قطاع الناشئين تشتغل فيه، وهتبقى قريب من الفريق الاول. فكلها يعني كلنا بنوصل لبعض، يعني احنا كلنا بنسلم بعض. كلنا بنكمل بعض. الاكاديميه يا كابتن، السنه اللي فاتت طبعا ما كان قبل كورونا والكلام ده، كانت اعداد مهوله ما شاء الله، يعني ناس كتيره جدا. حتى السنه دي برضو في عز الظروف اللي احنا فيها ديت، لا في اعداد كتيره جدا. ففي ناس برضو بتبقى جايه وشايفه الاولاد بيلعبوا ماتشات، في اولاد بتروح القطاع، فالناس بيبقى عندها طموح. بتتشجع. حتى اولياء الامور بيبقى عندهم طموح لما فرقه مثلا تلاقي ولد راح القطاع، فدي وزمايله بقى كمان بيجي له حافز اكتر. مزبوط. ان انا ابقى موجود السنه دي في الاكاديميه، لو ما رحتش السنه دي لا اروح السنه الجايه.
منافسة مش سهلة صحيح. وحتى مش على المستوى المحلي بس، انت اكاديمياتك النهاردة على المستوى القاري كمان. ممكن ترد برضو يا كابتن لو يعني صوت طالع ممكن ترد على التليفون، بس مش مشكلة. فبتكلم على المستوى القاري كمان، ده مهم جدا مستوى على مستوى قارة افريقيا. بتكلم ان انت النهاردة زيادة عدد الاكاديميات بالاضافة للاكاديميات الموجودة حاليا، ده بيفرغ برضو مواهب زي كده. اياكس امستردام الهولندي النهاردة انت بتصدر اللعيبة دول لكل اندية اوروبا. احسن نادي في العالم يا كابتن اياكس. اكاديميات النادي بتطلع لعيبه كويسه جدا. ده اللي بيعمله. كان نفس الكلام في برشلونه. من خمس ست سنين فاتوا برشلونه كان نفس الكلام. برشلونه يا كابتن بقى لها خمس ست سنين مفيش لعيبه بتطلع من ال انت بتتكلم على الاكاديميات الخاصه، انت بتتكلم على الاكاديميات الخاصه بتاعت برشلونه هنا في مصر تقصد يعني؟ لا عندهم هناك في برشلونه ما بيطلعوش لعيبه من الاكاديميه بتاعتهم. فالنادي الفرقه بتاعتهم برشلونه كان احسن فرقه في العالم. دلوقتي برشلونه ممكن يخسر من اي حد. لا ما تقولش كده، انا برشلوني يا كابتن. انا كمان ما تقولش يخسر من اي حد، كبا وهتعدي يا ابو حميد ما تقلقش. لا انا قصدي ان برشلونه كان ميسي تشافي انيستا مطلع بوسكاتس بيكي، تحس ان على 7 8 طالعين من اولاد النادي. انا طبعا بس دي انا بايدك تماما، بايدك تماما. تجربه تتعاد تتكرر هنا وعلى مستوى في اليوفنتوس، وفي في بتتكلم انت بتتكلم كمان على اياكس. اياكس من المميزين جدا في الاكاديميات. ساوثهامبتون كانت من افضل الاكاديميات موجوده في العالم، وشفنا ده من خلال سنين كتيره على مستوى البريمير ليج قد ايه لعيبه بتطلع منها. فنتمنى ان شاء الله، وده يعني هو دوت الدور ده الدور المهم جدا. الناس كمان عارفه ان احنا ما نفكرش بس والله اصل في لعيب كويس قوي كده يعني نجيب من بره ونجيب من بره. لا، انت لو خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا لو وفرت بس 20% من المبالغ اللي اتصرفت على اللعيبه اللي جت من بره، ال 20% دي تحطها في القطاع، اكيد خلال سنتين ثلاثه كان عندك 3-4 نجوم كبار. يعني يا كابتن انا اشتغلت في قطاع الناشئين. الناشئين مليانه مواهب على مستوى انديه مصر كلها، مش نادي ولا اثنين ولا ثلاثه، لعيبه كويسه جدا. وخلي بالك يا كابتن في لعيبه بتمشي بتحترف بره واحنا ما نعرفش عنها اي حاجه. كتير بيطلعوا مظبوط. احنا وانا في المقاولين يا كابتن سنتين كان في ناس بتيجي من فرنسا، من انديه ومن اسبانيا، تيجي تتفرج على لعيبه تتابعها. طبعا انا شفت ده في المقاولين. في ناس بتيجي تشوف وبتتابع، في اولاد بيطلعوا معيشه يقعدوا هناك معيشه. خلي بالك في اولاد صغيرين طلعوا واحترفوا وجم مثلا هيجوا منتخب اولمبي من غير ما يلعب في نادي في مصر، وعلى مستوى يعني طلعوا صغيرين. مثلا زيزو مثلا لعيب الزمالك برضو من اكاديميه وادي دجله، وطلع من غير ما حد ياخد باله، طلع بره بقى نجم كويس ورجع على نادي الزمالك. المشكله يا كابتن ان ما حدش بيبص للناشئين كويس، يعني دي مشكله كبيره جدا. اكبر البركه فيكم بقى يا كابتن احمد. ما احنا بنتكلم وبنوصل، لكن انا بتكلم على المسؤولين. انا ممكن اكلم مسؤول وما يهتمش. انا بتكلم على الناس. يعني بس احنا ان شاء الله كل المسؤولين في النادي الاهلي، واعتقد يعني كمان لجنه التخطيط كمان مهتمه جدا. كابتن محمود الخطيب مهتم جدا بقطاع الناشئين، كابتن خالد بيبو مهتم جدا. كابتن خالد بيبو يا كابتن بصراحه كان هو المسؤول الفتره اللي فاتت عن الاكاديميات. مظبوط. عمل طفره كبيره جدا في اللعيبه وفي المدربين. هو كابتن امير بصراحه السنه دي عمل طفره في القطاع. كابتن شطه هو المسؤول دلوقتي على المستوى الاكاديميات. مظبوط. وعامل لنا محاضره على فكره يوم الجمعه الساعه 7 الصبح. كابتن شطه محاضره للمدربين فنيه يعني. بالظبط. تدريب يعني نستفاد منها. ما حدش يخسر طبعًا حاجه. حلو قوي. فبيشتغل يعني حته ان هو يجيبك الصبح ومحاضره وتاخد خبرات. الكابتن شطه مش قليل. طبعا احنا بنتعلم. ولا انت كمان يا كابتن احمد قليل. احنا بنشكرك جدا. ربنا يخليك. نورتنا يا ابو حميد. عايزين نشوفك تاني ان شاء الله في البيت الكبير، وتقول لنا كده 4-5 نجوم ان شاء الله يطلعوا يكونوا موجودين مع الفريق الاول. ان شاء الله. شكرا جزيلا. انا اتشرفت بيكم يا كابتن، ومبسوط قوي ان انا معاك وان انا شفتك. ربنا يخليك. كتر خيرك. ربنا يخليك. شكرا ليك. بعد الفاصل ضيف جديد في البيت الكبير. اتفضل. في الفقره الحواريه الاخيره مع واحد من المدافعين
المرة دي المتميزين، وزي ما قلنا واحد من نجوم الجيل الذهبي اللي كان مع مانويل جوزيه، اللي كان كل يوم زي ما بنقول كده بياخد بطولة. كمان زي ما كان لاعب مميز هو مدرب مميز أيضا، ونجح في وقت قليل جدا أنه يعمل طفرة كبيرة في أداء المقاولين العرب مع الكابتن عماد النحاس المدير الفني، والفريق كمان يمكن هيشارك في بطولة أفريقيا الموسم اللي جاي. أنا برحب بيه، منورنا ومشرفنا النهاردة كابتن رامي عادل نجم الأهلي ومدرب فريق المقاولين العرب حاليا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. نورنا. اهلا بكابتن هاني، وسعيد جدا انا معاكم طبعا حبيب. جدا يعني حبيبي يا رامي، منورنا. حبيبي يا كابتن، حبيبي بجد. وزي ما قالت سام، من المدافعين المميزين جدا جدا، وان شاء الله مشروع باذن الله مدرب كبير ان شاء الله نشوفه في المستقبل. ده شرف ليا يا كابتن، مشاهده كبيره يعني من حضرتك، من واحد مدافع كبير انه يقول عليا مدافع كويس. لا دي حقيقه، دي حقيقه حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. هنتكلم كتير، عندنا ملفات كتير. طب وانت كنت متابع يعني بشكل كبير جدا للتقرير اللي بيتكلم عنك، تقول افتكرت ايه واحنا بنعرض التقرير ده؟ اقول لك انا افتكر ايه؟ لا افتكرت اللعب، اللعب لا، والجول اللي جبته في الاهلي، والجول اللي جبته في الاهلي. لا لا لا، اللعب طبعا حاجة تانية خالص يعني. لعيب الكورة ده طول ما هو في الملعب ده قصة تانية خالص يعني. لما بتسيب الملعب لا، الموضوع بيبقى أصعب حاجة في الدنيا على الواحد بصراحة يعني. ما تفرج على نفسك دلوقتي وتشوفي الأيام دي وتفتكر الأيام دي، بقى الموضوع لا صعب جدا على الواحد بصراحة يعني. أحلى أيام. بس يعني هي دي سنة الحياة. لا أنت هتخش لسه في التدريب وهتلاقي أيام حلوة كمان إن شاء الله. إحساس إحساس ده مختلف. حلو يعني بحاجة مختلفة بقى، بطريقة مختلفة. بتكمل إحساس بس بطريقة مختلفة بشكل تاني. أنت بقى مسؤول عن مسؤول عن اللعيبة، مسؤول عن حاجات كتير جدا، وأنت لعيب كنت مسؤول بس عن نفسك. بالذات يا كابتن لما كمان يبقى ليك أنت دور في شغل وتشوف الشغل بتاعك ده بيبان تأثيره ونجاحه، فده إحساس بقى ده مختلف خالص يعني. طب تحب نبدأ بالأهلي ولا نبدأ بالمقاولين؟ انا معاك في اي حاجه. طب انا هبدا بالاهلي. ماشي. انا عايزه اتكلم عن مباراه امبارح، المباراه النهائيه في مشوار الموسم ده، الاهلي وطلائع الجيش. موسم يعني، او عايزه اتكلم على الامسيه الكرويه بتاعه امبارح تحديدا. مش بس امسيه كرويه رياضيه ولكن انسانيه كمان، وشفنا فيها لقطات انسانيه حلوه جدا، افتكر ان هي ما اتكررتش قبل كده. شفتها ازاي من الخلفيه دي؟ هو الماتش مبدئيا بس نمره واحد فنيا انا ما شفتوش. انا برضو احنا كان عندنا مباراه امبارح خلصناها. أيوة ماتش بيراميدز. خلص الماتش يا دوبك وانا مروح برضو اتفرجت على شويه يعني، سمعت شويه في الراديو. شفت الاهداف وشفت شويه حاجات كده، لقطات من المباراه. يعني اداء الاهلي ما اعرفش كان كتوتال الماتش كان عامل ازاي يعني، الماتش كله مش عارف. بس هو كان استمرار للاداء. يمكن انت اتفرجت على الوداد واتفرجت على ماتش الوداد، هو استمرار لنفس الاداء. اكيد. وكنت يعني بسمع حضرتك من شويه برضو بتتكلم على القصه بتاعت الولاد الصغيرين اللي شاركوا بالزبط في المباراه. ظهروا بشكل كويس، وانا كنت يمكن شفت اتنين في تقريبا، واحد هو معلق الاسم معاه شويه العربي بدر تمام، وفي ولد صغير نزل في ماتش، هو ولد صغير قوي كده، شادي ده. انا ده شفت له لمسه تقريبا او لمستين بس، ما اعرفش هو لعب تاني ولا لا. حاجه جميله يعني ما شاء الله يعني. وحتى كانوا قاعدين يقولوا تصريحات كده ان في مفاجآت يمكن في الماتش بتاع الوداد، بس تقريبا ما شفناش مفاجآت يعني. كنا تقريبا قايلين حد هيدخل سكور او ممكن يلعب او حاجه زي كده. بس طبعا دي حاجه كويسه ان هو الراجل يشرك عدد كبير من الناشئين في النادي الاهلي. طبعا الحته الانسانيه بقى اللي احنا شفناها امبارح دي طبعا كانت قصه ثانيه خالص يعني. موضوع بصراحه بكى الواحد يعني. طبعا موضوع مؤمن ده موضوع صعب جدا 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 على الواحد. يمكن الموضوع كان محدش سمع عنه حاجه خالص، كان متغطي بنسبه كبيره. يمكن لما لحد ما ظهر مؤمن في السوشيال ميديا شويه والحفله اللي راحها او زي المسرحيه تاني حاجه زي كده، الموضوع اتفتح طبعا بشكل كبير جدا. وده يعني ده حاجه مش غريبه عن النادي الاهلي، انه يقف جنب ولاده طبعا ويساعد ولاده ويكرم الناس اللي تعبت جوه النادي الاهلي واشتغلت جوه النادي الاهلي. والواحد بصراحه يعني حتى الموقف بتاع زوجته الواحد يعني كان الموقف كويس قوي امبارح بصراحه. الناس حتى اتكلمت وشكرت فيها جامد، ان ست بصراحه يعني تستاهل الشكر ان هي واقفه جنب زوجها طبعا في وقت زي دوت، في وقت شده زي دوت، تساعده في كل حاجه، بتقويه طبعا وبتدعمه. الوقت ده هو محتاج كل حاجه نفسيه تبقى حواليه. انا كلمته يمكن في الاول في بدايه الموضوع ده شويه، كان هو يمكن زعلان شويه بصراحه يعني، انا بتكلم بكل صراحه يعني. كان زعلان شويه ان في يمكن ناس هو كان فاكر ان هي تسال عليه وتتابعه بشكل كبير، الموضوع لا ما كانش زي ما هو متخيل. يمكن بعد فتره الدنيا اتحسنت شويه وبدا لا الامور تتحسن معاه شويه، والناس بدات تسال عليه بشكل كبير
والناس اهتمت بيه احسن من الاول بكتير. فلا يعني نفسيا طبعا وفرقت معاه كمان الموضوع ده، كل حاجه نفسيا فرقت معاه على المستوى النفسي، وشفنا ربنا يتمم شفاه يعني، شفنا خلال الاسبوعين اللي فاتوا صوره وهو في الجيم يعني، حتى الحاله كان داخل ماشي لوحده شويه يعني. الحاله المعنويه بتفرق جدا جدا، وزي ما انت عارف برضو، ولو اتكلمنا على الحاله المعنويه ازاي بتفرق حتى في لاعبي الكوره وهو بيلعب، فاكيد هو كمان الموقف صعب، واللي يحس بيه كمان لاعبي الكوره اكتر يعني. طبعاً يعني احنا وانت تحس بموقف طبعا، ربنا يبعد المرض عن كل حد، لكن خاصه انت بتحس وهو قاعد في الملعب بيفكر كان نفسي ابقى موجود، كان نفسي يعني الموضوع دوت كان مؤثر. لكن انت بتتكلم في نقطه ايجابيه ازاي يعني، حرمه طبعا الكريمه كانت موجوده وهو كان معتمد عليها طبعا، سنده يعني نازله بيه، كانت لقطه حلوه جدا جدا يعني جدا بصراحه. دي لقطه انا في اعتقادي من يعني لقطه الاحتفاليه نفسها طبعا يعني. طبعا لا، وزي ما حضرتك قلت هي الحته النفسيه طبعا دي اهم حاجه عن اي حاجه يعني. ما تقوليش بقى هقف جنبه ماديا، هقف جنبه لا، معنويا لازم حته ان اللعيبه اصحابه يبقوا على طول بيتابعوه وعلى طول بيسالوا عليه، المجلس الاداره، اللعيبه الكبيره، اي حد من جوه المجال بيسال عليه، حتى لو ما لعب معاه ما لعبش معاه، بس بسماعه التليفون دقيقه واحده بس بحقيقة. اخبارك ايه يا مؤمن، عامل ايه، طمنا عليك، خلاص الموضوع بالنسبه له. وده اللي انا حسيت ان كل اللعيبه بتعمله، وشفت يعني حسيت ان كل اللعيبه بتعمله من خلال كهربا يعني. انا في دخلت مؤمن جون كهربا جه والمشهد حتى كان في احتفال بروتوكولي صحيح، بس هو انساني، ودول كلهم كانوا جيل واحد. واللقطه بتاعت يمكن ما حدش خد باله منها، لما شال ابن مؤمن وبيرفعه وبعدين رايح للدرع، اللقطه اللي حصل عليها دلوقتي جده يعني مشكله من لا مشكله كانت ممكن تعدي طبعا. فانا حسيت ان اللعيبه وبالذات كهربا، لا يعني هم جدا قريبين من مؤمن، هم فعلا حابينه، مش بس بيستندوه عشان التلفزيونات والاعلام والتصوير، لا هو كهربا يعني بيتعامل بقلبه قوي. حسيت ده. لا اكيد طبعا احنا عارفين القصه دي، واللعيبه دي قريبه جدا من بعض يعني. الواحد يمكن مش جيله بس برضو الواحد يعني عاشرهم شويه وعارف عشت الاجواء ديت يعني، عشت وانت عشت طبعا يا كابتن، عشت مع الاجيال كلها الحمد لله يعني ما شاء الله عليك. انا استمت في الملاعب شويه. لا كملت دوست كويس. أيوة ما شاء الله، الحمد لله يكرمك. لا لا صحيح عصرتها يعني. لا وانت كمان كنت في جيل يعني جيل مميز جدا، وجيل وانت مدافع كبير، وحته مدافع كبير هتاخدني لحته كمان ان النادي الاهلي بيحقق انجازات كبيره على المستوى الكلين شيت وعلى مستوى الاداء الدفاعي بشكل كبير. انا كابتن بس يعني هقول لحضرتك حاجه قبل ما اجاوب على السؤال دوت. انا بس كانت حاجه يعني عايز اقولها، انا كانت امنيه من امنيات حياتي ان انا العب معاكم يعني. انا تقريبا اتمرنت مع بعد الكابتن جوهري تقريبا، كابتن محسن صالح صح، اشتغلت مع كابتن محسن صالح، اشتغلت مع معظم مدربين منتخب اللي جم بعد الكابتن جوهري. انا كان ليا واقع يمكن كده، كان المنتخب بيتجمع وبيجي يتمرن في الملعب الفرعي، كنت بتفرج عليكم على طول. كان ساعتها ابراهيم سعيد جيلي وكان معاكم في الوقت ده، وكنت انا ساعتها في منتخب الشباب وبلعب في المنتخب الاولمبي وفي الفريق الاول في النادي. فكان عندنا تقريبا نهائي كاس مصر، قبليه بيومين كان كابتن ابو العز كلم حد من عندنا في الجهاز وقال له احنا متابعين رامي، وكابتن اسمه كابتن محمد عبد الحميد جه كلمني قال لي رامي خلي بالك الناس عينيها عليك وكده. نزلنا الماتش بتاع التدريب بتاع الماتش كاس مصر النهائي دوت، بشوط ضربات جزاء بنتمرن على ضربات الجزاء بتلعب نهائي، فبشوط بحط بطن رجلي في الكوره، لقيت العضله الضمه ترقعت. قعدت في القصه دي حوالي 6 شهور تقريبا، فبعدت خالص عن المنتخب خالص. فسبحان الله يعني انا كانت امنيه من امنيات حياتي ان انا العب مع الجيل بتاعكم، لان انا كنت كمان بيتي كان قدام الاستاد فبتتفرج عليه. وبعدين انا عندي ورق فضلت ادور عليه عشان اجيبه لك مش لاقيه عندي. كنا زمان بقى ما فيش اللي هو التليفونات والقصه دي والكاميرا، كان في اوتوجراف، كنا بنجيب كده ورق وقلم ونقعد. كنت بتمرنوا قبل ما تروحوا كاس العالم سنه 89 في الاستاد، فكنت انا بقى كتبت الكابتن هاني اوتوجراف، هو اللي كتب لي طبعا اوتوجراف. الفرقه كلها احنا كنا صغيرين وبنعدي. أيوة. ندخل الاستاد وهما بيتمرنوا قبل كاس العالم 90. لا انا عندي والله اللعيبه كلها كابتن يعني كل اللعيبه. انا حتى متلخبط، انا عندي 2 كابتن ابراهيم وواحد كابتن يعني، عندي 3 منهم. انا رحت لابراهيم حسن، رحت لكابتن ابراهيم مرتين ورا بعض. اوكي. وبعد كده رحت لكابتن حسام، لقيت ابراهيم فرحت لكابتن جوهري ماضي.
فلا انا يعني انا يعني مجنون بالجيل بتاعكم ده اصلا جدا جدا يعني. ربنا يخليك يا رامي. وانت لسه كنت لعيب مميز، يمكن زي ما انت قلت اول مره اسمع دي ان كان يعني هو طبعا كل حاجه بتاعت ربنا ان كان طبعا ممكن تكون موجود في المنتخب. كابتن رامي عادل، رامي كنت قبل التقرير بكلمك وانت مدافع كبير وعلى مستوى عالي جدا وعاصرت اجيال ومانويل جوزيه، كان الموضوع كمان بالنسبه لك ما كانش سهل قوي، لكن رغم الاصابات ورغم خاصه في السردباكين بتوعنا في الموسم دوت، والاهلي بيحقق ريكورد كبير جدا بكلين شيت ب 28 مباراه بلا اهداف، تقييمك ايه لاداء، خلينا نتكلم في جزء السردباكين والجزئين دول، تقيم الموسم ازاي بالنسبه لك؟ والله يا كابتن لا يعني التقييم صعب شويه ليهم بالذات لان المجموعه دي تقريبا انت كل ماتش تلاقي الموضوع مختلف، يعني انت بتجيب شويه محمد هاني يلعب تفكر في احمد فتحي، ايمن اشرف يدخل، ياسر ابراهيم كان، ياسر محمود متولي يعني الاصابات والقصه دي، لا فانت عشان تقيم حد فيهم لا تقييم صعب جدا ان انت تقيم احد فيهم الموسم ده بالذات. يمكن الموسم اللي قبليه لا اقول لك ان كان في ايمن كان كويس، فلان كان كويس، رامي كان ماشي شويه، رامي تقريبا ربيع برده بيخش ويخرج اصابات، وسعد سمير برده ما كانش السنه دي، لا السنه دي انا مش شايف اصلا حد خالص ثابت في مكان يعني، فلا الموضوع ما بالرغم عن كده زي ما بقول لك عاملين ريكورد كويس يعني، حتى انت طبعًا عارف انت مركز السردباكين محتاج دايما تكلموا بعض بشكل دخل فينا 8 اهداف بس لازم تتفاهموا مع بعض كويس، تكلموا بعض كويس، بالرغم عن ان هو تقريبا كل 3 4 ماتشات 2 جداد بيلعبوا جنب بعض، لكن مش يا كابتن هذه شخصيه برضو النادي الاهلي وشخصيه الفريق الكبير طبعا، يعني ده طبيعي شويه، اي حد ممكن يتحط في اي مكان بيشتغل، يعني احمد فتحي لو دخل هيأدي في المكان دوت، محمد هاني انا عاجبني محمد هاني جدا كمان يعني، انا بحب لعب محمد هاني قوي في الباك رايت، ولما بيلعب مساك برضو مش وحش يعني، الولاد بيأدي بصراحه يعني. ف بس يا كابتن خلينا برضو نقول انا يعني هقول حاجه مش عايزها تزعل حد، بس برضو هو النادي الاهلي طبعا كويس جدا السنه دي وعمل ريكورد كبير، بس برضو يا كابتن منافس انا شايف المنافس مش احسن حاجه يعني، احنا يمكن الجيل بتاعنا كان جيل قوي جدا، بس كان تحس ان في منافسه شرسه مثلا في اربع خمس فرق مثلا، في فرق قويه كتير قوي، لكن انت هتفرج السنه دي مثلا انت بتتكلم في فرق كبير جدا على المركز الثاني، كبير قوي على المركز الثالث اللي هو اصلا نادي برضه صارف كميه مصاريف يعني، صارف فلوس كتير جدا، وفي الاخر انت فارق عنه بحاجه و20 نقطه، فاللي هو برضه طب المنافسه فين؟ بس طبعا انت كنادي اهلي انت مالكش دعوه بالكلام ده خالص، انت شغال السيستم بتاعك هو واحد، مالكش دعوه بحاجه. ده اللي مش عاجبك في الدوري يا كابتن، انه مفيش منافسه حقيقيه. مفيش منافسه بصراحه، لا خالص خالص، انا مش حاسس باي منافسه يعني، الدوري اتحسن من بدري جدا. انا النقطه اللي مضايقاني قوي القصه بتاعت بيراميدز، يعني انت نادي صارف فلوس كتير قوي يعني، ميزانيه ضخمه جدا، وفي الاخر انت واخد ثالث وفارق كبير قوي عن المركز الاول، حاجه و20 نقطه تقريبا. فيعني هي دي مضايقاني شويه في القصه بتاعت المنافسه، بس انا برضو بقول لك ان الاهلي هو ملوش علاقه بالقصه دي، هو مش بيتاثر، هو الاهلي بيلعب ماتش سهل صعب، هو ملوش دعوه لحد اخر لحظه، هو بيكسب حقيقي، عايز يكسب، عايز يعمل حاجه لنفسه، انا ما بخسرش، ما ينفعش اخلص ماتش متعادل او خسران، فدي قصه في الشخصيه بتاعت النادي الاهلي بصراحه من زمان حتى احنا على ايامنا مثلا لما كان خلاص الدوري مثلا بيتحسن قبليها ماتشين ثلاثه، كان مستر مانويل خلاص بياخد اجازته بيسافر، كان كابتن حسام اللي بيكمل، لعيبه كتير جديده بتلعب، بس برضو الموضوع انت مش نازل تخسر ولا نازل تسيب ماتش لحد، لو فرقه حتى بتلعب فرقه مثلا ممكن فيها هبوط مثلا، انت مالكش دعوه بالكلام ده خالص، فدي هي شخصيه النادي الاهلي، ما بيتاثرش باي حاجات محيطه. وشفنا يعني ده حتى في مباراه طلع الجيش امبارح، رغم ان انت طبعًا حاسم انت بتكسب اول، بتكسب 3-0 وشكلك طبعًا كويس واللعيبه بتجري ومتحمسه، يعني ده اللي شفناه كمان تأييدا يعني الكلام يا كرم. بالظبط. طب النهارده المقوله اللي بتقول انه موسيماني بالرغم من انه هو افريقي لكن يتمتع بعقليه اوروبيه، بتتفق ولا بتختلف في الاول مع المقوله دي؟ لا بتفق، لان احنا كلنا اتفرجنا عليه لما كان ماسك الفرقه بتاعت جنوب افريقيا. ايوه لا احنا شفنا فرقه بتلعب كوره يعني ممتعه، حلو، فرقه بتمتع يعني الناس، فلا الواحد بصراحه اول ما فكروا في الراجل دوت انا اتبسطت يعني، انا قلت لا انا، لان الواحد انت النادي الاهلي ما ينفعش يبقى انت كابتن هاني هيبقى فاهم في القصه دي شويه، ما ينفعش ان انت
انا احب الفرقه الكبيره اللي تبدا بالكره من تحت، مش عايز لعب طويل. انت فرقه كبيره طبعا. وبعدين انت هتلعب، انت النادي الاهلي في مصر، فطبيعي ان انت لازم تبقى قوي جدا، لازم يبقى ليك شكل هجومي وشكل منظم. فانا اتبسطت بصراحه ان الراجل ده موجود. اي حد تاني موجود ممكن يعمل كل حاجه، ممكن يجيب بطولات وكل حاجه، بس لو مالكش شكل طب وبعدين انا استفدت ايه؟ يعني برضو انا ما استمتعتش، وانا النادي الاهلي اقوى من اي حد بيلعبني، وعندي احسن لعيبه في مصر، فلازم يبقى برضو ليا شكل اداء كويس. بالظبط ده اللي بيعمله موسيماني. بالظبط ده لا ده كمان كان شويه قلق من الناس، رغم النادي الاهلي كان بيكسب مع الاجزاء الاخيره من مباراه فايلر كان موجود، بس الاهلي بيكسب بس مش بس الاداء لا هو ده يعني انت كده. بتتكلم على الجزء هو ده اللي انا قصدي عليه بالفعل يعني. هو ده اللي انا قصدي عليه جدا يعني ان انت يعني بص يا كابتن، خلينا نتفق ان النادي الاهلي باي حد جاب بطولات الحقيقة. اي حد الحقيقة. مدرب مصري، مدرب اجنبي، اي حد، اسم كبير اسم صغير، هو جاب بطولات. فحته البطوله في النادي الاهلي دي مش حاجه مستحيله، بس انا عايز بقى كمان اجيب بطوله واعمل اداء كويس. يعني احنا ايام مستر مانويل اللعيبه طبعا كان مجموعه كبيره جدا، كبيره ونجوم، بس برضو انت كان في اداء يعني النادي الاهلي كنت اتفرج عليه في شكل كبير، في شكل حلو قوي. كان لما حد بيتعادل معاك ده يعني بيروح يعمل فرح يعني عشان تتعادل مع النادي الاهلي في الوقت دوت، كان يعني حاجه مش طبيعيه ان انت تعمل كده. فانا اللي بطمع فيه في النادي الاهلي، انت كمدرب اشتغلت مع فرقه زي دي، لازم يبقى ليك شكل، لازم ما تخافش وتبدا من تحت ويبقى ليك شكل كويس جدا في الملعب عشان تمتع بقى الناس كمان. ما يبقاش انت بتكسب اخر ثانيه ولا اخر حاجه وخلاص، ما انت هتكسب، انت النادي الاهلي هتكسب، بس الشكل مهم كمان. ده حقيقي، وده الشكل اللي شفناه خلال يمكن الاربع خمس فترة الاخيره يعني. توقع يعني خلينا نتكلم بقى انت كرامي، توقعت الاسم الموسيماني مع النادي الاهلي في التوقيت، انا اعتقد توقيت اكتر من رائع ان مجلس الاداره يعني فكر في الوقت ده بالذات، ما جاش على بالك هيبقى الموضوع صعب لان يعني ما قلقتش شويه على النادي الاهلي؟ لا 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 خالص يا كابتن، اللي هو الاسم موسيماني مش اسمه صغير في افريقيا، راجل عنده خبرات في افريقيا كبيره جدا. زي ما قلت حضرتك، هو احنا شفنا الفرقه سان داون كانت عامله ازاي، الفرقه شكلها حلو قوي، بتلعب كره كويسه، خدت بطولات معاه في افريقيا، فلا الواحد ما قلقش بصراحه يعني. هو اتاقلم كمان، يمكن هو بسرعة. الموضوع بس كان غريب عشان احنا يمكن المنظر بس شكله غريب علينا، والناس كان منتظره مدرب اجنبي فالناس فاكره عايز حد ابيضاني وبتاع ومش عارف شعر مسبسب والكلام ده، الموضوع بس شويه غريب على الناس كشكل المدرب، لكن غير كده لا، هي هو الموضوع مش كده. انت ممكن تجيب واحد مصري عنده فكر كويس جدا، وطبعا يا كابتن بيفرق في النادي الاهلي جامد جدا 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 شخصيه المدرب جدا طبعاً. لان انت لازم تسيطر على النجوم، انت معاك نجوم، معاك احسن لعيبه في مصر، فحته السيطره على اللعيبه دي تعرف تظبط الدنيا، تعرف ما تعملش ما تخلقش مشاكل جوه الفرقه، لان في لعيبه كبيره بتبقى قاعده احتياطي. حضرتك عارف اللعيب الكبير ده الاسم، لما بيقعد احتياطي لو عمل لك مشاكل جوه الفرقه خلاص الدنيا باظت عندك. فانت ان انت تعرف تسيطر على المجموعه كلها، ده طبعا نجاح لاي مدرب في النادي يعني. نجاح لاي مدرب اكيد، وانت بتتكلم اكيد يعني ما بين قوسين مانويل جوزيه، لان انت الجزئيه اللي بتتكلم فيها ديت انه التعامل مع شفتها في فايلر يا كابتن، وفايلر شويه بس في الاول ولا امتى شفتها؟ في اي لا فتره شفتها من فترات كتير، بس برضه هي النتائج بتفرق. مش عارف حضرتك عايز تقول النقطه دي ولا لا؟ مش عايز اقول النقطه، عايز اقول نقطه تانية. انك في فرق انك بتعمل كنترول على النجوم والنجوم دي راضيه ومقتنعه بكلامك، وفرق انك بتعمل كنترول على النجوم والنجوم ديت ما بتدكش نفس الحق. ان انا لا يعني بيبقى في نوع من القلق شويه، يعني في نوع من يعني فاهم يعني. انا اللي اعرفه ان مانويل جوزيه بيعمل كنترول على النجوم والنجوم بتحبه او مقتنعه وبتدوس على نفسها طبعاً، ويبقى طبعاً. بيبقى الموضوع عندهم حافز اكتر اكيد يعني مع بايلر شويه انا بحترمه جدا، لكن كنت بحس ان في شويه مسافه ما بينه وعلاقاته مع اللعيبه فيها مسافه شويه، وده طبيعه على فكره السويسريين يعني. خلينا نتكلم على طبيعه مدربين يعني اجريسيف شويه يمكن بالزبط. في التعامل شويه، لكن لا مستر مانويل انا شايفه كان حكيم قوي يعني، هو راجل ذكي ذكي جدا 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 يعني. لا يعني الواحد بصراحه اتعلم منه كتير وتاثر بيه جدا جدا في الفتره انا قعدت فيها النادي الاهلي. لا الراجل ده الواحد اتعلم منه حاجه كتيره جدا في الشخصيه والتعامل مع اللعيبه. لا حاجه مختلفه خالص عن مدربين كتير جدا بصراحه الواحد اتعامل معاهم يعني. ايه الفرق بين موسيماني ومانويل جوزيه؟ لا انا موسيماني لسه برضو ما نقدرش نقارن، ما نقدرش نعمل مقارنه دلوقتي في فتره صغيره. بس اللي انا شايفه كويس في موسيماني، انا شايف ان اللعيبه تقريبا اللي ظاهر قدامنا، احنا مش عارفين ايه اللي جوه الكواليس يعني، بس اللي ظاهر قدامنا ان الناس شكلها بتحبه يعني، اللعيبه حباه.
واضح قدامنا في الاحتفال بتاع الدوري، اللعيبه كلها بتحبه. ايوه انا كان قصدي كده، انه مش بس في طريقه اللعب، مش قصدي تقيمه لي فنيا، تقيمه لي حتى الشخصيه اللي انت اكتشفته او استمدته من موسيماني، وحاسس ان هو شويه قريب من 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 مانويل جوزيه. لا يعني انا ما اعرفش الشخصيه قويه ولا يعني يعني الى حد ما انا اصلا جابوا له فيديو من قريب، ففيديو يعني تريقه كده يعني كوميك كده، ان اتفرجوا على مدرب الاهلي طيب جدا، فجايبينه في جنوب افريقيا، المذيعه بتعمل معاه لقاء وهو انفعل بطريقه رهيبه وزعيق زعيق زعيق، لا لو شفته يعني ضحك ضحك مش طبيعي. فهو الراجل ما تعرفيش بقى لسه، الواحد مش عارف برضه شخصيته اذا كانت شخصيه قويه شخصيه هادي مش هادي، لسه ما بانش برضه عليه كاركتر، لسه مع الوقت شويه لسه هياخد وقته ويبان الكاركتر يعني. اكيد اكيد. طيب احنا عندنا فاصل سريع جدا في البيت الكبير، ونرجع مع حضراتكم نكمل باقي حلقه. اهلا بحضراتكم مره تانية، ومعانا طبعا النجم رامي عادل موجود معانا، لكن معانا كمان تليفون مهم جدا، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن سيد. تفضل يا كابتن هاني، حضرتك الف مبروك. اهلا يا كابتن سيد. هجيلك يا كابتن سيد. هجيلك انا كمان. الاول مبروك على التتويج، ومبروك على البطوله ال 42 في دولاب بطولات النادي الاهلي. يا رب يا رب كده ان شاء الله نعمل دولاب جديد من السنه الجايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، ونوفق ان شاء الله حتى على المستوى الافريقي. بس خلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا يا كابتن سيد، يمكن كان في تصريح اعتقد ايجابي جدا جدا من حضرتك ومن خلال النادي الاهلي على الازمه اللي حصلت امبارح في اثناء التتويج ما بين محمد فضل وكهربا، ورغم التصريحات الايجابيه والايجابيه جدا من خلالك طبعا في وسائل الاعلام، لكن فوجئنا بان محمد فضل بيقدم مذكره للجنه الانضباط في اللجنه الخماسيه، واللجنه دي كمان هتنعقد بكره لاتخاذ امر ما او عقوبه في حق كهرباء. راي حضرتك؟ طيب بص، يمكن احنا ترفعنا بشكل كبير، وانا قلت الكلام ده دلوقتي وبعيده لان هي دي الحقيقه، يعني ترفعنا بشكل كويس قوي 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 بشكل هايل جدا في الموضوع دوت، وقلنا ان ده احتفاليه وتتويج وفرحه، فمش عايزين نكترها او حتى نلمس عليها باي حاجه يبقى فيها نوع من تعكير الصفو يعني، وخصوصا كمان انها جايه في من واحد شغال في الاهلي دلوقتي اللي هو كهرباء، او بيلعب في الاهلي دلوقتي كهرباء، وما بين كابتن محمد فضل اللي واحد من ولاد النادي. صحيح هو بيمثل اتحاد الكره في الوقت الحالي، طبعا مش عايز اقول كده انه بقى فيه انتماء يعني للاهلي بشكل صارح يعني، لان هو في الاول والاخر الراجل طبعا يعني مسؤول وبيبقى فيه حياديه، لكن في النهايه ترفعنا بالامر ده على اساس ان الامر يبقى بالنسبه لنا يعني في اطار فرحه في وسط فرحه، فاحنا ما نبقاش سبب او جزء منها يعني. اوكي؟ صحيح. لما عملنا الموضوع ده عملناه واحنا بنحترم المنظومه ككل، بنحترم المنظومه اتحاد الكوره، اثنين عليهم كمان في اثناء الكلام النهارده، وحتى لما كنت موجود في اتحاد الكوره من كام يوم في تجميع مديرين الكوره او المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين لرؤيه مقترح السنه الجايه. كمان احنا لما اشرنا ده في احترام للمنظومه ككل، الاحترام ده لازم يكون متبادل. طب الاحترام ده مع كل المنظومه ككل ما بين طرف وطرف ثاني، لا الاحترام ده لازم يبقى، انا بحترمك جدا فلازم تحترمني جدا. ولو حد بيمثل شيء، طب ما هو كهربا بيمثل النادي الاهلي، لو حد بيمثل اتحاد الكوره في الوقت ده في اللحظه دي، طب ما هو كهربا او اي حد لابس شيرت النادي الاهلي او حاجه مكتوب عليها لوجو النادي الاهلي، فده بيمثل النادي الاهلي في نفس الوقت. وبعدين احنا لو احنا بنتكلم في اطار توضيحي للناس جدا، لا احنا ما عندناش حاجه نخجل منها كابتن. وانت متخيل حاجه، لو احنا انت متخيله لو احنا عندنا حاجه فيها ادانه لاي حد في الكره في اللعيبه ولا اللي موجودين، احنا هنتستر عليها، احنا اللي بنقول كل حاجه حتى لو ما كانتش باينه في كابتن سيد. هل في تواصل حصل ما بينك وما بين محمد فضل بخصوص الموضوع ده، انه يعني الاحتفال كان بروتوكولي وكل حاجه، لكن الانسانيات دي برضو يعني كانت طاغيه على اللعيبه، وده شيء خارج عن ارادتهم، ده في الاول وفي الاخر زميلهم، وفي الاخر والاول والاخر كان جيلهم وكلهم مع بعض، يعني علاقه طيبه جدا، وده ملاحظ قوي. انا بدات كلمت محمد فضل قلت له كده يعني، لا اتكلمت خاصه الموقف الواضح جدا من النادي الاهلي من خلالك اللي هو وحتى انا هكمل لك بس الواقع عشان الناس تبقى عارفه كويس قوي مدى اهميه الاحاديث عندنا او الاحداث عندنا. من غير ما حد يقول لنا حاجه ولا يوجهنا لحاجه، احنا في نفسنا
لما بيكون في حاجه احنا بنطلع نقولها. يعني انا بعد اللقاء مباشره كلمت كابتن محمد الخطيب على الواقعه دي، تمام؟ لو في حاجه حصلت شوفها، ولو في اي حاجه حتى لو علينا ناخد قرار على طول، ما فيهاش نقاش ولا جدال. انا شفت الموضوع من باب الامانه والله العظيم اكثر من 12 14 مره، شفتها اكثر من 12 14 مره اللقطه دي. اللقطه شفتها اكثر من 12 14 مره. احنا شفنا حاجه، يعني شفتها عشان ما يبقاش في حاجه معينه. انا مش ممكن حد هيوجهني ان انا اعاقب لعيب عندي عشان ارضي الدستور في المنظومه ككل، واكثر مني رئيس النادي لما قال لي الكلام ده، لو عندك حاجه، لو في اي حاجه للولد ده يبقى في حاجه بالنسبه له لازم يتعاقب. لو ما فيش حاجه خلاص، لو ما فيش حاجه انت هتوجهني انت عايز، يعني مثلا انا اعاقب لاعب على حد ماسك ايده او بيزقه او عايز يدفعه مثلا، يعني احنا بنتكلم ايه؟ طب ما انا جبت كهربا بعد يعني بعد ما الحدث ده خلص اتكلمت مع كهربا وحكى لي الموضوع كله من اوله لاخره، وانا مش مكسوف ان انا احكيه على الهواء. الموضوع بدا ان الراجل محمود كهربا سلم على مؤمن وما سلمش على كابتن فاطر. بس الموضوع بدا من هنا، ان انت بتسلم على واحد جت ما سلمتش نسيت ايا كان، مش ده يبقى النتيجه رده الفعل على طول ان انا ادفعك او ازقك. وبعدين انا لما اروح لجنه الانضباط يا استاذ اسلام، يا كابتن هادي، يا كابتن رامي، لما اروح لجنه الانضباط مش هاخد بشريط اللقاء؟ اكيد اكيد طبعا، هو هيرجع له شريط اللقاء نفسه اكيد. شوف حضرتك محمود كهربا مقدم مذكره في الاحداث اللي حصلت والشؤون القانونيه عندنا، هتاخدها تقدم، تمام؟ يعني لجنه الانضباط في الاحداث مظبوط على كل الناس، على مرمى ومسمع من كل الناس. ولما هاجي اقول حاجه، مش ممكن مصر كلها يا كابتن هاني، مصر كلها شايفه حاجه وهتطلع لي بقرار ثاني، تبقى كارثه. لا انا بايدك تماما يا كابتن سيد، وخاصه انت بتقول جزئيه العمليه بتغيبش عنها، يعني مصر كلها شايفه حاجه معينه في شريط فيديو. أيوة. تمام، الشريط فيديو موجود او شريط المباراه كانت لسه المباراه يعني منقول على الهواء، اوكي، ويتخذ قرار ثاني خالص. وبعدين انا لما هتقدم مذكره في لجنه الانضباط، احنا كمان هتقدم مذكره عن طريق اللاعب بتاعنا في لجنه الانضباط، وهترجع لحاجتين. الحاجه الاولى شروط اللقاء، الحاجه الثانيه الناس اللي موجوده شهود. فاحنا مش كنا ما كناش هنتصدر على حاجه لو حكايه رابعه منها، اوكي. انا ماليش علاقه باحداث سابقه، فبناء عليها هتاخد فيها قرار. انا بتكلم على الموضوع ده، اللقطه دي، وانا من واجبي، يعني احنا ترفعنا ان احنا نتكلم على حاجه مثلا ممكن يبقى فيها يعني قرار معاكسي اصلا عشان نحافظ على اليوم الجميل ده. لكن لو في حقوق يبقى حق الكهرباء ده اللي يتجاب اصلا. يعني لو في حقوق ترجع يبقى حق الكهرباء ده اللي يتجاب اصلا. اوكي، الحاجه الثانيه والاهم، احنا بس عشان بنفتكر كويس قوي احداثنا في مباراه السوبر يا كابتن هاني، والاحداث اللي كهرباء خد عليها صحيح وقت في اخر الموسم، وبعدين تم تخفيض العقوبه لحد 10 مباريات لو تتذكر. انا معاك. كان السبب الرئيسي مفيش فيديو بيدين كهرباء، مفيش فيديوهات بيدين كهرباء غير ان اللي كانوا موجودين في المباراه قالوا ان هو السبب في اشتعال الازمه. ده مظبوط. انا عايز اعرف مين السبب في اشتعال الازمه بتاعت امبارح دي، يعني مين السبب؟ لو انت بنفس النهج، تمام، ولجنه الانضباط خدت القرار بتاعها ان ده في قرارها، حسيات القرار اول حاجه كده مكتوبه ان ده كان السبب في اشتعال الازمه، اوكي. طب احداث الامس دي مين السبب في اشتعال الازمه؟ يا جماعه مش هينفع كده، يعني مش هتنفع حاجه. او احنا بالنسبه لنا هنيجي على لعيب عندنا عشان ارضي حد؟ مش هينفع. احنا عاقبنا كهرباء مليون جنيه وما اتكسفناش وقلنا ان هو اخطا. ده صحيح، ده صحيح. ولما بيجي الكبير والصغير يخطا بنطلع نقول عقوبه كذا وعقوبه كذا وعقوبه كذا، فمش هنسمح لحد في النادي يتطول على حد واحنا شايفينه بعينينا، تمام، ومش هنعاقبه. لكن كمان لما نترفع عن شيء لحيثيات عندنا او لاسباب عندنا، انت كمان لازم تقدرها وتحترمها. انت كنت منتظر يا كابتن سيد، انت حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا. انت اولا الكابتن الخطيب قال لك يا سيد شوف لو الموضوع فعلا اللعيب يتعاقب هيتعاقب. الجزء الثاني كلنا شفنا وكلنا ومصر كلها شافت الفيديوهات ان محمود كهربا رد فعل الاول. انا في رايي، يعني مش عايز اقول رايي، لكن الجزء الثاني والاهم، انا مش عايزك تقول رايي يا كابتن هاني، معلش انا بقطعك، انا مش عايزك تقول رايك. احنا نعرضها على الهواء في التحرير ولا حاجه والناس تقول مظبوط الواقعه دي، مظبوط، ومحدش يقطعها، تمام. اثنين يعني لو في لفظ قاله كهربا ولا حاجه، اي حد سمعه او كابتن محمد فضل سمعه يقول قال ايه، يقول لنا قال ايه.
بس لكن انا كمان انا كمان مش ممكن اعاقب لعيب اتفرج عليها 12 14 مره من اوله لاخره والناس تبعت لك بزوايا مختلفه. مش محتاج كل ده على فكره. لا طبعا اكيد لا مظبوط. محدش هيوجهنا ان احنا دورنا اصلا نحمي لعبتنا. احنا دورنا بنحمي لعبتنا وبنحمي نادينا وبنحمي حاجه، لكن لما كمان بيبقى فيه غلط احنا اول ناس بتطلع تعاقب ده، حتى لو هنتضرر فنيا. حتى لو هنتضرر فنيا. فانا لجنه الانضباط يعني بنقدرها وبنحترمها وليها قيمتها ومكانتها، لكن لما حصل احداث سوبر كده تمام، حصل احداث سوبر كانت من حساسيات وقف الكهرباء اللي هو المتسبب في الازمه. اوكي، احنا عايزين نعرف مين اللي كان متسبب امبارح في ازمه امبارح. اثنين، اوكي اثنين، شريط المباراه موجود الحمد لله رب العالمين، ما اتقطعتش والا كانت هتبقى مشكله كبيره يعني. مشكله كبيره. ثلاثه، انا مش يعني انا بالنسبه لي انا مش شايف، لا بالنسبه لي انا يمكن مصر شايفه حاجه ثانيه يعني. الناس في مصر بتتفرج على الفيديو شايفه ان كهربا مثلا يعني نزلت ولا حاجه، لكن بالنسبه لي انا وبالنسبه للنادي لو كان في عقوبه كنا هناخدها، لكن بالنسبه لنا كلنا مفيش اي حاجه على الراجل ده. اربعه، بكره الصبح بناء على مذكره تقدم فيها كهربا ليا شرح فيها الاحداث كلها مع الشروط القانونيه عندنا، هنتقدم احنا كمان بلجنه او بمذكره للجنه الانضباط تمام، بس ونثق فيها تماما. ودي كانت رغبه كابتن محمد فاطر، المخطئ يخطئ، المخطئ اسف ياخد جزاء. يعني الامر كله معروض حاليا في على لجنه الانضباط او سيتم عرضها على لجنه الانضباط يا كابتن سيد؟ احنا ترفعنا يا استاذ اسامه بالشكل ده، بالعكس احنا كنا مش حابين نعمل حاجه تعكر صفو الموضوع، لكن مش ممكن ابدا، مش ممكن حاجه. انا يعني بعشر لعيب عادي ما عملش حاجه اصلا خالص، ومع احترامي الكامل احترامي وبنقدر كل المنظومه في اتحاد الكوره ومن كل المنظومه الرياضيه كلنا بنقدرها اوكي، لكن صح. لو واحد بيمثل نادي مثلا نادي الاسماعيلي او نادي الاتحاد او نادي الزمالك او اي نادي، او واحد بيمثل اي حد بيمثل اتحاد الكوره، فاللي موجود في الملعب ده بيمثل النادي الاهلي. صحيح. لما تتعامل مع حد في اتحاد الكوره انه بيمثل اتحاد الكوره، عليك ان تتعامل مع اللاجئ لابس لوجو النادي الاهلي، لا هو بيمثل النادي الاهلي. فالتعامل لازم يكون محترم، زي ما انا بحترمك جدا وبقدرك، انت كمان نختلف نتفق ده جزء ثاني، نختلف في الفكر، نختلف في الاسلوب، نختلف في الاداره، نختلف في الكلام، لكن ما نختلفش ابدا في الاحترام. ما نختلفش ابدا بالدفع ولا الدق ولا الشد، ما ينفعش. ده حقيقي يا كابتن سيد. طبعا اولا بنشكرك على التوضيح، وواضح جدا ان طبعا النادي الاهلي كان بيحاول بقدر الامكان زي ما انت بتقول ان الموضوع بيتلم بشكل ودي، واحنا مقدرين والمنظومه كلها تعدي والامور تعدي بسلام، لكن طبعا قدوم محمد فضل لي يعني الدعوه للجنه العقوبات او انه في عقوبه على كهرباء، اتحرك النادي الاهلي سريعا وقال خلاص طالما الموضوع كده احنا كمان عندنا ورقنا وعندنا شهاداتنا والامور هتبقى ان شاء الله واضحه للجنه الانضباط بشكل كبير جدا. انا اسف بس انا اقول الحته قبل ما اختم معاك. اتفضل. الموضوع كمان مش محتاج ورق، هي طالما حاجات قانونيه فهتحتاج اللي حضرتك بتقول ايه ده، لكن ده محتاج فيديو. الفيديو قدامنا اهو يا كابتن سيد. نتكلم الصوره بتقول، خلينا الصوره تقول لنا حاجه تمام، لكن لما يطلع حاجه عكس الصوره ديت لا هتبقى مشكله كبيره قوي الصراحه. لما تطلع حاجه عكس الصوره دي هتبقى مشكله كبيره. الفيديو قدام المشاهدين وهم برضو ليهم الحكم في الاول وفي الاخر، لان دي يعني دي مصوره والناس الحقيقه على السوشيال ميديا امبارح برضو الحقيقه يعني يمكن تعاطفت بشكل كبير جدا مع اللاعب. احنا من هنا مش بنتكلم عن لاعب في النادي الاهلي بندافع عنه وخلاص، لا يعني انت النهارده زي ما انت قلت دلوقتي كابتن سيد اللقطه متصوره ويمكن حتى فعلا متصوره من كذا زاويه، ولجنه الانضباط هي اللي هتقرر وتشوف من المخطئ، لان الموضوع زي ما انت قلت كابتن هو الموضوع باين وواضح يعني وضوح الشمس، مش احنا اللي هنتكلم او حضرتك اللي هتقول، لا الفيديو قدامنا والصور قدامنا وهتروح لجنه الانضباط، والانضباط يعني هي اللي تشوف الصوره. اتفضل. انت ليك مكانتك الكبيره جدا في النادي الاهلي وعارف تاريخ النادي الاهلي بشكل طبعا كويس. اتحداك ان لو في حتى تعاطف جماهيري او لعيب نجم بنقدره وبنحترمه وبنتعامل معاه بنجوميته، بس لو في خطا انت ما بتعملش حساب رد فعل الجمهور، انت بتتعامل مع الخطا. صح تمام. بتتعامل مع الخطا مظبوط ولا مش مظبوط؟ الامثله بقى كده كتير جدا. ثق تماما ان لو في اي مشكله حصلت من اي لاعب اسم ايه بقى مش فارقه معانا.
حصلت مشكله مع لاعب، اوكي انت بتتعامل مع الخطا ده وبتقدره بالموقف ده بالحدث ده وبياخد العقوبه اللي هي يعني تتناسب مع الحدث. اسم اللاعب ايه؟ مش عايز اقول مش فارقه معايا، لا طبعا، لا طبعا مش فارقه معايا كنظام فرقه، كنظام فرقه. فمش عشان في رد فعل او في حاجه عند اللاعب ده او له نجوميه كبيره، لا انا اسم النادي اكبر. لكن لو في حقوق ترجع، حق كهربا لازم يرجع. انا ما شفتش في حياتي، في حياتي يعني كان في موسم 2002 او 2003 وقائع شديده جدا، في حد ما سلمش على حد على المنصه في موسم 2000 ولا 2003، تمام؟ مش معنى كده ان انا ادفعك بايه في ايدك، مفيش كده في الحياه خالص. فلو في حقوق ترجع بقى يعني لجنه الانضباط بنقدرها وبنحترمها وكمان واثقين فيها بشكل كبير جدا، تاخد بشريط اللقاء لو في شهود، الشهود موجوده، مش يعني مش هنجلب على اخر الزمن يعني، اوكي؟ لكن احنا ترفعنا عن الموضوع وقلنا يعني كابتن محمد صبري واحد من ولاد النادي، وكمان ما فيش مشكله ان احنا نعكر صف الفرحه ولا نعمل الموضوع بشكل كبير ولا حاجه، لكن كمان يعني كمان يعني الولد عنده حق وكمان يتعاقب. ده انهي قانون ده؟ لا اكيد النادي الاهلي بياخد حق اولاده زي ما النادي الاهلي كمان لما بيشوف لما يكون يشوف اولاده بيغلطوا، اكيد النادي الاهلي اول واحد كمان بيقف ضد يعني وبيقف ضد الغلط وبيطلع عقوبات وفي نفس اللاين وفي نفس الخط. لو النادي الاهلي شايف ان في حق من حقوق اولاده هتضيع، لا النادي الاهلي بيقف وبيقف بقوه كبيره جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ بنشكرك شكرا جزيلا على المداخله ونقول لك مبروك، محدش هيعكر صفونا واحنا فرحانين ومبسوطين بالدوري 42 ومنتظرين كمان التاسع ان شاء الله. كابتن سيد يا رب تبقى فرحه كبيره باذن الله. يا رب شكرا يا رب. كابتن سيد ان شاء الله. شكرا كابتن سيد، كان وجب التوضيح. يمكن المكالمه كلها اتلخصت في ثلاث نقاط اساسيه جدا، انه اي لاعب هيخطئ اول من سيحاسبه هي اداره النادي الاهلي، مش مستنيين انه حد يصعد اي امور او يشوف اي خطا وبعدين احنا نحكم على اي لاعب. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان انت النهارده تم تصعيد الموقف من قبل طرف هو اساسا يعني اللاعب هو اصلا اللي له حق فيه. رقم ثلاثة، انه لجنه الانضباط هي اللي هتقيم اللقطه اللي حصل فيها المشاده دي، وهي اللي بتحدد الموقف الاخر او بتحدد من المخطئ. أنا معاك يا سام، بس مهم جدا. يعني خلينا نتكلم كلام واضح وصريح، ان بالرغم عن كل دوت ان النادي الاهلي اول حاجه، وده يحسب الكابتن سيد ويحسب الكابتن محمود الخطيب، انه ما رضاش يكبر المشكله بزياده، ما رضاش ان هو كان وارد جدا النادي الاهلي هو اللي يعمل المشكله، لكن النادي الاهلي لم الموضوع زي ما الكابتن سيد قال. صحيح. محمد فضل برضه من ولاد النادي وهو مسؤول، والامور اتخذت في اطار ان حاجه عابره وعدت في احتفاليه وده مش هيعكر صفو الموضوع، وبالتالي يعني ده بالتالي هيتاخد في اجراء زي ما انت قلت اللجنه، والنادي الاهلي مش هيسيب حق اولاده. معلش يا رامي، يعني انت طبعا طولنا عليك شويه، لكن كان وجب التوضيح. لا كانت حاجه مهمه طبعا ان هي توضح للناس، طبعا مهمه. صحيح. جدا بصراحه. يعني كلمنا بقى على منو والجوزي. لا انا بس هقول نقطه في القصه دي، ان طبعا خلاص هو الموضوع يعني زي ما الكابتن سيد اتكلم ان الموضوع متصور، فاكيد المخطئ هياخد عقاب، سواء بقى كهربا سواء فضل سواء اي حد، الموضوع مش هيستخبى، مش مستخبي اصلا. اه طبيعي، ده طبيعي. ولو في حد موجود في الواقع وشايف ان حد غلط هيقول يعني. ما تمام. بس عايزين نتكلم عن المقاولين والانجاز والنجاح اللي حققه كابتن عماد النحاس، وتحقيق المقاولين النهارده للمركز الرابع ده انجاز الحقيقي يستحق تسليط الضوء عليه. اكيد طبعا. يعني في الاول طبعا انا نسيت في الاول في بدايه البرنامج ان انا ابارك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعيبته، لان على الدوري ال 42 بتمنى لهم طبعا التوفيق اكيد ان شاء الله في المباراه الفاينل بقى ان شاء الله، سواء قدام نادي الزمالك او قدام الرجاء، بتمنى لهم التوفيق طبعا ان شاء الله فيها باذن الله. قصه طبعا المقاولين، يعني المقاولين نادي الحمد لله اسم كبير في مصر واسم كبير في افريقيا، مش اسم قليل. يعني حته الانجاز انجاز طبعا، لان بقى لها فتره كبيره غايبه عن النادي، بس في نفس الوقت برضو انت نادي كبير، يعني تقريبا ثالث نادي في مصر عدد بطولات بعد النادي الاهلي والزمالك. صحيح. فانت مش بتتكلم على نادي صغير، ان يعني الموضوع مش عايزين برضو نكبره قوي.
يعني الحمد لله مجلس اداره طبعا احنا متعودين. انا وانا عندي 8 سنين دخلت النادي دوت، لعبت في الفريق الاول وانا عندي 17 سنه، فعارف يعني عارف مجالس الادارات اللي فيه، وعارف قد ايه الناس محترمه و بشكل يعني بتتعامل بشكل احترافي كبير جدا مع فريق الكوره في النادي، وعارفين اهميه الكوره جوه النادي. فلا الناس وقفت جنبنا كويس جدا السنه دي، ومن السنه اللي فاتت بتدعم بشكل كبير جدا، واقفين جنب كابتن عماد في الفرقه بشكل كويس، مش مؤخرين الحمد لله علينا بشكل كبير. يعني اكيد طبعا كل انديه عندها شويه حاجات اكيد طبعا، مش عايز طبعا اقول يعني عشان ما بقاش ان انا يعني لا حد يقول لك لا ده مؤخرين، فبص ما ينفعش تقول كده. لا انا بتكلم بشكل عام ان الدنيا الامور ماشيه بشكل الامور ماشيه بشكل مقبول كويس يعني. بالظبط كده اللي تخليك تمشي يعني ما تعطلكش الدنيا. فيعني لا والحمد لله احنا كمان يعني بصراحه الواحد اول مره يشتغل في المجال، واشتغل مع عماد اول حد اشتغل معاه. عماد طبعا اخ كبير لينا، احنا يعني قريبين في السن كلنا، الجهاز تقريبا معظمنا قريب في السن من بعض. الحمد لله في كيمياء كويسه قوي ما بيننا، الدنيا ماشيه بشكل كويس، بنحاول نجتهد على قد ما بنقدر وبنطلع اقصى حاجه عندنا. يمكن في حاجه كويسه قوي عماد شغال عليها بشكل كبير قوي، القصه بتاعت اوضه اللبس. اللعيبه اللي عندك واللعيبه اللي بتدخل الفرقه عليك لازم تبقى نوعيه معينه، ده مهم جدا. انت ممكن تجيب لعيب كبير قوي لعيب سوبر، بس اخلاقه هيبوظ لك اوضه اللبس، هيبوظ لك اوضه اللبس. فلا احنا يعني عماد شغال على الموضوع ده بشكل كبير جدا من السنه اللي فاتت، وعجباني فيه جدا القصه دي. بيتكلم مع اللعيبه فيها على طول. اتعرض عليكم لعيب من النوعيه دي يا رامي يعني خلال مشواركم كتير يعني اتعرض عليك انت حاسس، او عماد مع حفظ الالقاب طبعا عماد شايف ان ده لعيب كويس قوي لكن هيبوظ زي ما بيقولوا كده، لو حطيت اكيد طماطم بايظه في سبت هتاخد السبت كله وتروح يعني. ده عرض عليكم قبل كده ده اللي احنا يعتبر يعني عماد شغال عليه بشكل كبير جدا، ويمكن ما اعرفش اسماء اتعرضت، بس هو ده الاساس يعني. اكيد اتعرض عليه، اكيد اتعرض واترفض اكيد يعني، لان ده مهم جدا عندنا، وده بينجح بشكل كبير جدا. ان انت طول ما الدنيا عندك هاديه ما عندكش مشاكل، ما حدش بيصدر لك مشاكل كل شويه، هلعب ما العبش، انت ما تلعبنيش ليه، انت مش عارف، ويقعد يكلم في اللعيبه. حضرتك عارف القصه دي طبعا، لعبت ومرنت وعارف القصه، بالذات لما تبقى مدرب اكيد مدير فني منها بعض الانديه بصراحه، وعارف اللعيبه بتبقى عامله ازاي، وعارف النوعيات المصريه عامله ازاي في مصر لما حد بيبقى عايز ينخرب او يخرب في فرقه. فلا احنا دي بنحاول نحافظ عليها بشكل كبير قوي الحمد لله. نوعيه اللعيبه اللي عندنا نوعيه كويسه جدا من اللعيبه، لعيبه محترمه، لعيبه عندها طموح. عماد نقل لهم الطموح يعني، عماد برضو مدرب كبير يعني، كبر في وقت قليل، لعيب كان لعيب ليه تاريخ كبير ولعيب كويس جدا، فنقل لهم خبراته، نقل لهم طبعا الطموحات بتاعته. راجل لعب فترة في النادي الأهلي وخد بطولة مع الإسماعيلي واحترف، فعنده خبرات كبيرة جدا نقلها بشكل كويس. اللعيبة كلها قريبة منه، بتعتبره أخوهم يعني، أي حد عنده مشكلة، أي حد عنده أي حاجة. فدي الحمد لله منجحنا بشكل كبير يعني، يمكن ده النجاح الأكبر لينا السنة دي. طبعا كنا شغالين على القصه بتاعت ان انت طبعا عايز تبقى في المربع، الحمد لله يعني على المستوى الفني كان المقاولين بيضم لعيبه رائعه وبتنافسوا على المركز الثالث لحد اخر لحظه بالظبط يعني. احنا الحمد لله كمان السنه دي الانجاز الكويس اللي احنا عملناه ان احنا من اول الموسم احنا ما خرجناش بره المربع، ما خرجناش احنا مزبوط. يمكن فتره كبيره اول لحد ما الاهلي بدا يلعب الحاجات المؤجله دخل، احنا فضلنا فتره ثاني، الزمالك دخل ثالث لحد ما بيراميدز يعني. يعني ان انت طول الموسم بتلعب وان انت في المربع دي حاجه كويسه الحمد لله. يمكن الفتره الاخيره بس كان المستوى شويه قل شويه، بس ده طبيعي يعني. طبعا في ضغط عصبي شويه على المركز الرابع، طب هيضيع مش هيضيع، حد بينافس من تحت، حد بيحاول يطلع الحاج، فده طبيعي. والحمد لله يعني ربنا في الاخر ما ضيعش تعبنا الحمد لله، ومجهودنا اللي احنا تعبناه يعني، وخدنا اللي احنا عايزينه في الاخر. قصه ان احنا الحمد لله ان شاء الله السنه الجايه هيبقى فيه القصه بتاعت الكونفدراليه، هيبقى فيه شغل اكيد مختلف، وهيبقى فيه تركيز تاني وطموح جديد. انت كمان لما بتلعب على المستوى الافريقي والولاد يلعبوا باسم مصر يعني، انت بتلعب بره باسم طبعاً مصر، فالطموح بيختلف ونوعيه كمان ان شاء الله تجيبوا لعيبه بنوعيه مختلفه. وانت عندكم كمان انت اتكلمت على كل ده، لكن عايز كمان ازود عليها الناحيه الفنيه طبعاً. الشغل الفني طبعاً.
مع عماد وانت كمان كان ليك دور كبير قوي ان كمان شكلكم كان كويس كلنا معنا. كابتن مش انا اه بالظبط يعني كل الجهاز يعني الفني والمساعدين يعني وكل كابتن عماد والكابتن علاء عبد الغني، كابتن رامي ربيع، كابتن احمد زهران، كابتن محمد فتحي، كابتن عبد الرحمن، الجهاز الاداري، مش عايز اقول يعني الناس كلها بصراحه كله بصراحه كل الناس الشكل كان حلو كمان يعني كنتوا بتلعبوا كره حلوه بصراحه يعني. اه الحمد لله يعني بنسبه كبيره عملنا الحمد لله السنه دي شكل كويس جدا في الدوري، والناس كلها حتى لما كنت بتيجي تلعب اي فرقه وتيجي تتكلم مع مدربين او لعيبه زمايلك لا كل الناس كانت بتتكلم كويس عليك، الفرقه شكلها حلو السنه دي، انتوا عاملين حاجه كويسه السنه دي، فدي انت بتسمعها من الناس اكتر يمكن ما انت شايفها. انت من اللعيبه اللي كان ليك تصريح يعني عايز اعرف قصته لما قلت انا اكتر اللعيبه او تواجدت في الملاعب لمده 20 سنه وتعتبر يعني من اكتر 3 لعيبه في العالم يعني في مصر في الكره المصريه تواجدا في الملاعب، حكايه القصه دي ايه؟ حكايه القصه دي ان انا ليه قلت كده؟ لا يعني انا ما قلتش، انا في حد كلمني فبيقول لي حد بتاع احصائيات كده فقال لي اه احصائيه جات لك ان كذا 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 ان انت لعبت قد كذا، انا ما كنتش مركز في القصه دي خالص على فكره يعني. فهو بيقول لي انت من اكتر لعيبه في مصر لعبت عدد مش عدد مباريات عدد سنين دوري ممتاز. انا طلعت الفريق الاول وانا عندي 17 سنه لعبت 2008 سوري 98 خلصت 2018 لا سوري 2018 صح كده؟ انا قلت كده صح ولا 20 سنه 20 سنه بس ففتره كبيره وطبعا بص يعني انا على طول بقول ان الحمد لله ده توفيق بتاع ربنا مش شطاره من الواحد خالص خالص، انا ماليش دور اصلا في القصه دي، انا بحافظ على نفسي وبتمرن وكل حاجه بس برضو في الاخر التوفيق، في ناس عملت احسن مني وتعبت احسن مني بس ما خدتش يعني ما لعبتش قدي، فهو في الاول في الاخر هو التوفيق بتاع ربنا. انا دايما بقول للناس ما تحاولش، في ناس بتتكلم ان في لعيبه بتتعب وبتشتغل وبتموت نفسها وبتلاقي، وفي لعيبه تانية بتعمل كتير قوي واكتر من ده وما بتلاقيش في ناس بتبقى حظها يعني. انت ما كنتش منتبه للنقطه دي ولا وعشان كده حد من الصحفيين هو اللي لفت نظرك ليها يعني؟ لا اكيد انا يعني انا لحد تقريبا ما وصلت 35 سنه انا كنت خلاص بنهار بقى، مش بنهار بدنيا بس خلاص بقى كنت مشيت من نادي المقصه وخلاص قاعد في البيت وخلاص انا يعني يمكن قلت خلاص انا الموضوع كده انتهى بالنسبه لي، كنت بحاول بس كل ما كنت بتعرض على حد يقول كبير هو ملوش دعوه. كابتن حضرتك عارف القصه دي انا هنا. عارف القصه دي هنا انه ما بيقولكش كويس ولا وحش، ده يقول لك ده كبير ولا انت قادر ولا مش قادر. انت ممكن تحط لي مثلا جهاز دلوقتي الحاجات المتطوره دي وانا مثلا 35 سنه القياسات دي وتشوفني هجري ولياقتي يعني زي واحد عنده 20 سنه مثلا، ده اللي بيحكم. فده اللي بيحكم، وانا الحمد لله لحد ما انا في المقاولين و37 سنه كنت بتمرن يعني انا ليا واقعه كنت هموت فيها اصلا يعني. احنا كان عندنا معسكر في اسماعيليه وبنعمل فتره اعداد مع الكابتن محمد عوده، وفي اخر ماتش في اخر تمرين الصبح يعني اتمرنا الساعه تقريبا 6 الصبح وبنجري، كنت عندي 37 سنه ففي حد من ورايا قال بس انا ما سمعتوش، هو بيقول بص رامي 37 سنه وبيجري اكتر من الواد الصغيرين. احنا خلصنا وكنا مسافرين خلاص اخر تمرينه ومروحين اجازه يومين، رحنا على حمام السباحه ننزل الريكفري ومش عارف ننزل، والله يا كابتن انا بعرف اعوم كويس جدا جدا، انا وقفت سبحان الله على حمام السباحه اتكتفت وحسيت ان انا اتكتفت ونطيت بدماغي يعني الارتفاع كان مش عالي قوي، نطيت بدماغي وايديا كانت جنبي يعني ما نزلتش بايدين، انا نزلت لقيت نفسي دماغي دي خبطت في الارض، انا طلعت اصلا لقيت واحد قدامي قلت له الحقني وخلاص بقى مش حاسس بحاجه، هم شافوا وشي كله دم، حمام السباحه كله دم، ورس كسر الفقرتين يا ساتر والله يا كابتن. فهي مين بقى عزاء؟ لا انا عرفت بعدين قول بس قول مين اللي بعدين بس خلص عليك خالص. فالقصه بتاعت السن الواحد بيزعل بس مش طبعا. اكتر ان يقول لك ده كبير وخلاص، طب انت انا قادر ولا مش قادر؟ طب هديك احسن من اللي عنده مثلا 25 سنه ولا 20 سنه ولا لا؟ بس ف يعني لما قلت 25 سنه مفيش انديه الدنيا مقفوله، بعد كده نادي الاتحاد كابتن طلعت كلمني، كابتن طلعت برده كان سبحان الله يعني كان عمال يشوف لعيبه كتير صغير فيجي له ناس مش مقتنع حد في الاخر خالص، انا بلعب كوره مع اصحابي وبتاع، خرجت لقيت تليفون تعال لنا تاني يوم، كنت خلاص انت خلاص مفيش حاجه جايه خلاص يعني هي تجربه والاتحاد برده نادي كبير ونادي محترم برده الواحد انه يلعب فيه ده شرف ليه طبعا اكيد. فروحت خدت التجربه، كابتن طلعت مشي جه كابتن حسام، لعبت مع كابتن حسام الحمد لله تالقت والدنيا مشيت وجبت اهداف يمكن 5 6 اهداف في الموسم دوت. المقاولين طلبني في يناير
كابتن حسام طبعا ما رضيش خالص. كملت السنة واعتذرت لمجلس إدارة النادي الاتحاد، طبعا ناس محترمة جدا بشكرها طبعا ان الناس ساعدتني، ان انا كان طلبي ان انا يعني فرصة زي دي جات لي وانا عندي 36 سنة ان انا ارجع نادي المقاولين بيتي اللي انا اتربيت فيه واعتزل فيه، دي فرصة ما كنتش احلم بيها خالص. أكيد. فكنت بحارب عشانها. فالناس بصراحة وقفت جنبي جدا وما عملتش اي مشكلة معايا خالص، ورجعت النادي لعبت 3 سنين كمان، يعني لعبت لحد 38 سنة. فطبعا ده الحمد لله طبعا يعني كنت اقدر، بس خلاص يعني انا حبيت يا كابتن كمان اختار، انا حبيت اختار الوقت اللي هو كمان الناس بتخرج وانت واقف على رجلك ما تخرجش. كنت لسه هقول لك التوقيت الاعتزال ده والتوقيت بالنسبه للعيب صعب جدا، صعب جدا ان ياخد التوقيت ده، لكن كمان محوري انك تاخد التوقيت الصح في الوقت الصح، انك تاخد يعني قرار الاعتزال وانت ان شاء الله تبدا بقى مشوار تاني، مشوار تاني تدريب ان شاء الله، كفاح بقى يبقى كفاح تاني طبعا من نوع اخر بقى بالظبط. بنشكرك يا كابتن رامي وكل التوفيق ليكم. ربنا يخليك، انا بشكركم جدا وسعدت بيكم جدا و جود لك. شكرا ليكم. طبعا دي كانت نهايه حلقتنا النهارده في البيت الكبير، ان شاء الله بكره في نفس الميعاد من 10 ل 1 في البيت الكبير. تصبحوا على خير.